السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للإخوة والأخوات. نحن على المباشر اليوم 1 فيفري، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الانتخابات الرئاسية، وخصصنا الموضوع تاع اليوم حول الشباب. وعليكم السلام الأخ. الأخ السلام زبير، عليكم. مرحبا بك. مرحبا بك الأخ، لاباس شوية؟ الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ زبير؟ من باريس يا الأخ. مرحبا بك الأخ زبير. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الشباب الجزائري نعم، والانتخابات الرئاسية. كيفاش تشوف أنت الشباب الجزائري؟ كيفاش راه يشوف الانتخابات نعم، الرئاسية بشكل نعم. عام؟ واش هو الموقف نتاعو؟ واش هو الدور نتاعو؟ يا هل ترى راه يقوم بدور؟ يا هل ترى راه يعني عازف عن السياسة وعازف عن الانتخابات؟ هذه بشكل عام تطلعات نتاع الشباب في ظل هذه الصراعات القائمة في الجزائر، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالشباب في الجزائر. هل ترى الشباب راهو مثل ما كانوا يطمحوا الأولياء؟ قال يا نشأ أنت رجاؤنا، إلى غير ربك ذلك من السماء فقد المسائل. اقترب. نعم، شوف الأخ، يعني غروسو مودو، يعني الشباب والسياسة هذا معروف، يعني للعام والخاص، باللي الشباب والسياسة صافي دو الشباب الجزائرية، نعم هذه واحدة. ونعرف احنا من خلال التاريخ ومن خلال يعني كل الحقب بلي الشباب هو الاصل في كل شيء. نعم سي سا لو بارادوكس، الشباب هو الاصل، ومن طاحنا شبابنا راهو عازف على السياسه. المهم الاخ، نعم نرجع دائما المواصفات كسوا تكون في شاب ولا في واحد مترشح، ولا كما قلت انت لازم دابور الفو اتيدي تاع لونفيرونمون كامل، ماشي غير نشوفوا حاجه واحده، تو لونفيرونمون، المؤسسات، الشخصيات، في وقت الثوره، قبل الثوره، يعني هذه كلها لازم تدرس باش من بعد تكون نتيجه، ويكون الانسان مقتنع كي يعرف، كما نقولوا احنا فهم السؤال نصف الجواب. احنا الانسان الشباب تاعنا ما يعرفش التاريخ، صحيح ولا لا؟ وراه سيرتو هذاك اللي جاي بعد الاستقلال، اللي زاد في السبعينات والثمانينات. المهم انا ناكد على المواصفات. المواصفات قال لك فاقد الشيء لا يعطيه، كسو سوا شباب ولا يعني كهل ولا انسان مترشح، تكون فيه مواصفات. وش هو المواصفات هذه؟ عبر التاريخ نحن نسمع كلمة لي بيوني. في أمريكا مثلا أنا سي باللي الويست أمريكا إلا إيتي يعني ديكوفير، وإلا إيتي مي أون بلاس، وإلا إيتي إكسبلواتي بار سكون أبيل لي بيوني. لي بيوني مانيش عارف كيف نقول بالعربية، لازم دي بريكورسور، لازم يكون الإنسان يأمن بشيء باش يحقه، وعندما هو يكون مأمن وعنده إن كونفيكسيون ينجم من بعد يقنع الآخرين باش يتبعوه. احنا مثلا القدوة تاعنا، أكبر قدوة تاعنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام بدون خلفية يعني تاع الدين السياسي ولا لا، هذه مواصفات كانت في الرسول، وكانت حتى في غير الرسول وفي شخصيات غير إسلامية كما قلت أنا. ليكزومبل سي لي بيوني أمريكا. ودرك نرجع للموضوع تاع الشباب. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت فيه صفات التي كانت أثرت في المجتمع هذاك الجاهلي من قبل البعثة. ما هي هذه المواصفات؟ أنه كان يعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن لمن أساء إليه،
وكان فيه واحد الصفة رابعة، فهمت؟ ويعفو عمن ظلمه. شوف الآن الأخ، المسؤولين تاع الجزائريين هذوما اللي نقولوا احنا هلكوا البلاد، يعني طمعتهم نفوسهم وتبعوا الدنيا مساكن وتغواه ودخلوا في متاهات. الآن هما باش يقول لك ولو احنا نجبدوا رواحنا، اللي راح يجي بعد راهو راح يحاسبنا وراهم في خوف، فهمت؟ سي بور سا هما راهم متشبثين، خوف انهم لو كان تروح لهم لو بوفوار هذا راهم رايحين يطيحوا في انتقام وحباس ومساءلة. صحيح لازم تكون هذه العدالة، لكن الآن الرسول عليه الصلاة والسلام هند هذيك اللي كلات الكلوة تاع عمه، واش قالها؟ اسمح لها قتلت عمه، لكن هو اسمع هذوك النهار اللي تخلى مكة واش قال؟ قال اذهبوا انتم الطلقاء. تقصد وهذا ليس من الرحمة. باب الرحمة، ليس من باب الضعف ولا احنا لو نتعامل هذو المسؤولين هذو ما اللي سرقوا ونهبوا وهلكوا البلاد ووصلوها الى ما وصلت اليه، باللي نحن خاصة انت، وعلاش راني معاك؟ لانك تدعو الى المصالحة الوطنية، والمصالحة الوطنية لو كان ما فيهاش تسامح وما فيهاش رحمة، ما نقولش ما فيهاش عدالة، لازم العدالة، لازم لا جوستيس، خاطر الناس الثاني اللي خسروا في هذه الحقبة وراحوا خاوتهم ووالديهم ونساهم وولادهم إلى آخره، لازم ثاني يأخذوا حقهم ونقنعوهم. لكن باش يكون البلاد تطلع لازم تكون مصالحة سور سي بازلا، الرحمة، التسامح، العدل، وهذه المواصفات تكون في الشباب. لكن نعم كيفاش حتى الشباب هذوما تكون فيهم يقتنعوا بهذه الأمور؟ لازم يكون إنسان حقيقة فيه هذه الصفات لكي يجمع ويلم الشمل، وهذا هو رأيي إن شاء الله. شكرا الأخ الكريم، من نمر الكلمة للإخوة آخرين. شكرا الأخ زبير، نشوف ترى الأخ هذا عبد الحفيظ، عبد الحفيظ بن سعيد. للأسف الشديد الأخ عبد الحفيظ بن سعيد راه عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك، شوف سرح الخط. شوف ترى الأخ هذا محمد، اخ عبد الحفيظ شوف عدل لي بارامتر تاع الهاتف نتاعك ومرحبا بك. المهم الو، السلام نعم عليكم. مرحبا بك، اهلا وسهلا. واش راك استاذ؟ صباح الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الاخ محمود؟ ممكن راسا هضرت معاك البارح هذاك لي سيام هشام والله محمد، الاخ محمد من فرنسا. ما فيش مشكلة، مرحبا بك الأخ محمد. المهم الموضوع تاعنا اليوم هو حول الشباب. واش تقولنا في الموضوع تاع اليوم حول الشباب والانتخابات الرئاسية في الجزائر؟ شباب، فاش الشباب استاذ؟ ديجا فاش زعما بشكل الواعي عام ولا في الدستور يقول لك 40 سنه الفوق باش ترشح روحك، وحنايا رانا قريب ب 75%. وعلى أخويا الشباب الجزائري ما مقال عاش تكون 30 رئيس، سنه. يعني مقال يكون الشباب هذا رئيس. الشباب شحال كاين؟ المنصب تاع الرئاسة نتاع واحد. الشباب راه كاين 75% شباب في الجزائر. يعني درك إذا كان ما كانش درك تسمى منصب نتاع رئيس تاع شباب، واحد ما يتحرك. كاين شي واحد ما 75% يتحرك الشباب، وراه استاذ الدور الشباب تاعه. ديما؟ هل ترى راه كاين وعي عند الشباب؟ هل ترى الشباب هذا في الجزائر راه هو يركز مثلا على مواصفات معينة في المرشح؟ هل ترى يركز على المشروع تاعه؟ هل ترى راه يركز على شوف الهيئة استاذ، تاعه؟ هل ترى هذا الشباب راه واعي بهذه التحولات الدولية، هذه الصراعات القائمة على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الداخلي؟ هل ترى الشباب هذا راه تسمى واعي بهذه المخاطر اللي راح تواجهها البلاد؟ والا شباب هذا راه غير عابئ، راه عازف عن الانتخابات، عازف عن الشأن العام، راه التي يعني في امور مختلفه، منها الرياضه، منها امور واحده اخرى، يعني كره القدم تحديدا وامور واحده اخرى. واش الدور نتاع الشباب؟ يعني انت دوك مثلا لو تشوف مثلا في الثوره الجزائريه، هذ الناس اللي هما اسمه يعني خلعوا العباءه نتاع الزعامه هذيك نتاع المشيخه،
وانت الان مجموعه من الشباب هم تمردوا على مصالح الحاج واعلنوا الثوره الجزائريه، وراه الان التاريخ هو يذكرهم. بصح يا استاذ، يا استاذ، الشباب تاع هذاك الوقت راجل تاع 19 سنه 20 سنه كان راجل، كان في الحرب، كان هادي. دوك كان 19 سنه وشنو، تليفون فيسبوك، ما مش دوك هو الجيل، ما راهوش نفس الجيل. والشعب دوك كان شعب شغل ماشي طبقات، كان اصناف، كان شعب اللي راه واعي، كان اللي شاع يتبع الريح، يقولوا ها وهذا راشد نكازي يوقفوا معاه، يقولوا له ها وهذا علي غديري. دوك الشعب دوك هي كاينه شويه مسؤوليه من عند الحكومه، الجهل، الجهل هذا هو اللي هلكنا. خلاو الشعب كي يكبر يخمم غير على يدير، ما كان يقرا يعني والو، وما من القرايه ما يوفروناش، ما يوفرولوش كاع الامكانيات. كاين ناس ما تقولش تشري كتابات، كاين ناس هذه هي دوك راهو امر، او امر عميق. تانيك الشعب ما راهوش ماشي لافض ديالو، كاين شاب الله ما على باله نية، تقول له كاين هذا يجي يتبع يروح معاك، وكاين الشعب اللي يتبع الخبزة، تقول له هاو ليك نعطيك 500 ألف، راح جيب لي 10 عباد ونديروا هذيك استثمارات، ولا نديروا، ولا هادي كاين دوك، كاين وكاين. انا واش راني نشوف كاين الشباب اللي خرجوا برا، خارج الوطن، راهم شوية واعيين. وعلاش استاذ؟ اي دولة اللي في الخارج تعطي له كاع الامكانيات باش يطور، باش يتثقف، باش يدير واش يحب. انا هذه اللي لاحظتها، كاين بزاف الناس هكذا الشباب يعيطوا من برا واعيين، شو عندهم نظرة. خملي واحد اللي راهو عايش في الجزائر، مخلطوها دوك عباك مع المخابرات هذوك، خلطوا كاع، ما تعرفش واش تعمل. دوك غير اللي يخرج يقول لك هذا مع هذا، هذا مع فلان، هذا وهي صح كاينه منها، هذوك الدعوه كاع مخلطه اللي تشوفهم كاع الشباب. دوك الشباب كاين الشباب دوك راهو يسنى، او قاعد يسنى، راهو فاقد الامل، يقول لك خلاص بوتفليقه دوك، ولا رشح روحه بوتفليقه خلاص. ما وكاين الناس دوك راهم انا عندي صحابي يقولوا لي علي غديري مليح او التغيير، بصح ما يعرفوش. كي نقول لهم شوفوا واش يكون هذا غديري، شكون هو يمول فيه، شكون، كاين الناس يسمعوا الهضره بك، يقول لك انا ضد النظام نغير خلاص، يقول لك هذا هو. بصح كي تجي تطلع عليه هذا غديري ديجا، هذه حبيت ندير بك ملاحظه، عندها يومين في المغاربيه كانوا يهضروا على السوجي تاع علي غديري، كان هذا واحد مستشار تاع ساركوزي هو اللي كان حيقوم بالحمله تاع علي غديري. وهذا مستشار اسمه عبد الرحمن تحمان، جابوه فبدا يهضر في التليفون المغاربيه، قالوا له علاش ما راكش مثليه بالحمله، قال لهم فوالا سيد كذاب، باسكو سقساوه في هذاك تاع ليبرتي، قالوا له اسكو هذاك تاع مستشار تاع ساركوزي راهو هو، باش يقول ايه ما قالش، شغل ما مدحلوش. الاخر بدا يفضح، وهنا تشوف باللي هذا علي غديري كي يهضر يكذب، تسمى يخبي، يقول لك انا معليش معدو، يخبي اللعب ديالو، اللعب تاعو. انا بالي هذا علي غديري انسان خطير بزاف، وهذا شغل تعرفه اللعب انت تاعو هذا عبد يخبيه، الرحمن، هذا شغل تعرفه، تاع ميليتار. اه تعرف هذا عبد الرحمن هذا؟ لا، هذا عبد الرحمن عرفته، كان طالعت شو عليه، كان مستشار تاع ساركوزي، وكان دار حمله، كان دار تانيك حمله انتخابيه تاع بوتفليقه 2014. وهذا يا شغل، هذا باين، هذا شويه فيه اللوش، هذا شغل ماشي واحد اللي يدير فيه الثقه، هذا تاع هذا اللي دار مستشار تاع ساركوزي، غير تسمع واش يهضر، هذا وشغل هذا طاغور شوف، يقول لك انا ساركوزي. هذا روح اسال عليه مليح، روح اسال عليه مليح، روح الجامع نتاع باري واسال عليه، اسال عليه الناس اللي يعرفوه، روح برباس سقسي عليه مليح، تعرف شكون هو هذا عبد الرحمن. ما انا هذا ما كيما نقول لك، ما على حسب هضرت وسمعت، ما وش دار قايتك، ما رانيش شغل يا داير ودي فيه شوف ثقه عندنا قايتك. كسمة، احنا الموضوع تاعنا اليوم هو يتعلق بالشباب، ولكن هذا الناس راهم شوف نقول لك لحقوا الى درجة تاع شياطين، فهمت؟ شياطين. دونك فهمت. هو لما يروح ليه انسان مغفل يقول لك هذا السيد هذا كيفاش كان معاه البارح وكان بعد. هو شوف درك هذا علي غديري، جماعة بدأوا يتحركوا معاه، رب راب واسمه هذاك مقرن آية العربي العربي هذاك وناس المحامي آخرين، هذا هذاك وش اسمه
العربي هذاك صحفي الله ما نسيت صحفي اسمه، هذاك هذاك ابو محامي حميد هذاك اللي ما الهياشي عندنا إلى غير مولاه. ذلك من الأسماء. درك بدا الحديث يمشي، قال هاو المرشح نتاع الدولة العميقة، واحد من المرشحين. دونك باش هما يستعملوا حاجة واحدة أخرى، هذا الشخص معروف عليه بالقرب نتاعو مع أجهزة الأمن ويتعاملوا معها، وتعامل حتى مع أجهزة نتاع الأمن الفرنسية وكذا. درك هو لما يصير هذا عليه غديري، صار قال مثلا رافض هذا عبد الرحمن، يقول لك مال هذا، والله مال من يرفض عبد الرحمن هذا، هذا باين باللي مرشح صحيح هذا. وهو يبدأ يطيح عليه على جال باش يعطي له نوع من المصداقية. خطأ عليه لو كان دوك مثلا هو هذا راه مشى معاه ودار له الحملة الانتخابية في فرنسا، خلاص هذا الناس راهم يعرفوه صاي خلاص. في المقابل كاينين ناس اخرين اللي هم راهم ايضا صنيع نتاع هذا النظام، واللي هم ايضا يقوموا بدور، راهم كما قلتهاش البارح انا في البرنامج هذاك اللي تحدثنا عليه على المهاجرين، هذا يلعبوا في الدور تاع المعارضة وفي الدور تاع الموالاة. يعني دوك انت راك بين المطرقات والسندان، تجي تدور راسك منا تتخبط، تجي تدور راسك منا تتخبط، فهمت؟ عندهم درك هما هذاك كما يقولوا طليبة، حنايا يهز لك طليبة هذا منا يهضر على هذاك، ويزيد يجيب لك الاخر هذاك، وتقعد انت دوك الانسان اللي راه ما على بالوش يروح غلط، فهمت؟ تروح نتيجة نتاع التضليل والنتيجة نتاع طب العيط هذا اللي راه مسك. انا ما نكذبش عليك استاذ، هذا غديري. انا في رايي الشخصي مع وشاره ومع توفيق خطير. ما علاش كاينه هذه النقطه اللي ما فهمتهاش؟ قايد صالح ما يتفاهمش مع غديري، نهار غديري نفرضوا ولا رئيس، كيش راح يتعامل مع قايد صالح؟ اسمع ما شوف حد اخويا، صرا اسمع، ما هيش قضية نتاع قايد صالح، قضية شخصية. درك هذا بوتفليقة راني حكيناها شحال من مرة، وهما استهدفوه، كانوا في وقت من الأوقات جابوه، كانوا في ضيقة، وبتعامل مع بعض الدول من بينها الدول تاع الخليج، واستطاعوا هو أنه يقنعوه على جال باش هو يجي يلعب دور. هو راه قال لهم من النهار الاول، قال لهم باللي انا لن اكون رئيس نتاع ثلاث ارباع، لازمني نكون رئيس كامل الصلاحيه. درك هما عطاو له الفرصه، هو في الشيء اللي واسمه ساعده، وش هو الشيء اللي ساعده؟ هو العملية نتاع أحداث سبتمبر، هذه النهار راني هدرتها عشرات المرات. عملية نتاع أحداث سبتمبر هذيك أعطت لهم الفرصة على جال باش هما يستعيدوا الأنفاس نتاعهم. قال ودي كنتوا تركم مكذبيننا في قضية نتاع الإرهاب وإلى غير ذلك، أكمل الآن أمام الأمر الواقع، وما استمستش فقط أمريكا. من بعد هما لما لقوا هذيك الفرصة، كان من قبل كان هناك حوار مع جماعات مسلحة ممثلة في هذا ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ. درك هما لما تفاهموا مع مداني مزراق ذو المجموعة نتاع المخابرات، هذا بوتفليقة جاء هو لقاها طايبة، لأنه هما كان سبق لهم حوار مع اليمين زروال ومع هذا اللي بالفليس، كان مبعوث يا من زروال كان يروح الحبس كل يوم مع يشوف علي بلحات هذا اللي وكان بالفليس، يتحاور كان معه. معاهم، كان يعني حاضر في بعض النقاشات معاهم. ثم خطر هما هذول نتوع الجماعات المسلحة، كاين منهم اللي هما طلبوا ضمانات وإلى غير ذلك، وطلبوا حتى بعض الشخصيات اللي هما يعتقدوا فيهم من أنهم راهم نزهاء ومن أنه راهم ناس منصفين وكذا، طلبوا منهم على جال باش يحضروا في بعض النقاشات هكذا. المهم درك هما لما لقوا هذيك الاحداث نتاع واسمه نتاع سبتمبر، عطات لهم هي المبرر على جال باش هما يستعملوا الصلاحيات نتاعهم، واستعملوا هما كان هذه القضيه هذه نتاع احداث سبتمبر، بالاضافه الى الحرب نتاع العراق اللي هي زاد ساهمت في ارتفاع نتاع الاسعار نتاع البترول.
درك هو هذا بوتفليقة مش إنسان سهل، تتفق معاه تختلف معاه أمر واحد آخر، ولكن ماهوش إنسان سهل. لماذا؟ لأنه هو راهو كان في منصب حساس لما كان هو ربما دين رئيس. المنصب هذا نتاع وزارة الخارجية كان في علاقة مباشرة بالجهاز تاع المخابرات. هذا مش قال مثلا انت تروح تجيب لي انت في وزير وباعين، والله ما على باليش انا، والله هذا نكاز، والله مانيش عارف شكون، والله هذاك سبيسيفيك. هذا راهو كان مع الجهاز نتاع المخابرات، عنده علاقات مباشرة مع من؟ مع قصد مرباح، ومع الناس اللي هما راهم ركائز في الجهاز تاع المخابرات، بالتالي يعرف هو الدخلات والخرجات، ويعرف كيفاش تمشي الأمور في القنصليات وفي السفارات، العلاقات الدولية، يعرف المداخل والمخارج. هذا مش إنسان سهل. بالتالي لا درك هو صح. هو في مرحلة من المراحل، من بعد هو استعمل هذاك بنطرح مريض العلاقات اللي كان هو دايرها مع نتاع دول الخليج بالإضافة إلى فرنسا وأمريكا، وصار هو يلعب في بعض اللعبات من بين الأشياء اللي هو كان مرة على مرة يعني بالتواطؤ مع جهات في فرنسا عن طريق وسائل الإعلام، من بين القضايا قضية نتاع تبحرين هذيك، ساعة ساعة يخرج لهم قضية، قال قضية نتاع بوضياف، يضغط عليهم إلى غاية هو أنه لما صار هذا الحراك هذا، هما عرفوه باللي راه رايح معاهم بعيد، هما حبوا يوقفوه، ولكن فيه جهات دولية اللي هي كانت ضاغطة اللي ما خلاتهمش، لأنه هما كانوا محاصرين. تتحرك هما عندهم مصالح نتاعهم كلهم في الخارج، عندهم واسمه الحسابات البنكية نتاعهم موجودة في الخارج، في سويسرا وفي فرنسا وفي أمريكا وفي كذا، ويخرجوا كلهم، يخرجوا يداويوا بأسماء مستعارة، وكاين منهم اللي يخرجوا بالأسماء نتاعهم، ولكن محميين محميين. درك هو هما ولاو يخافوا على أرواحهم، ولاو يخافوا على أولادهم. تسمى من جهة قال راهو حصار شعبي، الشعب راهو مضمر، وشعب راهو كذا، وبالإضافة إلى فيه جهات دولية راها هي تتبع فيهم، خاصة فيما يتعلق ببعض المنظمات تاع حقوق الإنسان، وكاين شكاوى تاع تعذيب تاع كذا. دونك هو يضغط، هما لما شافوه باللي راهو رايح بعيد حركوا له بنفليس، لما هما حركوا له بنفليس راح هو، ولكن فيما بعد فشلوا. قاعد هو يمشي، نهار اللي لحقت القضية هذه نتاع المرض نتاعو، لما هو مرض قضية هي كانت حول خوه، خاطر كاين بعض الناس اللي الآن راهم دوكا دايرين باللي واسمه خوه هو اللي راهو بطبيعة الحال، بحكم هو أنه خوه، راهو معاه خوه ولد أمه، راهو هو معاه، وهو اللي راهو يعرف الملفات نتاعهم، راهو حاكي له، لا هو راهو اللي كذا، راهو راهو كذا. يداويه، هو اللي راهو انت تتكلف به، صح؟ درك هما هو لما اللي يسير بلعب. فهمت، درك هما وصلوا لواحد المستوى وين انه بعثوا له واسمه تقرير، قال له اخوك راه متورط في بعض الملفات كذا، هو مرض. لما صارت له هذه نتاع لافيسي، هذه نتاع الجلطه الدماغيه هذه، هو لو كان قاعد في الجزائر كون قتلوه، كون دخلوه المستشفى عين النعجة بالسلامة بالعافية. هو خرج لفرنسا، خرج لفرنسا وعلى باله، على باله راه على عنده باله والله. علاقات وعنده كذا، وحاولوا من خلال بعض وسائل الإعلام من بينها القناة تاع المغاربية، استعملوا بعض وسائل الإعلام، واستعملوا بعض الحزيبات، وحبوا هما يمشيوا مادة من الدستور. من بعد خرج لهم فرانسوا هولوند، خرج لهم طاي طاي، قال لهم باللي راهو في صحة جيدة وراه كذا، وحتى انه فيما بعد زاروا في الجزائر. اذن هما دركا هذا راه مش انسان ساهل. دوك انت كي جبت لي دوك هذا القضية نتاع واسمو نتاع القايد صالح، وش اسمه هذا الغديري، هذه راها كلها مقدمة على هذه النقطة بالذات، هذه تاع الغديري وتاع القايد صالح. درك هما لما قروا باش يروح هذا التوفيق، راهم استخدموا القوة من جهة ضغط دولي، أمريكا تحديدا واسمو، ومن بعد القوة
هذا القايد صالح هو في وقت من الأوقات كان بروبوزا هذا الجنرال توفيق، لكن فيما بعد ما قدرش يمانيبوليه لأنه استعملوا هذا الجناح نتاع بوتفليقة. وحتى هذا الطرطاق، طرطاق هما نحاوه، لما نحاوه نفس الشيء، هو كي شغل سمح فيه من بعد هما ولاو ريكوبيراوه واستعملوه ضد الجماعة نتاع التوفيق. درك هذا علي خديري هذا من الناس اللي تمت التنحية نتاعهم. درك هما هاد الجماعة نتاع التوفيق هادو نتاع ما يسمى بالدولة العميقة الآن هما راهم يحوسوا ينتقموا. بالتالي درك هاد الجماعة اللي راهم درك مع القايد صالح والجماعة راهم كيما نقولوا في كيما نقولوا في الضربة نتاعهم الأخرى، يا إما هو أنه يمروا وراهم رايحين فيما بعد رايحين يزيدوا يقحزوا بلك صف وصفين واحد اخرين ويزيدوا يروحوا البعيد، واما هو انه هاد الجماعه اللي تمت الازاحه نتاعهم راهم رايحين يعاودوا هما يرجعوا ويعاودوا يديروا عمليه نتاع تصفيه حسابات وتروح بك هذا بوتفليقه لما يروح الجماعه اللي معاه كامل يروح. هذا واش قلت لك استاذ خطير هذا غديري. دابا كان يربح اللي رئيس سيدي الجزائر تولي الدار بيناتها، وقايد صالح علاش استاذ انا ناكد عليه، هو قايد صالح ملي زاد مرض رئيس وفاش فاش عرف باللي شغل قايد صالح راه حاكم المونوبول في الجزائر في التمديد تاع التمديد تاع الانتخابات، سعيد كان حايد سعيد بوش كان حايد في التمديد. عهد الرابع مش قايد صالح لما جاء لفرنسا والله، عهد الرابع كان ماشي معاه القايد صالح ماشي معاه 200 في الساعه، هو اللي كان مره على مره كل مره تشوف انت في لقاء واستقبل بوتفليقه استقبل القايد صالح واستقبل بوتفليقه القايد صالح، ومره على مره واستقبل الاخضر الابراهيمي. الاخضر الابراهيمي شو هو؟ الاخضر الابراهيمي علاقات بالامم المتحده وعنده علاقات مباشره بالملك نتاع الاردن كون هو انه بنته متزوجه بخو الملك، وبالتالي لما راهو عنده علاقات يعني عنده علاقات مع امريكا. هذاك شكيب خليل نفس الشيء، المرأة نتاعو عندها علاقات مع منظمات دولية. مسألة ما راهيش غير قال هكذاك روح هز بوتفليقة، يا ودي راه الأمريكان وراه الدول يعني عظمى ماهيش قضية تاع الضغوطات الخارجية. هاملك أولد قدور، أولد قدور عاودوا حطوه أولد قدور في الحكومة الجزائرية حكمت عليه بالتجسس، أمريكان عاودوا فرضوه حطوه. لا هي كاينه، هي كاينه شوف في البترول وهذه كاينه مافيا تاع امريكان ام حاكمينها كاع يحطوا لي يحبوا وينحوا لي يحب، بصح في الحكومه اللي يحكم الرئاسه انا في رايي الشخصي القايد هو اللي راهو شغل، هو يقول لك صح بوتفليقه راني معاه منه، هو عنده صلاحيات ماذا به بوتفليقه، يا ولو كان يكون خلاص ميت يجروه يكمل اللي اخ يقول لك محمد راني معاه. هو عاجبه الموضوع الحال، تاعنا هو حول هو الشباب عاجبه الحال، باش هو كان حاب نمر شويه يدير تجارنا خلينا وقت كثير في الموضوع هذا، نخلي انه نركز على الموضوع تاع خلاص الشباب. الشباب استاذ الشباب. انا الشباب هو يخصهم، انا ليا في الجزائر نهضر على الجزائر، اللي راهم في الجزائر ماشي ساهل، هو استاذ هو الوعي اللي لازم لهم الوعي. الناس دوكا الشباب، وعلى الشباب كي يعرف الوعي وعلى باله وعلى من ينوض ويعرف عليه من حقه تماك بالك. قال صح كي واحد يريح هكذا مبعثرين، واحد مع هذا واحد منا، واحد يحوس يحرك، واحد يحوس اللونساج، واحد هادي، هي لازم الوعي، لازم الشباب الجزائري يفهم بلي لازم يضحي بنفسه باش تكون الجزائر مليحة للأجيال الأخرى. لازم الشاب الجزائري شغل الجزائري يديرها شغل كاين دين الاسلام موراها كاين الوطن. حنا وشنو المشكل حنا ولا غير الشباب اللي راهم في الخارج كي يشوفوا هكذا شغل تكره حياتك تقنط، تشوف باللي حال الانتخابات حيدوها تزيد تعرف 5 سنين حتكون الجزائر بين يدين هاد الحكومه، تزيد تعبك تحب تقنط ما تعرفش واش دير، تحب دير حاجه بصح ما تقدرش. نعم شكرا للأخ محمد، الشباب نمر للإخوة آخرين. نشوفوا ترى الأخ حمزة، المهم الإخوة اعذروني مرة على مرة نضطر على جل باش ندير بعض الشروحات لأنه كاين فيه بعض الشباب هكذا اللي مساكن ما على بالهمش، ودائما راني نقول ونعاود نكرر من أنه لو كان لقيت ناس راهم يقوموا بدور والله ما نتكلم. راهو السلام عليكم. الإنسان
وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ حمزة. السلام عليكم. أخ حمزة، مساء أنت النور لست أستاذ. مبروك. أهلا. تفضل الأخ حمزة في الموضوع تاع اليوم حول الشباب. أستاذ نعم أنا أسمع فيك، تفضل الأخ حمزة. يبدو السلام هو عليكم. نعم، تفضل أستاذ مساء النور. تفضل تفضل الأخ حمزة، تفضل. يبدو أن الأخ حمزة عندك مشكلة في الخط، معذرة. زيد نعاود نجرب معك الأخ عبد الحفيظ، نفس الشيء الأخ عبد الحفيظ بن سعيد، راهو عندك مشكلة في الخط نتاعك. شوفوا ترى مع الأخ حسين هذا حميدوش، نفس الشيء الأخ حميدوش راهو عندك. هذا مصطفى، نفس الشيء الأخ مصطفى. شوفوا مع الأخ رضا هذا، بالك لعله إن شاء الله يطلع. يا الله يا كريم. أخ رضا مرحبا بك. ألو ألو أخ رضا، أخ رضا مرحبا بك، تفضل. شوفوا مع الأخ هذا خالدي، نفس الشيء الأخ خالدي عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك. للأسف الشديد والله كاين الناس هكذا، مع الأسف الشديد ما تلقى حتى كيفاه تدير معاهم. صراحة شوف مع الأخ ربح هذا، يا صراحة نفس الشيء الأخ ربح، ربح أساس. الأخ عبد الحفيظ شوف نقول لك، اسمع شوف، إذا راك تتكلم بالجهاز تاع الكمبيوتر ما تقدرش تدخل، لازمك تكون تتكلم بالهاتف النقال، ولازمك تدخل من خلال لابليكاسيون اللي راها موجودة في الهاتف، لابليكاسيون تاع الفيسبوك، ما تروحش تدخل تاع الجوجل ومن بعد تدخل للفيسبوك، تدخل من خلال لابليكاسيون، ولازمك تكون داير لا ميزاجور، ولازم لي بارامتر تاع الهاتف نتاعك تكون مشغلهم حتى باش تقدر فيما بعد انت تدخل. وبطبيعة الحال لازم يكون الخط مليح، خاطر لو كان ما يكونش الخط مليح ولا ما تقدرش تطلع. يعني اذا كانت لا كونيكسيون تاعك ضعيفه، ولا خاصه اذا كان راك في الجزائر، ولا ما تقدرش تطلع. فهمت؟ شوف الاخ عبد الحفيظ، اخ عبد الحفيظ بن سعيد، شوف المشكله نتاعك ومرحبا بك. اخ رابح نفس الشيء. انا اطلع وقل الاخ رابح، ما نقدرش الاخ رابح انا نرد على اسمه لي ميساج، مرات نكون انا مشغول هكذا، مره على مره نطلع واحد هكذا. راني يعني طلعتك دوك هاك انت اللي ما قبلتش اخ رابح عساس، راني يعني طلعتك انت اللي رفست فهمت. اما قضية نتاع الاسئله مرات ما نشوفهاش، مرات نكون أخ خالد والله حبيب، والله مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ. أهلا بك، من راك تكلم فينا الأخ خالدي والله حبيب؟ تكلم في من بيت نعمة. مرحبا بك. يزيد فضلك. واش تقولنا الأخ حبيب في الموضوع هذا نتاع الشباب هذا؟ يا أخوي الشباب أنا كشاب الحركات الرئيسية. ركزنا فيها أستاذ. نعم.
منها بالنسبة للفوط ما نفوتوش. سمعتني؟ أنا ألو، الأخ اللي اتصلت بيا بالهاتف من فرنسا، من فضلك راني على المباشر. تفضل الأخ حبيب. يا الله يا كريم، شوفوا مع الأخ خير الدين هذا. الأخ خير الدين، مرحبا بك. السلام عليكم سي نور الدين، واش راك؟ مساء وعليكم النور. السلام، من واش راك راك؟ تكلم فينا الأخ خير الدين؟ والله نكلم فيكم من مدينة قسنطينة. ما شاء الله أخويا، راه لا كونيكسيون عندكم مليح، تقول راكم في السويد. ربي يبارك فيك. والله كونيكسيون مليح على 4G، و اون بليس يسمع عندي تليفون مليح شوية. الله هاي يبارك. مليح، هاي لازم واحد يكون عنده تليفون قادر. صحيت، هذه هي. ايه انا حابب نتصل بك يعني الحق قدان مره، خاصه بعد انه اسمك كيما نقولوا احنا ملي ديكلاراو بلي راح نديروا انتخابات، بلي راح نديروا الانتخابات، نعم خاصه تاع قبل لا ديكلاراسيون تاع الانتخابات، على بالك بلي كاينه صراعات، وكيما نقولوا احنا والتكوين نتاع مجموعه من الاطراف والاجنحه اللي راهي قاعده تتصارع بيناتها، لأننا كنا لابلي بار تاعنا كنا شاكين في انهم اصلا، خاصه بعد مثلا كيما مقري والجماع وغول والناس اللي راهي قاعده تنادي كيما نقول احنا بتمديد العهده الرئاسيه، ولا كيما نقول احنا ياجلوا الانتخابات وكلش، ومع الصراع هذاك اللي راه كاين وواحد ما فهم حتى حاجه. مي بعد ما ديكلاراو بلي راهم رايحين يديروا انتخابات رئاسيه، راك تشوف لي شامبينيون هذو اللي ناضوا والناس اللي راهي نقدر نقول عليهم تافهين بمعنى الكلمه، جابوهم باه يديروا مسرحيه ويهموا الشعب باللي ها هو كي كيما نقولوا احنا، اذا كان راكم امنين باش يتبدلوا النظام ولا التغيير، او التغيير ها والشكل تاعو كيف راح يكون، راه مش راح يكون مناسب. وهذه يسمى كيما ستيم فيزيون، يسمى التافه، والانسان اللي ما يخممش يقراها فاسيلمون. حاجه واحده بالنسبه للحاجه اللي الكيستيون اللي كنت حاب ثاني نبوزيها عليك، في الرجل اللي يشوفوا فيه باللي راهو قادر ينافس بوتفليقه، ولا انه كون ما يكونش بوتفليقه انه قادر ينافس مثلا كيما مثلا اللي عندنا اللي راهم دي يسمى كيما نقولوا احنا نترشحوا ويبانوا باللي راهم دي بيرسون يقدروا يلحقوا، مثلا كيما بن فليس مالغري محال يخليوه يفوت، ولا مثلا كيما تقريبا تقول بن فليس هو سي علي شوف، غدير. حاب نعرف واش رايك فيه كيما فيما نقولوا حنا، واسكو سامحني سيرتو هذه بعد بالذات، اسكو سي غديري اسكو صح كيما نقولوا حنا، كيما نقولوا حنا شت النظره اللي راهو مدها ولا اللي راهم يسوقوا فيها تاع انه صح ماهوش مرشح خارج من قلب النظام، وانه كيما نقولوا حنا باه يجددوا به النظام من داخل. اسكو صح راح يجيب لنا صح تغيير، واسكو يعطينا فكرة صح، واسكو يعطينا منظومه جديده، واسكو يعطينا كيما نقولوا حنا انفتاح، واسكو الشيء اللي راهو ينادي به، ولا باللي راهي عباره عن هاله برك اعلاميه، وكيما نقولوا حنا عباره عن مسرحيه مفبركه باش شغل كيما نقولوا حنا يقولوا لنا باللي رانا بدلنا النظام، اذا كان طلع الغديري بطريقه كيما نقولوا حنا ما فقناش حنا بها، وان نكونوا سعداء باللي يرون الحق الغديري، وما طون ما نبدلوا والو، اصلا النظام قاعد هو هو. ما نعرف اسكو فهمتني ولا ما فهمتنيش. نعم مثلا الكلمه تاعو اللي قالها، قال يا انا يا النظام هذا، هذيك مثلا اللي قالها في التصريح تاع الفوريم تاع ليبرتي، كيما قال يا انا يا النظام هذا، يعني على انه هو معارض مالغري انه كان اسمه لواء متقاعد من الجيش وكان داخل المنظومه تاع العسكر اللي راهي حاكمه بور لو مومون، مالغري اسمه هما ناس كامل بصراحه كانوا معارض لهم يا زنون. شوف نقول لك، شوف نقول لك، قضيه هذه مرتبطه بفرنسا. اوكي، المساله هي لم تبدا ب 2018 ولا 2019، وانما مرتبطه اساسا بالاحتلال. اوكي، أمور واضحة. درك هما فرنسا
لما خرجوا هذو مجموعه نتاع شبان، بحكم وانه احنا الان رانا نتحدثوا على الشباب، خرجوا على المشيخه نتاع مصالي الحاج وغيره، فرحات عباس وغيرهم، خرجوا على الطاعه نتاعهم، خرجوا قالوا دي احنا عندنا دوك سنوات والشعب نتاعنا عنده دوك اكثر من قرن وهو تحت الاحتلال، جربتوا العمل السياسي، العمل السياسي هذا ما اداش النتيجه، وكان منهم اللي هو يطالب فقط على جال باش فرنسا تعامل الجزائريين كالفرنسيين، وكان منهم اللي قابل بهذه العمليه نتاع الاندماج، ومع ذلك فرنسا كانت هي تمارس في التمييز بين الجزائريين، واستخدمت بعض الأشياء اللي مازال إلى اليوم احنا الآن رانا نعانيو منها، منها هذه قضية نتاع عربي وقبايلي وشاوي، فهمت؟ درك هذه المجموعة تاع الشباب، دوك نجيك من بعد نتاع غديري، باسكو نتاع غديري هذه هي الأخرى، لو كان ما تفهمش هذا الأساس هذا فيما بعد الأمور كلها ما تفهمهاش. درك هذه المجموعة نتاع الشباب لما هما خرجوا على العباءة نتاع مصالي الحاج وأعلنوا على جال باش يديروا الطلاق مع فرنسا، وأعلنوا على جال باش يخوضوا حرب ولو بوسائل بسيطة، لكن هما كان الإيمان نتاعهم مع ربي وكانت عندهم إرادة صحيحة، وبالتالي هما راحوا دخلوا في مواجهة مع فرنسا. درك هما لما انطلقوا في هذه المواجهه فرنسا، هذاك العامل نتاع المفاجاه، لانه كانوا هذ الناس استخدموا هذاك العامل السري واستخدموا العامل نتاع المفاجاه، اخلط الحسابات نتاع فرنسا، بدات تصرى عمليه من في باتنا، عمليه من هي في العاصمه، عمليه في منطقه القبائل، عمليه في قسنطينه، عمليه في كذا، عمليه صارت عمليه نتاع ارتباك لفرنسا، وبداو هما يحبين يعرفوا، لخطر في البدايه ما كانش تنظيم، يعني اللي فيما بعد صارت فيه قيادات ومعروفه ومناطق وكذا وكذا وكذا، كانت الامور سريه. المهم هما استهدفوا في البدايه هذو المجموعه، كاين منهم اللي سجنوه وكاين منهم هما اللي قتلوه، ومع ذلك بقات تستمر هذيك العمليات الى غايه نتاع هو انه بدات عمليه نتاع اختراق، فهمت؟ شغل ان كونتر اتاك. من بعد هما قال بداو يدخلوا في مجموعه داخل المجاهدين حتى باش يعرفوا هما هذا التنظيم هذا كيفاش راهو، شكون هما الناس اللي يقودوا فيه، كذا 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 كذا. لحقوهم القضيه هذو نتاع الصمم، كاين ناس اللي هما راهم يمشيو بالنيه نتاعهم، نحن لا نشك في النوايا نتاعهم وفي الاخلاص نتاعهم، كانوا يمشيو، فهمت؟ دوك انت لما تشوف شكون هما الناس، روح اقرا التاريخ، اقرا الاسماء، شوف شكون هما الناس اللي كانوا نواب في البرلمان اثناء الوجود الفرنسي، شوفهم بالاسماء، شوفهم فيما بعد شكون هما الناس اللي شاركوا في المؤتمر تاع الصمام، شوفهم فيما بعد شكون هما اللي كانوا في الجيش الفرنسي، شوف شكون هما فيما بعد لما هذو دخلوا في الاتفاقيه تاع ايفيون. من بعد هذه غير فقط عناوين بركه، من بعد هما لما وصلوا لواحد المستوى عاود رجع مصالي الحاج، فهمت؟ عاود رجع مصالي الحاج وبداو يديروا في هذيك تاع الامانه ويحوسوهم انه يتفاوضوا مع فرنسا على جال باش هما يعاودوا يريكيبيريو بعض الاشياء بعد ما هو في بدايه الامر ما مشاش مع هذا الاسم تاع جبهه التحرير وكذا، وحتى صارت فيه دماء، صارت فيه دماء، صارت فيه مجازر، صارت فيه قتيله وتصفيات بين هذو نتاع جبهة التحرير والمصاليست. المهم فرنسا قبل ما تخرج من خلال الاتفاقيات نتاع ايفيون، وحتى بعلم السلطات الامريكية، كاين حتى راه وثائق موجودة تاع السيئة باللي راهم كانوا هما موجودين في الجزائر وكانوا هما يدبروا لعملية تاع انقلاب لشارل دوغول. والمهم فيما بعد هما كانوا يحذروا، اما هو انه يخليوا الناس اللي هما كيما نقولوا عندهم يعني يمشيوا مع الغرب يعني بشكل مباشر، واما هو انه الناس ما يحكوا ما يسكوا،
فهمت، مخلينهم قال في البلاد ويحاصروهم. تعرف كم كان، ما كانش دول راه عندها سياده، والله كثير من الدول كانت تحت الرحمه نتاع الاحتلال، المغرب، تونس، الى غير ذلك. افريقيا فيما بصفة بعد عامة يعني. ظركهما، فيما بعد ظركهما بداو هما يحاولوا ينصطاليو، خرجوا لهم مجموعه تاع بن بلة وبومدين وهذو تاع الجيش نتاع الحدود. علاش راهم كاينين الناس اللي حاقدين؟ هذا هو السبب، الحقد نتاعهم. هما فلطوا هذاك المشروع نتاع فرنسا، فلطوه، فلطوا المشروع نتاع فرنسا. من بعد دخلوا، لما دخلوا داروا انتخابات، خاطر كاين بعض من الناس اللي يروحوا يصوتوا لك هكذاك، داروا انتخابات وداروا مجلس تأسيسي ونجح فرحة عباس، ولكن فيما بعد دار استقالة تحت الضغط. هو راهو كانت عنده شعبية، وفرحة عباس راهو لما تروح تشوف انت التصريحات نتاعو وتشوف المواقف نتاعو حتى بعد الاستقلال، شوفوا في المواقف نتاعو مع الثورة كيفاش هو كان مع الاندماج، وكيفاش هو فيما بعد بدا يطور في المواقف نتاعو، كيفاش هو دخل الحكومة المؤقتة، هذا بن خدة كيفاش هو كان مع المركزيين، مع مصالح الحاج، وكانوا ما كان لا مع المجموعة نتاع 22 ولا المجموعة نتاع 6. وفيما بعد دخلوا في هذا نتاع واسمه المؤتمر الصمام، ودخلوا في هذه القضية نتاع الحكومة المؤقتة. شوفهم واحد بواحد، اقرا هذه المسائل. المهم درك هاد الجماعة اللي هما انقلبوا، فهمتوا، انقلبوا على هذه الاتفاقيات نتاع ايفيون بالقوة، فهمت، بالقوة. من بعد بداو يخرجوا جحافل من الناس اللي كانوا هما مع فرنسا، الحركة هذوك اللي خافوا بالتصفية الجسدية، وكاينين الناس اللي هما لمدوا في الإدارة، لمدوا في مواقع مختلفة، وقاعدين يراقبوا في الوضع نورمال. درك بومدين فيما بعد هو مشاو علو في المرحلة نتاع بن بلة، من بعد بن بلة بدا يتربب ثم، فهمت، رغم أنه شارك في الثورة، ورغم أنه خدم، ورغم أنه تعب، ورغم أنه جاهد وكذا، ولكن فيما بعد تعرف الإنسان هذا فيه روح نتاع الأنانية، فيه كذا، بدا يتربب، حكم مجموعة من المسؤوليات هكذا، يعني رئيس راهو قال كذا، راهو الوزير الفلاني، هاو الوزير تاع كذا، كل دايرهم تحت الوسم تاعو، بالإضافة إلى أنه مرة على مرة هكذا يحاولوا أنه يستميل. قال مثلا هذا واسمه اللي عدموه فيما بعد شعباني، وصل بالي إلى درجة هو أنه داير ميليشيات يا صاحبي، داير وزارة الدفاع، ناس كما راه حابة تخرج من ذكر وصاري كما هو درك كل هذه الصراعات مورثة. ولا عم بك الصراعات هذه راه جات من أسبوع، ما جاتش وحدها، الصراعات هذه راه كلها مورثة. وكاينين الناس اللي هما عندهم توجه فرنكوفوني فرنكوفيلي، وكاين الناس اللي عندهم هما توجه عروبي إسلامي، فهمتني؟ هاي المسألة هذه هي بدأت هكذا في بعد الاستقلال. هذا بومدين وبن بلة وشعباني ومعهم ناس آخرين مصنفين على أساس أنه تيار عروبي إسلامي، والجماعة الأخرين كريم بالقاسم، خيضر، واسمه عبان رمضان، واسمه هذا فرحة عباس، إلى غير ذلك، كانوا مصنفين على أساس أنهم تيار علماني وفرنكوفوني وكذا وكذا وكذا، فهمتني؟ هذه المسألة بدأت هكذا، والمسألة راها مازالها مستمرة بهذا الشكل، ولكن ماخذة أقنعة واحدة أخرى. المهم هما دركا، حنا ذكرنا وصلنا أنه قال بن بلة، من بعد داروا عليه انقلاب مجموعة من بينهم هذا بوتفليقة اللي الآن راهو في الحكم، داروا انقلاب على بن بلة. وفيما بعد في الفترة نتاع بومدين هذيك ما كملتش، لأن بومدين استهدفوه وقتلوه، بومدين راهم اغتالوه، فهمت؟ من صح. بعد لما هما اغتالوا بومدين، الشاذلي هو للأسف الشديد إنسان مخلص، وإنسان يحب البلاد، وإنسان مجاهد، وإنسان ثوري، وإنسان كذا، ولكن مع الأسف الشديد ما كانش في مستوى مسؤولية نتاع رئاسة الجمهورية، لأنه هو كان ربما يجهل بعض الصراعات، او كان ربما ما يعبرش بها، والا كيفاش هو يسمح لهذا التيار هذا اللي هو يتغلغل داخل الاجهزه نتاع الدوله، وفيما بعد يدخل الجزائر في حمامات من الدم اللي رانا مازلنا الى اليوم مازال ما تخلصناش منها. درك هو كانوا مجموعه معاه، منهم هذا النزار، ومنهم هذا العربي بالخير واسمه، كانوا هما دخلوا عن طريق المانيا، دخلهم هذا كريم بالقاسم،
ومجموعة آخرين كيف كيف دخلهم هذا كريم بالقاسم، من بعد هما دخلوا كاين منهم اللي هما دوك مثلا هما راهم فعلا تمردوا على الجيش الفرنسي وصاروا مع المجاهدين وكذا، وكاين الناس اللي بقاو ما عندهم ولاء. المهم الشاذلي هو لما وصل هما الشاذلي شكون اللي داروه؟ داروه مجموعة هذا واسمه قاسم مرباح وبن يلس ومش عارف هكذا، تفاهموا على جال باش هما ينهيوا هذاك الصراع اللي كان هو بين بوتفليقة ومحمد صالح يحيوي، او مستنجدوا بالشاذلي. هما يعتقدوا من انه لما يديروا الشاذلي ينهيوا هذاك الصراع في بالهم باش هما من بعد يريكيبيريو السلطة. قال الشاذلي قال كذا قال كذا، من بعد هو الشاذلي راح جاب جماعة، راح جاب العربي بالخير لانه هو كان يخدم معاه في وهرن، والعربي بالخير بدا يجيب في الجماعه، بدا يجيب في النزار، وبدا يجيب في واسمه في هذاك نتاع راس الواد، راح لي الاسم نتاعو، كان وزير الداخليه في وقت سابق، راح لي الاسم نتاعو، مجموعه من الضباط اللي كانوا في الجيش الفرنسي جابهم بداو هما يتربوا، بداو هما يستهدفوا، لانه قلت لك القضيه هي راكبه هكذا انه كاين فيه تيار عنده ولاء فرنسا والفكر نتاعها، وكاين تيار اللي هو في تلك المرحلة عنده التيار تاع العروبة والإسلام. علاش هما دائما يهضروا على جمال عبد الناصر ويهضروا على مصر؟ هاد الجماعة من وين كانوا؟ أيت حمد وين كان؟ كان في مصر. بن بلة وين كان؟ كان في مصر. خيبر وين كان؟ كانوا في مصر. كانوا كلهم في فرص في مصر. كانت مصر هي الحاضنة الأولى. بن بلة منين بعثوا الباخرة نتاع السلاح؟ بعثوها من مصر. مصر هما عندهم عداء لمصر. لماذا؟ العداء للعروبة، حابين يفصلوا الجزائر. قالوا ودي احنا ماناش عرب، فهمت؟ ماناش عرب، وهم دائما يردوا فيها الى اليوم الغدوة البغداد، ماناش عرب ماناش كذا ماناش كذا، وما زال هذا الصراع ما زال مورد. درك الان احنا درك لما لحقنا لهذا المستوى، هو بن بوتفليق هذا مش انسان سهل، رغم اننا ضده، ورغم اننا شخصيا يعني نختلف معاه في مسائل هكذا، ولكن مش انسان سهل، فهمتني؟ المهم هو يعرف الالاعيب نتاعهم، بحكم هو انه راهو كان في وزاره الخارجيه، يعرف اسمه المخابرات، يعرف الامور كيفاش مكونه. وهما استعملوا في مرحله من المراحل الشاذلي للاسف الشديد، وخرجوه داو، حطوه في بوسفر في وهران، لحلوا المجلس الشعبي الوطني، روح بالخادم روح تروح لداركم. ومن بعد قعدوا يتربوا حين من الظهر، لما بدا يصير التمرد داخل المؤسسه نتاع الجيش بمن استنجدوا، راحوا لزروال. زروال واش هو؟ عربي والله، ومعهم مع الفرنكوفونيين هذو. منين راحوا استنجدوا به؟ لماذا؟ لانه عارفين باللي راهو كاين تيار قوي داخل الجزائر، هذا التيار العربي الاسلامي، تيار قوي غير الانسان اللي يحب يعاند والله كذا. دونك هما راحوا فيما بعد لما هما شافوا بدا الزروال قوي، بدا يجيب في التيار الوطني، بدا يجيب في مجموعه هكذا كذا، يلا داروا لبتشين. شوف شكون اللي راهم درك ياخذوه في الحمله. شوف روح شوف هشام عبود لما كلفوه بالقضيه نتاع بتشين، وروح شوفوا راه مازال اليوم، الى اليوم راه مازال هذا التيار مازال راهو يخدم، فهمت؟ درك هما شي اللي غاضهم درك هو وشي هو؟ هو انه بعد ما وزيح هذا الجنرال توفيق استهدفوا ناس، كاين منهم اللي كانوا في الجهاز تاع المخابرات ولكن والله لا على بالهم، فهمت؟ المهم راهو في الجهاز المخابرات، راهو يمد في المعلومات، وراهو قال راهو يتبيش، وراهو يتحرك، وراهو يخدم، ولكن ما على بالوش بهذه الصراعات، وما على بالوش بهذه الامور، لانه منهم اللي ربما ولا في حياته قرا كتاب تاع تاريخ، ولا 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 طالع شهادات، ولا دار بحوث، ولا سامحني، فهمت؟ المهم درك هما في هذا المستوى، لما هما لحقوا هذا درك هما داروا مثل ما داروا، استعملوا شاذلي. هما هذا جنرال توفيق اراد استعمال القايد صالح، وقال واش قال بروبوزيو عليك، كان معاهم العماري، وما راهم مجريين ومفرخين على المستوى الوطني في كل المؤسسات. العماري كان هو ضد على جال باش يواصل وش اسمه بوتفليقة، دوز البوتفليقة ابريد 2004 في
في 2004 كان ماشي مع بن فليس. مع بن فليس درك هو تسمى يبدا به، خاطر هو كان ضده، يبدا به ينحيه، ومن بعد شكون اللي يروح؟ هذاك راهو قاعد من اللور توفيق، ما يبان ما يظهر ما والو. قال ودي كيف اسمه؟ والله العظيم انا واش تقترح لنا انت؟ نقترحكم القايد. والله انا نقترح نشوف القايد صالح، انسان مجاهد وانسان ثوري وانسان كذا، وهذا تقدر تعول عليه. ولكن هو في باله باللي هذا القايد صالح يقدر يمانيبوليه، فهمت؟ هو باين كي حبيب داروا باش يمانيبوليه القايد صالح، جاتو على العين كيما نقول العين الله، فهمت؟ جاتو عسل طاحت عليه لما هو حطه ثم. كان هذا توفيق كان يهضر مع اسمه مع بوتفليقه مباشره، صار كي دوكا عينو هذا القايد صالح. القايد صالح كان باش يهضر لازم يهضر مع التوفيق، هو ربها هو رب الجزائر، صار يهضر مباشره مع بوتفليقه. بوتفليقه من بعد هو بوتفليقه استعمل القايد صالح ضد الجماعه تاع توفيق، وهذا قديري هذا من الجماعه اللي سحتهم. درك هما راهم يحوسوا يعودوا يرجعوا بشكل واحد اخر، فهمت؟ قال هاكم تشوفوا بوتفليقه خلاص ومنا ومنا، لازم لنا واحد شاب ولازم لنا واحد صنديد واللي عنده تاثير في المؤسسه العسكريه وفي كذا. قال يلا جيبوا غديري، جيبوا غديري. ومش غير هو، راهم في مجموعه كلهم يلعبوا في دور نتاع معارضه وفي دور نتاع موالات، سلطه ومعارضه. لحد الان مازال ما كانش انا شفت مرشح اللي فعلا يقدر هو يعني اثر عليهم. هما دوك هذو الاسلاميين انا راني قلتها شحال من مره، هذو يعني اذا كان فعلا حبوا الجزائري بعدو من الصف الامامي. خلي تيار وطني اللي راهم فاهمين هذه الالاعيب نتاعهم وفاهمين هذا الوسم نتاعهم الاسواق نتاعهم، خلي هما يقودوا مرحله نتاع 10 سنين 20 سمع. 30 سنه فلتكن من اجل ازاحه هذه الدوله العميقه ورميها للمزبله نتاع التاريخ. يعني غديري راهو منسوب على التوفيق، والتوفيق راهو في بالك انت يسمى الكلاسمون، راهو كلاسي مع التيار الفرنكوفوني اللي كنا نحكيو عليه من قبيله، ايه اللي كنت تحكي عليه ايه هذا هو. ما تسمعش انت وانه الشعارات هذه كان بداو دوك يجريو، هم قال واش هذا وراه ينحي الفرنسيه؟ ما لازمش تخدم تخدع قاسما بالله. لو كان يجي دوك هذا جنرال الغديري ويقول لي باللي راهو رئيس الحمله الانتخابيه نتاعي راهو علي بالحاج وراهو رايح يدير الشارع الاسلامي، قاسما بالله من امنه. هاي والله يوقف مع علي بالحاج ويجي هو المدير تاع الحمله الانتخابيه تاعو، والله من امنه. سامحني سامحني. ودركا باب الراي كما يقولوا، باب الراي والفائده تاعنا، انه كما نقولوا احنا الحاجه اللي راح ابريل 18 افريل واش راح يصرى دركا. احنا بور لو مومون اللي راهو باين لنا غير الجنرال غديري اللي راهم حاطينه انه داروا له هذيك الهاله على انه من بلاصه بوتفليقه. هو عندهم ناس، شوف عندهم احزاب، شوف هذاك عبد العزيز بن العيد نتاعهم، بصح ما يدير والو هذاك، ما يدير والو ما يدير والو. خلينا المهم راهو يخدم معاهم، يخدم معاهم وكلهم خدموا معاهم بن فليس كيف كيف. صح صح فهمت. صح لويزا حنون نفس الشيء. شوف شوف هادو في زوج، شوف سوا بالعيد سوا بن فليس. انا درك نقول لك باللي واحد فيهم ما يكون رئيس، مستحيل. ما عندهم الكاريزما تاع رئيس، ما عندهم كارير باش يكونوا رئيس، ما عندهم كيما نقولوا احنا حتى اسمع 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 شوف تاع رئيس، مستحيل. اصبرني اصبرني نشرح بعض النقاط هكذا مهمه جدا. هما شوف نقول لك، هما الشعب ما على بالهمش بيه، هما الشعب مستعدين يرحيوه، ما على بالهمش بالشعب هما ولا الاراده نتاع الشعب. هما راهم عندهم جهات دوليه راه تدعم فيهم، عندهم اعلام يقدروا درك هما من خلال الاعلام. درك مثلا في وقت سابق ما تسمعش الصوت نتاعي انا، ما تسمعوش، حنا راهو درك غير قراصه الانترنت هذه اللي الان حنا راه عطتنا الفرصه على جال باش حنا نتحدثوا، على جال باش نشرحوا بعض المسائل وكذا. في وقت سبع ما تسمعش الصوت نتاعي نهائي، وكان جيت راني في الجزائر كون راهم ربطوا لي اللسان نتاعي بكاظنا، فهمت؟ هما مش معولين على الشعب، هما راهم يستعملوا في العاطفه، عندهم يستعملوا في هذه المسائل نتاع الاعلام بشكل خبيث، يستعملوا التضليل،
يستعملوا لا بروباغوند، يستعملوا الدرهم، يستعملوا شير انت الذمم، يستعملوا الوعود. كاين بعض الناس اللي هو درك مثلا قال انا واحد يعنوه بسكنه، والله ما يهبوش، والله يبيع زير، والله لا على بال، المهم يدي سكنه. واحد يعدوه منصب تاع عمل، والله تروح تزير للواد، والله لا على بالو بها. بالتالي دوك حنا اول حاجه هو انه مطالبين بالوعي، لازم الناس تكون واعيه، اتم الوعي بانه هذ الناس راهم اذا كان عاودوا ورجعوا للسلطه راه منه وجاي 50 سنه، وروح فوت لهيه، ما تهضرش على التغيير هذا نهائيا. ما لازم تنخدع بالوجوه نتاعهم، ما لازم تنخدع بالمواعيد بالوعود نتاعهم، ما لازم تنخدع بالتضليل نتاعهم. درك هذا بوتفليقه، رغم انه راهو منتهي، ولكن لازمك تعرف باللي هذ الناس اللي درك هما راهم درك في السلطه. انا راني مع ذهاب النظام بما فيهم بوتفليقه، ولكن لازمك تفهم باللي دوك نتاع لما تسمى تختار بين هو انك انت ما على باليش انا يوجعك راسك ولا يحكمك كونسير، تختار انه يوجعك راسك منطقيا. صح. درك هاد الجماعه دوك اللي راهم في السلطه كانوا ناس اللي هما درك من بينهم هذا مقري راهم شافوا اتصلوا كذا، مش غير مقري، كاين الناس اللي هما لحقت لهم هذه القناعه هذه خطر منذ سنوات، وحنا نحكيو على هذا الموضوع. حتى انا شخصيا كتبت في الكتاب تاع المصالحه الجزائريه والتسجيلات، بدات الناس تلحق لها هذه القناعه من انه لابد باش نحنا نقاوموا هذه الدوله العميقه، لان راها متغلغله على المستوى الوطني. فهمت؟ كاينين الناس اللي راهم يخدموا معاهم والله لا على بالهم، يستعملوا فيهم هما راهم عملاء الجهات اجنبيه بصح ما على بالهمش، جاهل ما على باله بوالو، ويلعبوا لهم هما على الوتر نتاع الوطنيه، وبالك هذوك مخونه، وبالك هذوك راهم في ايادي اجنبيه راه تحرك فيهم، وبالك وهما راهم هما الخونه هما العملاء. فهمت؟ درك هما هذه المساله هذه. سامحني درك انا واش نحوزه؟ احنا درك باه يروح هذا النظام اي تقريبا من المستحيل. احنا كيما نقولوا سامحني باه يروح بلا ما يعاود يسيل الدم، وحنا كونتر هذه الحاجه. راي رانا كي انا هذو اقليه، هذو ماهمش اغلبيه في المجتمع، هذو راهم اقليه. حنا دوك لما يكون وعي جماعي، شوف تروح هذه ضربه نتاع علماني واسلامي ووطني وديمقراطي وعروبي وقبايلي، وهذه شوف أرواح نتفاهمه قبل على مشروع نتاع مجتمع، هذا هو الأساس. خطر هذا الناس المشكلة راهو في الوعي، اللي ما كانش، وأنه الوعي دركا ما سي با فاسيل تاع أنك تغرس دركا في الناس. نقول لك علاش، بيسك الناس دركا راهي الناس لابلي بار تاعهم يجريو على كروشهم، ويجريو كيما نقولوا حنا كيفاش يلبسوا ولادهم، كيفاش يقري ولادهم، كيفاش يجري على السكنة، كيفاش يسلك لي فاكتور اللي راهو يجيوه كل شهر. راهو ما كانش حاجة اسمها الوعي دركا. كما قلت انت كنت مدلو خدمه ولا تمدلو سكنه ولا تمدلو كذا، يبيع الجزائر كامل. حنا مازلنا ما لحقناش النيفو هذا، ومازال ما نلحقوش درك. حنا ما تفضل الاخ، يبدو انه عندك. احنا ما حناش في هذا، حنا نعطي شو ما عندك. انا ابل هو اللي راهو مكونسيك التليفون تاعك. هي عندي كيما نقول احنا مكالمه، هي على قاعد يسمع الانسان هذا قاعد يعيط لي، وما على بالوش بلي راني في اللايف. لا اله الا محمد رسول الله. قلت لك هذا المستوى هذا تاع اللايف نتاع الوعي هذا ما حناش راح نوصلوه درك. صدقني انا راني عايش هنايا، واني شاب من الشباب الجزائري عايش هنايا كيما نقول احنا، ونعرف المستوى نتاع لابلي بار تاع الغاشي كيف راهو يخمم. النخبه راهي في حاله عزله عن السياسه وعن ممارسه السياسه، و 99.99% من الشباب الواعي والمثقف صح راهو ما ينتخبش وما يروحش للصندوق. احنا ما نهضروش على هذه، احنا نهضروا على اخف الاضرار. انه اني قلت لك قبيله، قلت لك باللي النظام هذا راهو انا عندي وقناعه، وصدقني هذه اللي راح تصرى 200% ماشي 100%، مستحيل يروح هذا النظام درك في الحاله اللي رانا فيها درك، وخاصه في الفتره هذه. مي حنا كيما نقولوا حنا اخف الاضرار. اسكو هذا علي الغديري؟ اسكو كيما نقولوا حنا يخرجنا على الاقل من الوضع هذا المتعفن من 2012 2013 حتى الوضع حتى الوقت الحالي، انه يقدر على الاقل يدير عمليه تنظيف؟
انه كيما نقولوا حنا ينحي شويه كيما نقولوا حنا، خاصه انه الناس انهم الناس يشهدوا له على الاقل بنظافه اليد، على انه ماهوش ما كانش انسان. أودي اش كنت نقول لك، هذو راهم يحوسوا ينتقموا، يحوسوا يصفيوا الحسابات. اش منا واش من قالوا غدي، مازالك الهضره، الهضره كل اللي كنت نهضر لك فيها سامحني مازال كنت سامحني تهضر لي عليها على غديريه. سامحني سامحني، شوف معليش، حتى كاين اذا كان كما قلت انت ينتقموا من الناس اللي جات موراهم، هما انهم هادو اللي جاوا من وراهم. درك راني قلت لك، شوف الفتره هذه اللي جات من 2013 2014 وربع لهنايا، راهي تعفنت الجزائر بارابور واحد الوقت هكا. مثلا كيما بوتفليقه، احنا ما نقولوش وما ما تقوليش راك كيما نقول احنا راح نوافقك اذا كان انت رحت في الرؤيه نتاع انه ما خدمش خلاص في ال 20 سنه هذه. انا عندي قناعه باللي كانت الجزائر عباره عن ورشه كبيره في العهدتين الاولى والثانيه. كيما نقول احنا كان الانسان يخدم، كان شوف يجري، انا كانت الطياره، كانت راك كنا نشوف شعب، كنا نشوفوا باللي راهي الدوله راهي كاينه، باللي راهي النظام هو يحوس يخدم، باللي هو يحوس كيما نقول احنا البوليس البلاد، نحوسوا نشوفوا في حوايج، نشوفوا في الخدمه، نشوفوا باللي كاينه، كاين تطور، باللي راهي كاين اودي شوف حاجه. نقول لك، اسمع يا الاخ الكريم، الكلام هذاك وكل على بالك باللي ما عنده حتى اللي تسمى له، كان ما تضربش انت في الاصل، الكلام هذاك وكل ما عنده حتى معنى. شوف نقول خليني لك نكمل برك، ايه، انا ما ما غادي يجي دوك انت وينتقم. كي تكون تتكلم تسمى انت يروح لنا الوقت هكذاك، برك يروح لنا الوقت تسمى تتكلم في كلام ما عنده حتى معنى، تسمى مخلي الاصل، مخلي تاع الصح والدور لي في اشياء اللي ما عندها حتى معنى. دركا هذا الوسم وهذا بوتفليقه، دركا راهو هو ذوك لما وصل للسلطة، هذا الناس راهم كما قلت لك مجريين على المستوى الوطني. دليله في ذلك هو أنه مرات هو أنه يدير قرارات، هذه القرارات لا تطبق، وراهو الآن أنت يتمد مثلا مليارات تروح للولاية، تروح دير مشاريع، تروح لماذا؟ لأنه راهو كاين كونتر بوفوار داخل بوفوار، كاين دولة راه دولة موازية داخل. شوف دولة راه، شوف كاين جهة راه باينة واضحة وجهة تخدم في الظل. هما ذرك الآن لما تمسوا منذ تنحية تاع اسمه تاع التوفيق، راه مثل هذاك الخنزير انت اللي تلاقيت انت وياه في وحل وضربته، وراك انت وياه متصارع انت وياه، يا ياكلك يا تاكلو، راهم ذركما في حالة هيجان، فهمت؟ والان هما علاش انا راني نتكلم فيه، لخاطر انت تروح تحكي لي انت عن الامور اللي ما عندها حتى معنى. هما الان راهم يحركوا في ناس من اجل احداث فوضى في البلاد، ومن اجل ارغام الجيش للنزول للشارع، راهم يمهدوا في هذه الارضيه على جال باش هما يلقاو الفرصه باش هما فيما بعد يفرضوا الشروط نتاعهم يعني كيما نقولوا دعم 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 اعلامي ودعم اجنبي. ولذلك الناس لازم تاخذ الحذر نتاعها، درت تجمع ما نجيش نحضر لك، توقيعات من وقع الكش ما نمشيش معاك، فهمتني؟ ما نمشيش معاك، خلي درك هذه السلطه هذه، رانا ضد البقاء نتاع هذا النظام. ولكن اذا كان درك هذا الناس راهم فاهمين يا أستاذ، الوضع، لازم الناس يا أستاذ تخرج اسمح لي، من الاخر نتاعها، وقال ودي هاي المرحله القادمه واش راح ندير، فهمتني؟ يا أستاذ وتمشي اسمح لي، الناس خلاص، ولكن النظام هذا لازم يروح الى غير رجعه. اسمح لي برك يا أستاذ كلمة برك. هذا شفت، هذا الهضره اللي راك تهضر فيها راهي منطقيه، وراهي كيما نقولوا احنا هذا هو راي الصواب، ونورمالمون كيما نقولوا احنا نقولوا بلي راي هذا هو النورمال اللي نورمالمون واش يصرى. بصح راه ماهوش لو مومون تاعو، هذا الوعي اللي راك تحكي عليه راني نحكي معاك انا يا عايش وسط الشعب ومن الشعب، خي فهمتني ولا لا؟ واش راهو لازم انت محال برك، يكون واش لازم كيفاه؟ هو انك انت تقاطع، تخلي لهم الاسمو ساعه فارغه، او يجي في انا دارك مفوطي، ويريح وخلي لهم. انا مفوطي، انا مالف مفوطي، انا عندي ممكن مش عارف، ممكن عندي ملي لعبت ممكن 20 مانيش وانا نتكلم راني عليك مفوطي. انت في شخصك يا راجل، مانيش نتكلم لك عليك في شخصك، راني نهضر لك درك على الساعه تاع درك. راهم عندهم هما عده مرشحين، راهم درك يراهنوا عليهم، يراهنوا على عده مرشحين، مش واحد، خطر على بالهم باللي قادر واحد درك مثلا يراهنوا عليه من بعد في المجلس الدستوري يكوبيوه.
راهم عندهم قلت لك متغلغلين داخل الإدارة، قادرين دوك مثلا واحد يعاونوه بالتوقيعات، قادرين واحد دوك يعاونوه عن طريق وسائل الإعلام تاعهم، راها موجودة في الداخل وفي الخارج، عندهم صحفيين تاعهم راهم يمروا في الرسائل سؤالين تاعهم، راهم كذا. سؤالين سؤالين برك سؤالين. شوف، السؤال الاول ممكن باش تزيد تفهم به واش راه قصدي من الاول. مثلا كيما قلت لك اللي راهو باين دركا، شوف انا مانيش نمن بمفليس ومانيش نمن باللي حكينا عليه قبيله تاع بعضنا ثانيه اللي كان في المنظمه بالعيد الطلابيه وكان في جبهه، كان بالعيد هذاك ثاني اللي حطوه في المره اللي فاتت باللي هو الرجل الثاني، ما نمنش به كما ما نمنش بالبقيه تاع حمص وتاع هذوك باللي راهم معارضه وباللي هذوك ما نمنش بهم اصلا، بس عباره عن محاربه مفبركه من الاول لاخر. انا السؤال الاول اذا كان قدرت تجاوبني عليه ونزيد نعطيك سؤال ثاني. انا نهضر لك على اللي راهو باين دركا الغديري، اسكو انت تشوف فيه على الاقل يحسن لو كان يحكم ولا لا؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، اذا كان حتى الغديري ماكش تشوف فيه انت اسمه اللي ماكش، واش تشوف انتايا؟ اعطينا انت مرشح كيما نقولوا احنا، خاصة مع النظام، النظام تاع كيما نقولوا احنا النظام تاع الانتخابات، تاع انه يسمح لفلان وما يسمحش لفلان، وعلى بالك بالشروط التعجيزية، وخاصة تاع انه انسان باش يجينا من الخارج يترشح الانتخابات هذه محال، وقدان حاجة اللي راك تشوف فيه دروكا الداخل هنايا. اعطينا مرشح، اعطينا اسم، اعطيني اسم، حبيت اسم انا، شوف نقول شكون لك، اللي قادر، شوف شوف نقول شكون لك، اللي اسمع، يصلح؟ انا راني تحدثت في هذا الموضوع، تحدثت فيه عده مرات ها درك. هذا غديري، هذا راني قلت لك، انا راني قلت لك قبيل جاوبتك، اذا كان ما راكش تفهم في الكلام تاعي واش راح نقول، قلت لك لو كان يجيب عليه بالحاج يحطه مدير الحمله نتاع الانتخابيه نتاعه ويقول باللي راني رايح نطبق الشريعه الاسلاميه نكفر به، مش في شخصه. يعني راني قلت لك باللي راهو كاين تيار راهو ماشي مدي البلاد، مديها مانيش عارف لوين راهم رايحين. انا مع صح، اعلان قاطعه مع النظام، مش اللي قالها عليه غديري، احنا اللي قلناها، النظام هذا باسطه، النظام هذا يروح. ولكن في ظل هذا اسمه المرض نتاع بوتفليقه، كاين الناس اللي راهم درك، هو كنت انت تقول لي باللي قبيل باللي راه كاينه انجازات وكاين كذا، انا مانيش من النوع هذاك اللي هو يغمض عينيه والله يشوف في الدنيا كلها سواد، انا مانيش انا من النوع الموضوعي، فهمت؟ موضوعي، ولما راني نقول في هذا الكلام ماهوش قضيه نتاع انتقام ولا كذا، انا من المؤمنين بمصالحه وطنيه حقيقيه، انا من المؤمنين بوحده حقيقيه، لخطر هذا هو الدواء نتاعهم، فهمت؟ هذا هو الدواء نتاعهم، هما تخدمهم التفرقه، هما تخدمهم الفوضى، هما يخدمهم العمل بغير القانون، هذه هما الاشياء اللي هما مختصين فيها. دركا اسم الشخص اعطيني اللي اسم. نتايا، الشخص انت اللي درك نتايا راهو درك هو ابت، يقدر هو يكون عنده وعي وراهو على باله بالتحولات، وانسان كابابل تلقاه كيما نقولوا يتقن، قال على الاقل لغتين، على الاقل لغتين، يتكلم قال مثلا باللغه العربيه وبالفرنسيه، غدوه انت يقدر يتكلم بالفرنسيه يحكي بها، ما كان حتى مشكله، ويمتلك برنامج، وانسان اللي هو يعرف هذه المداخل والمخارج، مثل ما كنت نحكي قبيل على بوتفليقه، راهو قال مثلا كان في اسمه كان في وزاره الخارجيه، كانت عنده علاقه مباشره بالجهاز تاع المخابرات، يعرف المداخل والمخارج. الشخص اللي بس هو راهو درك يعرف هذه هذه الشروط اللي تحكي عليها ما يقدرش يكون الا اذا كان واحد من النظام وعاش داخل النظام، باسكو هما دروك راهم قافلين اصبرني الدمينو. اصبرني نكمل لك الهضره، برك ما كملتلكش الوش، انت سالتني على السؤال تقول لي باللي اعطيني شخص، ومن بعد درك اصبرني نكمل لك نعطيك شخص. هذا الشخص اللي درك الان راها تتوفر فيه هذه الشروط، ولو انه كاين ناس يقول لك باللي هذا حتى ثاني هذا راهو عنده علاقه بالجهاز تاع المخابرات، وعلى بالي مانيش انسان راني جاي منه، هو حمروش، فهمت؟ حمروش هو رغم انه راهو كيما نقولوا يعني كيما نقولوا يعني السن نتاعو راهو تقدم، فهمت؟ راهو تقدم السن تقدم، نتاعو، راهو بعد شغل من التسعينات ما مارس السياسه البراتيك، كيما جابوا لنا ماجر وقال لك بلي راهو 20 سنه هو في استوديوهات باهي يشوفنا ليكيب ناسيونال.
واش جاب ليكيب تقدر ناسيونال؟ تكيف جاب ليكيب ناسيونال نقول لك الدولة يا يعني. الناس مانيش نشوف فيه باللي راهو يمارس السياسه الفعليه اليوميه كل يوم نتاع انه باه يبقى 100% اسمه باه يكون اوكورون يعني يوميا مع النظام. انا مانيش نشوف فيه كيما هكا. شو هي السياسه؟ السياسه نتاع انكاز ولا روح خرج برا ومشي واشطح لا ودير مباشر هاني ناكل في بيتزا وهاني هاني نشرب في قهوه وهاني هذه هي السياسه ولا؟ باين بلي سياسة شوف نقول لك حمروش راهو إنسان عنده رؤية. حمروش راهو مارس الحكم، راهو كان رئيس حكومة. حمروش راهو كان مع مهري، حمروش راهو كان مع بومدين، راهو يعرف الجهاز نتاع المخابرات، يعرف التفاصيل تاعو، يعرف كيفاش 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 هو راه محسوب على واسمه الجيل هذاك، بالتالي يعرف الدولة، يعرف هذا الضباط، يعرف هذا الوسمو يعرفهم. وحتى هو راهو درك مثلا قال مثلا في منطقة القبائل، هام درك شوف هام درك خاطر كاين بعض الأشياء راها 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 البلك راها تعرف شو مؤامرات راهم يحبكوا فيها غير ربي اللي على باله. هام درك تاع الاف اف اس جبدوا رواحهم، هام تاع الار سي دي هاني قبل ثاني قريت وقيله قال لك ثاني جبدوا رواحهم ورب راب مع مره عمره معالي غديري ايه وش معناتها ومنطقة القبائل وش معناتها لما تيجي لما يجبد روحه الاف اف اس ويجبد روحه الار سي دي وش معناتها؟ قلنا ايه تقول لي انا كاينه قلت لك ناس راه تخطط الفوضى تفهم العربية ولا ما تفهمش؟ ناس راه معولين باي طريقة باش يديو الحكم يديوه كيما يقولوا راح نقول كلمة كبيرة رايحين نشوف معولين عليها ما كانش عندهم ناس راهم داخلين في منظمات مختلفة كاين جهات راهم الآن بدأوا يحركوا في ناس في الخارج قال دير استوديو قال دير كذا عاونوه بكاميرا عاونوه بكذا عاونوه كذا راهم يتحركوا حتى هم كاين بعض الناشطين هم خرجوه من برا على جال باش يلعبوا رول مرات يلعب لك رول هو راه مع بوتفليقة وراه مع العهد الخامسة ولكن هو ما راه لا مع بوتفليقة ولا مع العهد الخامسة مرات واحد يلعبها لك اسلامي هو راه ما هو لا اسلامي ولا والو شياطين نتاع انس فهمت شياطين يشوفوا تشوفوا انت مهبول راهو يطلب برا هو راهو قاعد ثم راهو يتلص على الناس وراهو يجس على الناس وكذا راهم شياطين تاع جوا الشياطين بالتالي درك هما راهم معولين على عده وجوه ورايحين ما راهمش راجعين لو كان هذ الناس يعني ما يسارعوش على جال باش يلقاو مخرج درك انت هذا حمروش لازم يكونوا هاد الناس اللي راهم داخل الجيش يكونوا عارفين بهذا المخاطر وبهذا الوسمو وهو يكون يتمتع الى حد ما قال مثلا لو كان غدوه مثلا يمشيوا معاه الاف اف اس ويمشيوا قال مثلا معاه ناس هكذا من هذو التيار العلماني والله هذيك وحتى دي فرانكوفون كاينين الناس اللي يمشيوا مع حمروش لانه يشوفوا فيه باللي انسان عنده رؤيه وانسان موش متطرف ماهوش اسمه انسان يؤمن بالاصلاح ويؤمن بالتغيير ويؤمن بكذا وحتى الاسلاميين وراه المشكل انت انك انت تلحق على 40 سنه ولا على 50 سنه وراه المشكل من البلاد من البلاد والا تروح انت دركا هذو معولين على حمام انت دم واحد اخر والله العظيم ما هم راجعين عليها أنا نقول لك بالإضافة إلى أنه كاين الناس اللي راهم يخدموا جهار نهار في هذه القضية تاع الانفصال خارجين ليها طاي طاي ما فيهاش بسمو قال خلاص تاع درك أهو بوتفليقة قال رايحين نديو لام سيدي قاطع اف اف اس قاطع والناس راها قالوا ديو سمو انتم درتوا السياسة حبسوا ترى أي ونخرجوا ليها هذوك الصواب فهمت وجماعة تخرج راهم دوكا تحت المطالب هذو تاع جماعة تاع الجيش هذو واحد راهو يحوس على سكنه وهم يدمروا فيه كي 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 مانيش عارف راح نقول كلمه كي تحوس على سكنه والبلاد تروح تحوس على منصب والبلاد تروح تحوس على باش يزيدوك مليون والبلاد تروح او البلاد يا رب العالي راها رايحه تروح هاد الناس هذو راهم مدين البلاد مدينها واسمو جماعه تحرك خرج شوف ترى عيط طول النهار هاي هضرت معاه الشروق هم كذا
ومن اجل الرياء، من اجل باش يشوفوه هما ليها، ما هو هدر في التلفزيون والله هو تزوج، وخلي البلاد تروح. فكروا في البلاد، فكروا في البلاد. انا كي نهضر لك على حمروش راني نشوف فيه باللي هو رغم انه راه تقدم بيبس. احمد طالب ابراهيمي مرفوض، احمد طالب ما ابراهيمي يخليهم. مرفوض مرفوض. حمروش الى حد ما عنده جماعه، قال مثلا في منطقه القبائل والله، خاصه من هذول اسمه نتاع الاف اف اس، الى حد ما فيهم ناس وطنيين. لا الانسان ينكر والله كاينين ناس وطنيين وخايفين على البلاد وكذا والى غير ذلك، بالاضافه الى انه كاين فيه توازنات، فهمت؟ يقدر هو يلعب دور، عنده تيار داخل حزب جبهه التحرير الوطني من الناس الوطنيين اللي ما نشكوش في الاخلاص تاعهم، وقادر يلعب دور من اجل انقاذ البلاد. بوتفليقه انتهى، بوتفليقه اذا كان في وقت من الاوقات راهو كان يقدر انه يتحرك ويهضر، خلاص بوتفليقه انتهى، فهمت؟ بوتفليقه انتهى خلاص. عنده رغبة. كيفاش؟ حمروش اسكو عنده هو رغبة تاع انه يتقلد منصب رئيس الجمهورية. شوف انا ماني لا في كونتاكت معاه ولا نظلت معاه. انا راني انت طرحت لي اسمه سؤال حول وينه من الشخصيات اللي قادرين هما يلعبوا دور، راني قلت لك باللي حمروش يقدر يلعب دور. قادرين نشوفوا خيار واحد اخر، قال يكونوا في مجموعة، قال درك مثلا مثال، قال مثلا هذا حمروش واحمد طالب الابراهيمي، وقال زيد معاهم بن يلس بحكم هو انه راهو كان جنرال وكذا، وزيد معاهم قال بوشاشي، فهمت؟ وزيد معاهم سيدي نتاع هذا محسن بن العباس، مجموعه قال فيهم تيار، وزيد معاهم مقري، هاي قال فيهم تيار، قال مثلا هاو التيار الاسلامي، هاو التيار العلماني، هاو التيار الوطني، هاو الناس من العسكر، مجموعه تاع اربعه ولا خمسه اللي جال باش هما ينقذوا البلاد. يا الرب العالي، يا البلاد راح تتحرق، صح، سيفري انا على بالنا بها. البلاد راح تتحرق. راهم هذ الناس قسما بالله لا راهم راجعين، هاني نقولها لك والله لا راهم راجعين غير مستعدين، راهم حتى راهم يوجدوا في ناس للسلاح، راهم رايحين بها مانيش عارف اسمه. والله العظيم لو كان لقيت ناس راهم فاهمين هذا الاسم، اقسم بالله ما نتكلم، والله ما نقول كلمه. ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير ان شاء الله. وربي كيما نقولوا حنا هو يسمى، كيما نقولوا حنا نطلبوا من ربي، هو اللي يلقى لنا حل. الشعب كيما لا قلت لك إله إلا ضعيف، الله باش ما شاء الله. تقول لي بلي من الناس دركا خاصة دركا والوقت الحالي، ومنا حتى في الربع شهر هذه تقدر توعي الناس. انا بانت لي هذه ما مستحيل تصرى. أودي شوف نقول لك، كاين الناس اللي راهم لكم قنوات فضائية راهو يتكلم ولكن ما على بالوش بالتأثير نتاع الكلام نتاعو واش وراه يروح. كاين الناس اللي راهم يقوموا في ببرامج راهم يخدموا في جهات هذه اللي راني نهضر لك صح عليهم، عملاء بلا ما على بالهم راهم يخدموا في هذه صح الجهات. وكاينين الناس انا اللي نعرف هما درك انسان موظف ايماجينيتا في الولايه، موظف في ولايه يروح بار اكزومبل مثلا كيديروا تجمعات نتاع مثلا نتاع حمص، ولا هو موظف يسمى خدمته ماهيش خلاص يسمى نتاع بيرو هكا يحكم ورق ويحكم دواسه، يبعثوه ايماجينيتا في التجمعات نتاع فلان ولا نتاع فلان ولا نتاع فلان، بعد يعيطوا له واش راهو يقول واش راهو يقول واش راهو يقول. هو انسان خاطئ خلاص. لا إله إلا الله. النظام هذا اني قلت لك تاع به يروح كامل سي با فاسيل. انا كيما نشوف فيه هيك بلي تقريبا مستحيل انه يروح كامل مره واحده، خاصه تاع انه احنا نشوفوا مثلا واش صرا في الانظمه العربيه اللي راهي صرات فيها الانتفاضه، وصرا فيها كذا وصرا فيها كذا وصرا فيها كذا، نتاع انه الدوله العميقه محال تروح، ما تروحش. انا عندي كيما نقولوا احنا قناعه باللي مثلا اي وزاره من الوزارات اللي راهم كاينين دركا ماهوش الوزير بعد اللي راهو يسير. انا على بالي الامين تاعو ما يتبدلش، بصح هو يتبدل يجي 17 وزير، بصح الامين العام تاع الوزاره ما يتبدلش. ولا مثلا على هذاك يقول لك الحكومه الموازيه هذه هي،
درك درك انه احنا نحبسوا على واحد سدي النظام سدي نرضاو بالقليل، ما احناش نحبسوا النظام هذا يروح كومبلي بالطريقه الجذريه، انه كيما نقولوا احنا لا لا يتعامل جذر يروح، مع النظام يروح، يخو زميله. فهمت؟ النظام لازم يروح، يروح تروح هذه الطرق نتاع التسيير لازم تتغير، هذه المسائل الكامل لازم تتغير، لازم تروح هذه إلى غير رجع، وهذه الدولة العميقة لازم يتم القضاء عليها، هذا اسمه هذه الأجنحة وهذا الأذرع نتاعهم هذو لازم يتم القضاء عليهم نهائيا، فهمت؟ واش هي الطريقة؟ ما تقوليش بالطبيعية، طريقة الطبيعية ماشي بور في لو نهار مومون. وماشي في نهار والله في زوج، هذه أول حاجة. هو أنه قلت لك أنا في البداية هو أنه دوك أنت الناس لما تكون هي شاعرة بهذا الخطر ويشوفوا الناس في المستوى، فيما بعد تبدأ الناس تخدم في كل المجالات. انسى هذه ضربة أنت إسلامي وقال مانيش عارف أنا، هذه انساها نحيها، البلاد راها في الخطر، فهمت؟ وما لازمش يبقى كل واحد راهو يجبد في جبدته، طبيب راهو يحوس على روحه، حوس يرفعوا له رغم انه عنده حق والمطالب بتاعه مشروعه، وهذا الانسان المعطوب نتاع الجيش نفس الشيء، فهمت؟ راهو هو يحوس قال مثلا عنده مطالب مشروعه، راني معاك في المطالب المشروعه راني معاك، بس لازمك تعرف باللي البلاد راها اون دونجي، لازمك تعرف باللي ناس راها تخطط لتقسيم البلاد، لحرق البلاد، لازمك تعرف باللي راها فرصه من الفرص هذه، وانت ما لازمش انت تروح تمهد لهم الارضيه تقدر وتروح تدخل انت في اللعب نتاعهم، هما انه سامحني يستدرجوك تقدر او يجبدوك تروح انت تولي تخدم فيهم. شوف الأجنحة احنا نعرفوها، شكون هو الجناح اللي راك تشوف فيه حاب يدير الشيء هذا اللي كنت تحكي لي درك؟ يسمى وش هي أصابع الاتهام؟ كيما نقولوا احنا وجهها مباشرة، وش من جناح بعد اللي يحوس يعقر البلاد ويحوس الدموية ويحوس على التقسيم تاع البلاد؟ أعطيها لي ديريكتوم. مصباح وانا نهضر معاك انت وقيلا ماكش تفهم فيا، خلاص. المهم الاخ الكريم ماني فاهم نخلي فرصه واحده، خلي راه كاين اخوه نسميهم اخرين اشياء. اودي، سمي الاسماء بالاسماء نتاعها، تقعد اطرح الاسئله برك وانا نجاوب، وليت انا اللي سمي مفترض هو انه نسمعكم، ونولي انا اللي انتم اللي تطرحوا لي في الاسئله وانا نجاوب، انا نحوس نسمعكم، نحوس انا هو انه على جال باش الناس تفهم. من الصباح انا نتكلم معاك، جبتها لك من مصالي الحاج وجايبها معاك لحتى نوسمو الكلام، هذه الهضره الكامل، وانت تقول لي لا، تقول لي اسمي الاسماء بالمسميات نتاعها. الصباح وانا نهضر لك ونسميك في الاسماء ونجيب لك فيهم المؤتمر الصمام، الاتفاقيات ايفيون، الحكومه المؤقته، الانقلاب، لكذا، نجيب لك فيهم بالمحطات وبسمو هالكلام، وكل اللي قلته كله. السؤال المهم تاعي الاخ الكريم، يسمى انك تشوف في مثلا انه علي غديري من الناس اللي راهي حابه تروح تحرق البلاد هكا؟ شوفوا ترى الأخ هذا الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بالخط تاعك. المهم معذر الإخوة على الانفعال، الله غالب الواحد كيما يقولوا دم والحب. قال له الأخ حبك تقنعنا، اقتنع ولا روح اشرب بالمارتينازي ودير شمع، فهمت؟ أنا أستاذ راني قلت محترم، الرأي نتاعي والكلام نتاعي، الوقت راهو بيناتنا. الأخ خالد مرحبا بك، يا ودي مرحبا أستاذ، أكرك دير أستاذ، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ خالد؟ أراني نكلم فيك من ولاية النعامة، مرحبا بك الأخ خالد. الله يبارك فيك أستاذ، والله شوقنا أستاذ بهذا النقاش، ها وين النقاش العظيم، النقاش في المكانة نتاعه. أودي والله على الواحد راهو يحترق، فهمت؟ لما تشوف انت أودي الله يخلي، أودي الله محروق، احنا رانا أكثر من محروق، احنا رانا مشوطين، رانا باين نخلو، رانا باين نخرجوا من جلودنا، من جلودنا رانا غاديين نخرجوا، هبلونا هبلونا هاد السياسيين هاومي، غير هما لهما، غير هما في بعضيتهم، دايرين كي البصلة عندهم قشرة فوق قشرة، هاد القشور رانا باين نقلعوهم، نحوسو نقوهم. بصح باش نقوهم يليق يكون الشعب واعي، يكون الإنسان واعي، يكون عنده ضمير.
هاد الناس ما عندهمش ضمارة، هذه الوزارة وهذا الناس العدل، وهذا ما كانش العدل في بلادنا، ما عندناش ناس، راه واحد ياكل في واحد، القوي ياكل الضعيف، هادو كلاو الملايير المليارة ومازال يزيدوا ياكلونا حنا حتى في رواحنا حنا ياكلون. هذه على بالنا بها الاخ، رانا نحوسوا اخ خالد، هذه الامور كامله على بالنا بها. حنا دوك رانا نحوسوا على هذا الشباب اللي راهو دوك لاتي بالبرصه وراهو لاتي بالريال، والبلاد رايحه للواد. هذا الشباب اللي راهو يحرق والبلاد رايحه للواد، هذا الشباب اللي راهو درك هو مع المهلوسات والبلاد رايحه للواد، هذا الشباب اللي راهو درك هو راهو لاتي ها هي جات العذراء، وها هي جات زرقة العيون، وها هي جات مولات الشعر الاصفر، وهاي خرجت الطوموبيل الفلانيه، والبلاد رايحه للواد. رانا نهضروا على الموضوع تاع الشباب، هذ الطلبه وين راهم؟ هذ الطلبه اللي كانوا هما يزعزعوا الجامعات في وقت سابق، كانوا هما يحدثوا نقاشات، وكانوا هما يتحدثوا على هذه المواضيع اللي تهم البلاد وتهم المجتمع، وراهم للاسف الشديد الاخ هذا خالد يبدو هو انه عنده مشكله في الخط تاعو. شوفوا ترى الاخ رضا يا الله يا كريم. استغفر الله. أخ رضا مرحبا بك. للأسف الشديد الأخ رضا دخل وعاود خرج. الأخ اسمه خير الدين والله اللي ترمز الاسم تاعك بخاري طوب هذاك. شوف الاسم تاعك الله يبارك فيك، شوف في الخط تاعك، شوف لي بارامتر تاعك الله يبارك فيك. شوفوا ترى هذا اللي ترمز الاسم نتاعك بموبل، موبل يبدو وأنه عندك مشكلة في الخط تاعك. شوفوا ترى هذا الأخ مقران هذا. قال لك الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الله يبارك، ذاك المستوى راني قلتها في وقت سابق على الإذاعة نتاع وطني، وكتبتها كتابة ونعاود نرددها لك. الفتنة مش الفتنة، الفتنة نائمة رحم الله من أيقظها، فهمت؟ شوف ترى الأخ خير الدين والله. الأخ فريد تتقلق تتقلق بالذرة عليك. هاي هو الأخ خير الدين. السلام عليكم مرة ثانية، اسمح لي ممكن كان مشكل في لا كونيكسيون ولا لا إله إلا محمد رسول الله. اسمه واش باغي نقول لك انايا، ممكن اي ناس يزعفت من كلامي، ولا ممكن انتك ممكن اكون تشوف فيا بلي مانيش فاهمك، ولا انا راني فاهمك، احنا كنا في نقاش. انا حاب حاجه واحده برك تفهمني، وممكن اللي راهم يتبعوا فينا راهم يشوفوا فينا يفهموا واش راه قصدي انايا. انا قصدي باللي التغيير، انا ضد التغيير كيما نقولوا حنا بانتفاضه، ولا بثوره شعبيه، ولا كيما نقولوا حنا بين ليله وضحاها. خاطرك الدولة العميقة راهي ماهيش فاسيلمون تتنحى كيما نقولوا حنا بين ليلة وضحاها، كيما راهي صارت في الدول العربية من دركا. ممكن انك تشوف الآثار تاعها مثلا في تونس، صارت في 2011. أنا عندي صاحبي تونسي بزاف اللي كنت نتلاقى معاه، يقول لي أقسم بالله كون قعد كيما نقولوا حنا زين العابدين أفضل مليار مرة. وقال لي بالحرف الواحد، قال لي كانت عصابة صغيرة كمشى من الناس كانت تسرق، كنا على بالنا بها، راحت هذيك العصابة الصغيرة، جاوا ناس
عصابه كبيره حكمت بلاصتهم. تفهمني ولا لا؟ احنا نضرك، احنا نضرك انه الحكم تاع بوتفليقه لمده 20 سنه هدم الممارسه السياسيه، ما خلى حتى انسان يبان، ما خلى كيما نقولوا احنا حتى شباب تتاهل سياسيا ولا تتاهل كيما نقولوا احنا نضاليا باش تقدر تحكم الدواليب تاع السلطه، انه كيما نقولوا احنا تكون عندنا استمراريه في الحكم ويكون حكم راشد. انا الحاجه اللي انا حابه انه حاب نشوف مع الناس اللي كيما راك انت يا بار اكزومبل انسان سياسي عندك بقى كيما نقولوا احنا نضال قديم ممكن من 20 سنه وانت انك تتابع وانك كا ومن كا. انا واحد من الناس عندي ممكن من الايام تاع الجامعه برك، عندي ممكن 15 سنه وانا نحاول نفهم واش راه صاري، خاصه تاع انه كيما نقولوا احنا قلت لك الحراك السياسي في الجزائر ما يسمحلكش انك دير ممارسه فعليه، ما يسمحلكش. انا واحد من الناس ماني منخرط حتى في حزب، ماني منخرط حتى في حاجه، مين نحوس نتبع ونحوس نفهم ونحوس كيما نقولوا احنا وين نشوف واش تحب راه صاري، توصل للاخ؟ وين تحوس توصل؟ وين نحوس نوصل لحاجه واحده باللي التغيير. انا بانت لي اذا كان راك تشوف فيه كيما راني نشوف فيه انايا يتم بطريقه سلسه من قلب النظام اسمها اسمح لي مدير اسمح مباشر. لي اسمح لي اسكو انت يا مولف تسمع المداخلات نتاعي، ها اسكو مولف تسمع المداخلات نتاعي، اسكو مولف تقرا الكتابة نتاعي. شوف ما بالعكس انا مشارك في الصفحه نتاعك وكل مره شوف حتى كيما ما نكونش معاك هكا على المباشر ونطلب اني نطلع معاك نتفرجهم غدوه الصباح ولا وراه غدوه الصباح احنا نتفرجهم مسجلين. واش رانا نطلبوا الاخ الكريم؟ واش رانا نطلبوا؟ راني نحوسوا على التغيير هذا اللي تحكي عليه انت، التغيير السلس. هذا الناس ارتووا بالدماء، راهم شربوا كيما نقولوا شربوا ديسيتر انهار نتاع الدم، فهمت؟ هذو هما يخشاو الحقيقة. كاين منهم اللي راهو درك مثلا هو قال والله اخويا انا غلطت، نعترف بالخطأ تاعي، كنا نشوفه في الامور هذيك وخلاص بركات، سواء كان عنده توجه اسلامي ولا كان في الجيش، قال باللي ودي راح تفتنا في البلاد وبسطه. لكن درك راه ناس تحوس تصفي الحسابات على حساب الوطن، فهمت؟ صح. درك انا قال لك انا يجي واحد انا يوصل لوزاره الدفاع ويصير هو يقصي في الناس، قال هذو من الشرق انا نحيهم، والله هذو من الغرب انا نحيهم، والله هذو قبيل انا نحيهم، فهمت؟ تصفيا تاع حسابات، والله قال هذو انا، قال هذو مشاو مع بوتفليقه نحيهم، والله هذو مشاو مع زروال نحيهم، والله هذو مشاو مع الشاذلي نحيهم. حنا نحوسو قلنا دوك باللي هذه السياسات هذه المنتهجه لازم نديروا لها حد، وننظروا للامام ماشي لنفوسنا. شي نفوسنا خلاص، انا واش من المستقبل؟ انا مازال لي درك انا، حنا نحوسوا على جال باش المستقبل لاولادنا والاولاد اولادنا، حوسوا على جال باش لا تورث هذه الاحقاد. يا صاحبي مازلنا حنا الان رانا ندفعوا في صراع نتاع بن بلة وبو مدين، وصراع نتاع خيضر وبن بلة، وصراع نتاع واسمه فرحات عباس ومصالي، وصراع نتاع جمعيه العلماء واسمه مصالي الحاج، وصراع نتاع كذا. علاه صاحبي؟ لماذا ماناش قادرين احنا نصنعوا المستقبل تاعنا؟ ماناش قادرين احنا؟ راهم الان صاروا عندنا زركا قال مثلا اساتذه وباحثين، وعندنا مؤرخين، وعندنا جامعيين، وعندنا دكاتره، وعندنا فلاسفه. ماناش قادرين احنا دوك نشوفوا للمستقبل، نقعدوا احنا دوك يا سيدي. معليش هو انه انا نقرا التاريخ، نقرا قراءه موضوعيه، معليش هو انه نصحوا هذه الاخطاء، معليش، ولكن ننظروا للمستقبل. اما هو انه تبقى الناس درك، انا نبقى درك انا في 2019 وتفليقه درك هذا راهو كان منخرط في هذا الصراع، وهذ الناس راهم كانوا منخرطين في هذا الصراع، كانوا منخرطين فيه، وكاينين الناس اللي راهم درك هما شربوه، صاروا درك انت الان الناس يخرج لك كيما يقولوا برنامج في الميكرو اورديناتور بار ديفو، يخرج لك بار ديفو معمر حقد، فهمت؟ على العروبة وعلى الإسلام بار ديفو خارج هكذاك، تسمى بروغرامي هكذاك. وين يا صاحب يجيك واحد تايا إقصاء، يعني إقصاء قال مثلا شخصيات سياسية، قال علماء، قال هوية، قال كذا. واش الهوية؟ قال درك مثلا غير الإسلام وحده،
ولا الهوية قال غير العربية وحدها، ولا الهوية قال غير القبيلية وحدها، ولا الشوية وحدها، ولا التركية وحدها. الجزائر بهذا التنوع نتاعها، بهذا الثراء اللي راه موجود، هو يشكل هذيك الهوية. وحنا ذوك ما لازمناش نبقاو حنا في هذه الصراعات، لأنه هذه الصراعات وهذه الأحقاد راها رايحة تؤدي إلى ثورة. لما راني أنا نصرخ، لما راني نعيط، لما راني نتكلم، لو ما رانيش نتكلم فراغ. أي إنسان راهو باحث، أي إنسان راهو دارس، أي إنسان راهو قرأ هذه المسائل، هذه المؤشرات اللي راها موجودة راها هي. شوف انت يا صاحبي، او اسمه البارح انا نسمع فيه واحد ضابط، كان ضابط رجله مقطوعه، ضابط في الجيش، كان في الكوموندوز رجله مقطوعه، يعيط في الشارع يقول لك باللي رانا في دوله نتاع طغاة وفراعنه، ناس خرجوا فيهم كانوا هازين سلاح معاهم وكذا، يخرج لك واحد يضربوه، يد واحد يدفوه يرعفوه، واحد كذا. راه عصابات السي محمد، راهو شوف انت، شوف شفت البارح فيديو في جهة البليده، والله واحد في الطريق يضرب في الطوموبيلات يكسر فيهم. لماذا؟ لانه لحقت الناس لواحد الدرجه من الحقد، لحقت الناس لواحد الدرجه من الهلوسه، المخدرات. راك تشوف فيهم كل مره قال هم حكموا 5 قناطر، هم حكموا كذا، هم حكموا 7 قناطر، هم كذا. راها البلاد رايحه للوسمو. بالاضافه راك تشوف انت الناس، قضية نتاع الحرمات، قضية نتاع الأسرة كيفاش راها مدقدقة، كيفاش راها مطردقة، كل هذه المؤشرات راها تخوف. احنا نحوسوا على باب الراي. انا واحد من الناس كشاب هكا، انا علاش راني نهضر معاك؟ علاش راني تشوف فيا بلي مقلق؟ علاش نحوسوا واش هو الحل، واش هو البديل، يا واش هي والحل الحاجة اللي رانا قلنا، فهمت؟ دي الحل حمروش. رانا منذ سنوات وحنا نردو من أنه الحل يكمن في مشروع، والمشروع نتاع المصالحة الحقيقية. لازمنا احنا نعالجوا هذه الأحقاد اللي راه في الجزائر، سواء تعلق الأمر ببعض المسائل التاريخية تصح يجيبوا ناس مؤرخين، ناس مستقلين، وتدرس هذه الأمور وتتصحح بعض المشائل، سواء تعلق الأمر بالأشياء اللي تعلق بالإسلام، ولا بالعروبة، ولا بالأمازيغية، ولا بالتاريخ، وتكون فيه مصالحة حقيقية بعيدا عن الأحقاد وبعيدا عن التصفية تاع الحسابات. أستاذ والمشروع هذا لازم له مناخ، ولازم له ناس مخلصين يخدموا له. ولكن الآن رانا احنا في وضع طارئ، فهمت؟ صحيح، بوتفليقة راه كل وراك تشوف العالم فيه. يا راي واش راني نهضر لك تم الصباح، واش نهضر لك؟ قلت لك رانا في وضع طارئ الآن. الناس هذه روح تحتاج امشي. وقت، هذه تحتاج وقت. هذه الامور اللي تهضر عليها انت انه الناس ويجي، انت اصلا الرئيس ما كانش اصلا، ما عندنا من 2012 ما عندناش رئيس، رانا نمشيو بلا رئيس اصلا، انه درك الوضع اللي راهو حالي ليش راهو تعفن بويسك واش ما كانش رايح واحد راهو في تدير؟ واش رايح تدير؟ راك انت امام امر واقعي، لا راك تفهم العربية، راهم كاين وضع غير طبيعي، كاين وضع غير أني طبيعي. نفهم. دوك انت الان اسمعني، راهو دوك الان عندك بوتفليقة راهو مريض، راك تشوف فيه رأي صح العين، راك تشوف فيه باللي راهو منتهي، وكاين ناس اللي راهم هما يسعوا من اجل خلافته. هذا الناس اللي راهم يسعوا من اجل خلافته، راهم كما قلت لك راهم يحوسوا على تصفيه الحسابات. ودرك هذا الجماعه نتاع بوتفليقه راهم رايحين مستمرين في هذا الوضع ببوتفليقه او بغيره. ودرك الان قلت لك في ظل هذه المؤشرات، في ظل هذوك بدات قلت لك راه كاينه بعض الاشياء. لما تشوف انت دكتور الار سي دي جبدوا رواحهم، ونتاع الاف اف اس جبدوا رواحهم، وذوك هاد الجماعة اللي راهم نتوع الماك هذو راهم يسعوا من أجل الفصل نتاع منطقة القبائل. راك تشوف انت الاحتجاجات هذو نتاع المجموعة هذو نتاع اسمه نتاع المشطوبين ونتاع كذا، هذو نتوع اللي راهم كانوا في الجيش. وتشوف تشوف الوضع في الجزائر، راهو كل واحد راه يقول لك ربي يستر، ماكش تسمع فيها، ماكش تشوف فيها غير ربي يستر. شوف انت واش راهو صاري من إجرام ومن فساد ومن كذا ومن عقوق ومن كذا، راه الناس كلها راه حاطه يديها. بالتالي درك هذه الانتخابات هي راها محطه، راها قادر تستغل درك هذه المحطه، قال بمقاطعه، قال باضراب، قال ما على باليش انا بعصيان، قال كذا، وتدخل البلاد، تدخل في الحيط. خطر هذو الناس اللي راهم يحوسوا يوصلوا للسلطه،
ما راهوش في اطار قال مثلا مشروع. انا ونعرف هذا علي غديري، قعدت معاه هدرت معاك شمال ناضل النهار. دوك انا يجيني واحد قال مثلا، واحد كان مناضل، كان مناضل سياسي عنده سنوات وهو يناقش، قال تجي انت تتناقش انت وياه، مش في شخصي انا، ما انسى 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 اسمي انا، قال انت تلاقى انت وياه على طاولة انت حوار تتناقش. الناس قالوا دي البلاد راها في مرحلة خطيرة، راها تمر بوضع كذا، قال اروح نتلاقاو. لو كان دوك مثلا قال راه مثلا مجموعة من الناس اللي راهم كانوا يعارضوا في السلطة والله، وقال راه ملتقاو على مائدة نتاع حوار وكذا وكذا وكذا، وقال مثلا أرضية وضمانات ومشاو للانتخابات، وراه في المقابل قال مثلا هذا مرشح السلطة، وراه قال مثلا انتخابات، قال مثلا تمشي في إطار شفاف وكذا. معليش يا خويا معليش، ولما لا؟ هذا نعوزه. ولكن انت راك تشوف باللي الجماعة مصرين على البقاء في السلطة ولو أحرقت الجزائر، وناس راهم يحوسوا يوصلوا السلطة حتى ولو أحرقت الجزائر، وحنا رانا يمكن ضدهم في زوج، رانا ضدهم في زوج، رانا نحوسوا على حل، على جال باش يكون حل اللي هو في صالح البلاد. صح، واش هو؟ حنا نحوسوا واش هو؟ وشكون هو انت اللي تفهم يقوده؟ العربية ولا ما تفهمش؟ من الصباح وانا نهضر معاك ماكش تفهم انت في العربية والله. اللي نفهم في العربية انت اللي انا حبينا نضروها حوار مباشر، برك ما نحتاجش النظريات، نظريات انا راني نهضر معاك، انا كاطار جامعي راني نفهم في واش راك تلعق، عاب تلعق انت بصح راني نهضر معاك نقول لك باللي الشعب راه ما يفهمكش هكا. انا راني فاهمك واش حاب تقصد، راني على بالي باللي حاب طاوله حوار، وعلى بالي باللي راك حاب الناس تفهمها وتوعيها وبشويه، ومن هذه تحتاج وقت. انا نقول لك بلي انا دوك نحوس على الحلول الانيه، راهي بقات يومين الانتخابات الرئاسيه، فهمتني؟ وهذه الطائفه اللي منا اللي حكيت عليها منه، وهذه الطائفه اللي منا قلت لك راح تدير البلاد، اي بعد يومين راح تدير البلاد للهاويه، اي في لحظه قادمه للجزائر. حنا نهضروا واش هي الحلول تاع درك، الحلول السريعه ولا كيما وانت نقول حنا وش هي والفعاله. الحلول؟ انت وش هي الحلول تاعك؟ كيفها؟ انت وش هي الحلول تاعك؟ انا انساني، انا وش هي الحلول تاعك؟ شوف انا ما عنديش حلول، انا واحد من الناس. انا علاش اصلا دخلت معاك في اللايف؟ بس كان نعرف باللي عندك تاريخ نضالي، وعلى بالي باللي منا وتعرف امور بزاف اكثر مني انا. انا اللي قلت لك انسان غاير، وانسان كيما نقولوا احنا حاب نفهم وحاب نعرف وحاب تنحالي القلقه هذه على البلاد. اني راني نسقسي قلت لك، فيك انا في اللايف، راني قلت لك انا نقول الاخ الكريم اسمع، قلت لك شوف من اسمع، الاثنين عربي. درك الانسان هذا لما يعود هو راه دوك انت نقولوا مثلا عندك دار، عندك دار نشبهه للنظام هذا، نشبهه بالدار، عندك الدار هذه، الدار هذه راه تقطر، راه الضاله مكسره ولا القرمود راه مكسر، تويوات هذوك راهم في كل تيو، راه كاين ثقبه راه الماء ينز، وانت يا راك في الدار هذه تقعد، الدار هذيك تطيح عليك، كاينه اشياء اللي راها رايحه تفرض عليك التغيير تديره رغم انفك، رغم انفك، كاين التغيير اللي انت تديره عن طريق الطوع، عن طريق الاختيار وعن طريق القناعه، وكاين التغيير اللي هو يفرض روحه عليك. دوك انت الدار هذه فيما بعد تطيح عليك، وقعد ثمه ما تبدلش من الدار. الدار نظام خارب، نظام شوف نقول لك خارب، حاجه، نظام، شوف انت الفساد، شوف الرشوة، شوف الجهوية، شوف العنصرية، شوف المحاباة، شوف الأمراض اللي راها موجودة في المجتمع، هي كلها نتيجة نتاع هذا النظام هذا. وبالتالي دوك النظام هذا لازم يروح، انت باش يروح هذا النظام. دوك اذا كان ما تشوف انت دوك الصراعات هذه اللي راها صرات، وتشوف هذه الاحداث اللي وقعت، وتشوف هذه الفتنه اللي وقعت في البلاد، كاين اللي راهو دوك يحوس عليها علمانيه، كاين اللي راهو يحوس عليها اسلاميه، وبطريقه، واحد يحوس عليها بطريقه نتاع السعوديه، واحد يحوس عليها بطريقه نتاع ايران، واحد يحوس عليها بطريقه نتاع السودان، وكل واحد كيف راهو يحوس. وكاين الناس اللي راهم قال مثلا يحوس عليها على الطريقه الفلانيه ولا العلانيه، احنا رانا نحوس، وقلت لك من خلال هذا التشخيص اللي راهو أعطيك الواحد درك من خلال هذه التجربه لحقت انا القناعه من انه المشروع اللي هو ينقذ البلاد هو المشروع تاع المصالحه. قضيه تاع تاع المصالح، التجديد نتاعو هذا ماشي انا وحدي، هذا شكون اللي يقودها؟ مشاركوا فيه كامل، كامل الناس تشارك فيه، ناس كامل تشارك فيه. دي الوقت و سي با فاسيل،
انه يدي هي الوقت. انا نقول لك دوك الان، احنا الان هو هذه المرحله تاع درك مثلا، لما دوك مثلا يلحق لك رئيس، رئيس اللي هو يسمح لك على جال باش انت دوك مثلا غدوه تنشط في هذا الاطار تاع المصالحه، مش كيما واحد راهو يقول لك باللي المصالحه دارها هو واتفق مع مدني مزرق وبسلامه بالعافيه روح تربح، وبين واحد هو يؤمن بهذا الاصلاح الحقيقي اللي راهو هو يمهد لك على جال باش انت غدوه يكون اصلاح في الرياضه، اصلاح في السياسه، اصلاح في الاعلام، اصلاح في التربيه، اصلاح في الصحه، اصلاح في الدعوه، اصلاح في كل مجال. فرق بين واحد هو يقول لك المصالحه خلاص كامل فهمهم. هذا قلت لك يجيو بالطوله. احنا انا قلت لك الانتخابات بعد غدوه قادره تشعل البلاد بعد غدوه. دروك انت، انا فهمت حاجه واحده، انا ما نكذبش عليك، انا يعني كنت نتبعك وكنت نتبع دائما شغل. انا كي طلعت بعد باش الحوارات هذه اللي تطول وان نقعدوا ونهضروا في الهضره هذه ومنا وكذا واش لازم واش ما لازمش والحوار ومنا ومنا، انا غلبت منه هذا. انا واحد من الناس كشعب وكشاب جزائري نغير قلت لك على البلاد وكل حاجه وغلبت منه. انا درك واش فهمت، انا درك بصراحه من الاخر واش فهمت، خاصه انت اني نقول لك اي غدوه قادره تدخل البلاد انت تقول لي لازم نديروك ولازم نديروك. فهمت حاجه واحده باللي انت تحتاج النظام هذا يروح باي طريقه، ما تقوليش لا لا. انا درك انا على حسب البدايه انا تقنعتني باللي شغل درك اليوم مو هذا اللي بقات فيه 20 يوم لازم انتفاضه شعبيه ولازم تلا هكذا وقادره انا قلت لك تدخل البلاد. لماذا، ما نخلطوها حنايا. انا هذا انا قلت لك انا كيما كيف انا قلت لك الكلام هذا، ما قلت لكش قلت لي الكلام هذا مبصح الشيء الشيء اللي الشيء اللي راه اللي راه كيما نقولوا حنا اللي راه اللي رايح له نتايا تاع انه ما كاين نظام باش يتبدل من داخل ويجي واحد منه يصلح امبوسيبل. انت كدرتها امبوسيبل يعني راه امبوسيبل على حسب الحكايه من اللي بديت لي من الثوره وارواح سمعت امبوسيبل يخرج من واحد من النظام تاع انه يبدلوا نروحوا للمليح. والشيء اللي راه لازم يدار يدي الوقت. اسمع واش معناها، اسمها لازم نترك اللوم مو هذا بعد صرات تخلط البلاد ومن بعد ندخلوا في مرحله انتقاليه وما نعرف. انا واحد من الناس سامحني والله ديزولي ديزولي، ربي يجيب الخير وهذا ما كان، والله ربي يجيب الخير للبلاد وربي اللهم ان شاء الله امين. كيما هذا ما كان. شكرا شكرا للاخ شكرا الكريم، شكرا للاخ خير الدين. شوفوا ترى الاخ هذا ناصر، أخ أسامة رواح وشاركنا بالرأي نتاعك. فهمت الأخ أسامة رواح وشاركنا بالرأي نتاعك. للأسف الشديد الأخ ناصر راني دخلتك، ناصر دخلتك ويبدو هو أنه مانيش عارف عندك الرفض من عندك انت، هاني عاود تبعث لك ربما راك ضغطت على بوطون اللي رفض مرتين. سما المشكلة راهو من عندك، راني اضفتك مرتين الاخ نصرتين ناصر دربان هذا، راني اضفتك مرتين او مرة، لكن مر نفس الشيء راهو عندك مشكلة. أخ محمود اصبر، شوف ترى مع الإخوة. أخ عادل مرحبا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من راك تكلم فينا الأخ عادل؟ واش راكم لاباس؟ الله يبارك فيك أخويا. وش هو الموضوع تاعكم؟ شوفوا الأخ أعتقد أنت الزهر هذاك. السلام عليكم، واش راك شيخ وعليكم نور السلام، الدين؟ مرحبا بك الأخ صالح. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام على الخوة اللي راهم يتبعوا في اللايف تاع الشيخ نور الدين. حنا نقدموا شكر، يعني انا شخصيا نشكر الشيخ نور الدين اللي راهو يدير لنا اللايف ويعطينا يعني فرصه باش نفرغوا قلوبنا.
كيلكو بار نقولوا نفرغوا قلوبنا، باسكو الحلول هادو اللي رانا نهضروا عليهم والمشاكل اللي رانا نهضروا عليهم يخصونا كامل. صح. الموضوع تاع اليوم راهو على الشباب، تابعت اللايف وشفت التدخلات تاع الاخوه. الشباب يعني كاين شباب راهو او مقسم، كاين كما يقولوا شباب اللي راهو يتبع في الوضع الحالي تاع البلاد وتهمو البلاد، ما خاطرش ما عندوش حاجه من غير البلاد هذه، متاكد باللي شغل البلاد هذه هي كلش ليه. وكاين شباب اللي ما عندوش يعني شغل اسبوار في هذه البلاد، ماشي داير يعني شغل الهم تاعو هو يخرج منها ولا. كاين شباب اللي راهو كما يقولوا عقله متهلوس، كما يقولوا اثرت عليه الظروف تاع هاد العشرين سنه ولا هاد صح كما يقولوا المده الاخرى هذه اللي عاشتها البلاد، ودخل كما يقولوا دوكا في المواقع التواصل هذه، تدخل الفيسبوك تشوف لايف يحكي على مشاكل تاع البلاد كما هذا تاع الاخ نور الدين، ورانا نتبعوا في مواضيع حساسة ولي تقيس كامل يعني شغل المجتمع، تلقى مئات واحد يتبع في لايف كيما هذا. دوك تدخل لايف واحد اخر ما عنده حتى مستوى، تلقى الشباب تما كاين 500,000 واحد. هذا جواب على الشباب تاعنا وين راه. راك معايا الشيخ نور الدين؟ لا حبي يقول يعني شغل لهنايا الشباب راهو شغل ملقاش قائد اللي يتبعو، ملقاش واحد اللي يفطنو اللي يحرك له هذيك كيما يقولوا الشعلة هذيك شغل يقويه يقيده. تسمى ما لقاش القدوة. القدوة بارك الله فيك. حبي يقول إذا ملقاش القدوة لهذا الشيء، مي بصح في حوايج واحد أخرين اللي خرجوه على الدين ديالو على الملة ديالو لقى قدوات ماشي قدوة واحدة. حبي يقول مام هذا راهو مشكل، سيتي ان بروبليم دو سوسيتي. شغل دوك تروح انت في التفاهات دوك في الغنى ولا في امور هذوما اللي راهم الشباب راهم برونشي معاهم، تلقى يعني تما شغل قدوات. تلقى مغني دوك لو كان مغني يدير اللايف تلقى مليون متابع، لو كان مهرج دوك يدير اللايف تلقى مليون متابع. بصح كيجيبوا لهم عالم، يجيبوا لهم عالم ماشي قال زعما نقولوا سياسي، عالم يجيبوا لهم يدير اللايف والله واحد ما يتبعوه. علاش تشوف انت ربي؟ ربي اللي راهو يخلق في الناس، فهمت؟ ربي اللي راهو خلق الناس وراهو يرزق فيها وعاطي لها الصح نتاعها، والناس راها عاصيته. هذا امر عادي على كل حال. الطريق هذا، الطريق هذا نتاع الاصلاح والطريق نتاع الخير هذا دائما مليء مليء بالاشواك ومليء بالعقبات ومليء بالتقبيط، وفيه عنده الاعداء نتاعو وعنده عنده الخصوم نتاعو، فهمت؟ اعداء الحق هذو من بكري موجودين، هذو السخريه. يقول يعني شو الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق ويسخروا منه، عادي نورمال. تسمى الامور عاديه هذه راه مذكوره، قال لك ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. أمور هذه ما على كل حال يعني مام يعني كي نعاودوا نقولوا للتاريخ شيخ نور الدين، نعاودوا نقولوا للتاريخ ونهضروا على الناس اللي كما يقولوا وقفت في الثوره الجزائريه بار اكزومبل. في الثوره الجزائريه الشباب ما كانش كما يقولوا عنده تيار سياسي يتبع فيه، كي نولوا لعلي لابوانت، علي لابوانت ما كانش سياسي، كي نولوا يعني كاين ناس بزاف كتبت اسمها في التاريخ الجزائري وشنو ما كانش عندها علاقه مع السياسه وما كانش متبع الوضع، وبالك كاين اللي كانت فرنسا عجبته كي كانت في الجزائر، يعني زاد لقى فرنسا وكبر عليها وشنو كي جاه قائد وجاه يعني شغل كيما يقولوا تيار ينادي بالتحرير وينادي بالثورة وهاد الأمورات، يعني تبعوا باسكو اقتنع بالقضية الوطنية وتبعوا كيما يقولوا في الثمانينات كيف كيف
شباب هو اللي كان شباب كان عايش فوق تشادلي، كان يفواياجي، كان يخرج، كان يروح، كان عايش لاباس عليه. ومن بعد كي جا التيار تاع الديمقراطيه والتعدديه وكذا، الشباب تبع، وكيف كيف وقت الفيس كي جاهم قائد وقنعهم بالهضره ديالو، زاد الشباب هذاك تبعو، حب يقول الشباب تاعنا او يستنى في هذا اللي يجي يتبعو. يعني شغل لازم واحد يجي يقنع، يكون عنده كما يقولوا عنده حاجة اللي يقنع بها الشباب هذا. يعني ما يقدرش يقنعه كامل، ما يقدر يدي حاجة كبيرة من الشباب هذا اللي يقدر يافونسي به وتافونسي به البلاد هذه. ولا باش نعاود نقولوا يعني شغل المهزلة هذه تاع الانتخابات وغديري والناس اللي رايحة كما يقولوا الميكروات وراهي تحكي منا ومنا ومنا ومنا، شباب ماهوش يتبع في هذه الحكايات. يعني شغل واش نشوف انا، يعني بلي شغل ما راهوش لا تبع هذه الحكايه. يعني الشباب يقدر يدير كل شيء، يسمع اغنيه، يشوف فيلم، يشوف ماتش، يشوف البارسا، يشوف الريال، وما يشوفش ديسكور تاع سياسي، باسكو ما كاش سياسي اللي عنده ديسكور يقنع به هاد الشباب. يعني دوكا شغل الحكايه وحده اللي ناضوا بها وكبروا بها، وحكايه تجي كل فوت تعاود من باك غير خلاص الفوت خلاص الحكاية. يعني شغل الشباب هذا شغل خلاص ما كبر على ولكن وخلينا والأولياء والأولياء نعم نتاع هذا الشباب، أولياء نتاع هذا الشباب هذا ما عندهمش دورهم أنه يوعيوا أولادهم ويوعيوا يعني الاولياء يختلفوا على كل حال. تاني كما الاولياء كاين اولياء تاع اللي عاشوا وقت الثوره، يعني كاين عباد كبار اللي غرسوا في ولادهم امورات يعني اللي ما يتنحاوش مع الوقت، وهذوك عندهم يد في ولادهم. حب يقول كي تلحق الباباه ولا يماه يعني شغل خلاص سي بون كلمه الاخرى. ولا هاد الاولياء اللي في عمر 40 سنه وليده في عمر 20 سنه تلقاهم عقليه واحده. يعني وهذ تبقى الناس اللي كيما راهم في دك وسائل الإعلام، اللي راهم في الدعوة، اللي راهم في يعني شخصيات سياسية مختلفة، ما عندهمش دورهم أنه يوجهوا الشباب هذا وينصحوه ويديوا به كما نقولوا الطريق نتاع الأمام. لما تشوف أنت دوك مثلا الشباب لا راهو درس تاريخ، مش نحكي عليهم كامل، ولكن راه الآن تقدر تقول أغلبية لا راهو درس تاريخ ولا راهو فاهم ما يجري، وتلقاه راهو هما يستغلوا فيه ناس، يجي واحد يسلك له كاسكروط يديه. ما يقدرش فهمت؟ هذاك اللي يديه يدي واحد بالمية. نعطيك انا يعني شوف هاد القضايا شغل عشناهم احنا في الجزائر، يعني ما في الظروف هذوما ماشي تاع كاسكروط ولا حملات انتخابية. نحكي لك انا كانوا يخدموا فيهم بلي زوتال، يدي الكيران الإقامة الجامعية، يعمر 20 كار العشية، عندهم غالا وعندهم يباتوا في أوتيل في 5 إتوال ولا هذه شافت عيني ما حكاوليش، يعمروا له الميتينغ والناس وصلت. يعني شغل هاد الشباب اللي يشروها بساندويتش ماشي هكا في الزنقة، ولا واحد هادو اللي يجيبوهم يخدموا بهم يعني يكون خدام في شركة بلدية، ولا يكون خدام مد يعني يحتموا عليه باش يروح يحضر هاد لي ميتينغ ولا يحضر هاد المي. هكا الشاب يكون قاعد في حومته، والله ما تكونش عنده باش يشرب قهوة، ما تقدرش تجي تديه انت وتقول له اروح تحضر ميتينغ ونعطيك 100 ألف. يعني شغل هادي ما يعني هادوك اللي يدوهم عندهم ظروف خاصة وعندهم يعني شغل حكايات يعني باينة. يعني الشاب دوكا مهما شفناه كان نتاعنا شفناه من مرة على مرة هكذا، شوف مرة على مرة نشوف بعض الفيديوهات هكذا على الإنترنت هكذا وفي اليوتيوب، ساعات تشوف هكذا من هذا النوع هذوك تحكي عليهم، يسقسيوه قال شكون هو الأمين عام تاع فلان، ما على باله شو راهو ثم في الميتينغ. يجيبوهم. انا هذه عشتها يعني بدون ذكر الاسماء، ومانيش حاب نجبد اسماوات. يعني كانوا يبعثوا حافلات يجيبوهم الاقامه الجامعيه ويجيبوا البنات، باسكو انت كي تجيب 10 كيران ولا 8 كيران تاع بنات، دوك انا نكون ساكن في شامونوف ونشوف 20 كار تاع مرا داخل وانا جان في عمري 20 سنه، راني نروح ندخل. كي تجي تقصيني علاش دخلت نقول لك البنات دخلوا. هذه شغل
من حاجه الفروغ منها. سياسه نتاع تدمير. اكزاكتومون اكزاكتومون، هادو هما الامهات اللي كانوا يعني شغل. دوك انا مانيش برونشي، مي هادو كانوا يصراو بقوه. ولا فاني قلت لك خدام مسكين في البلد. انا اليوم شفت فيديو تاع وحده فام دو ميناج، عجوزه كبيره مسكينه، راحت باش تجيب هذوك الاستمارات تاع الترشيحات، قالت لهم بعثني فلان يخدم معايا. هي ذكرت، قالت لهم في لونيا، قالت لهم بعثني الكونطابل تاع لونيا. هاي فيديو في تلفزيون يعني شغل جازت هاي في يعني دوكا شغل تفهم باللي المعلم ديالها وين تخدم هي وين تسترزق. قالها روحي بلاصة فلانية جيبي لي هادو، ما على بالهاش واش راهي دير تما، عجوزة كبيرة. يعني كي تشوف انت يعني شغل امورات كيما هادو ما يصراو، يعني تفهم بلي شغل الوضع هذا تاع السياسيين وهادو شغل يستعملوا كاع الطرق، ما عندهمش مبادئ، ما عندهمش اخلاق. كي تشوف انت يا دي ديبيتي حفافه، ديبيتي ما عنده، ديبيتي مهرج، ديبيتي ما عندوش مستوى. شغل الشاب هذا في مني ثقه، ما تكونش عنده ثقه في هاد الناس يعني شخصيا. دوك انت الانسان ما يقدرش يروح يدير عمليه جراحيه على قلبه عند ميكانيسيان، ما تقدرش. كيفاش تمد انت يا بوست تاع ديبيتي الحفافه وتجي تحكي لهذاك الشاب على السياسه وتقول له الحزب الفلاني عنده مصداق؟ ما كان حتى مصداقيه، شغل ما كاش يعني شغل. هو كي تشوف برك واش راه صاري، يعني شغل هذاك الشاب مسكين يولي يخمم واش راه يخمم. راه يخمم في الحرقه اللي راح على الترك، اللي راح على في البوطي، اللي كل واحد مسكين كيفاش ولا يخمم. ولا كما يقولوا كما يقولوا الفئه الاخرى تاع الشباب اللي عندهم انتيري في الفساد اللي راهو صاري. يعني دوك المدرسه العليا تاع اللي راح يتخرج لي جوج، ماشي وليدي وليدك وليد فلان اللي راح يقرا فيها لي نيطا، ماشي وليدي وليدك اللي راح يقرا فيها مدرسه تاع شرشال، ماشي وليد الشعبي البسيط اللي راح يقرا فيها. هادو تاني شباب بصح ولادهم، ولاد هاد الناس لا نقولوا تاع الفساد. يعني شغل القائمه اللي تقرا انت باش تولي افوكا، تحب تولي جوج، تحبس التم، امبوسيبل تولي جوج. ما عندكش باباك جينيرال، ما عندكش عمك جينيرال، ما عندكش عمك جوج، ما تقدرش تولي جوج. المستحيلات السبع، حتى ولا كنت ماجور دو برومو، حتى ولا كنت لهذاك كيما يقولوا لي موديل حافظهم وقاريهم وكيما حبيت، تجيب 19 دو موان وما تقدرش تطلع. وكيف كيف في ليكول تاع الشرشال ولا لينيطا ولا يعني شغل هادو تاني شباب، ولا ار الجيري، ولا هاد كيما يقولوا هاد الشاب يحلم باش يخدم فيها ما يخدمش فيها. يعني شغل خرجوهم، كاين الجزائر تاعنا وكاين الجزائر تاعهم، هي الجزائر وحده، وشنو كاين تاعنا وكاين تاعهم. يعني هما عندهم دي بريوريتي على الشعبي، وخلاوه محصور في حكاية لونساج، حكاية السكنة تاع السوسيال، حكاية هاد الأمورات والبالون، ويعني شغل تفاهات حكايات هكايا يعمروا له كيما يقولوا دوكا. ولا نونشينمون اشاك فوا يديروا حاجه فيها البوز، الناس تبرونشي معاها، يهضروا عليها يهضروا عليها سمعنا زوج، ومن بعد يزيدوا يديروا لهم حكايه واحده اخرى. والشباب راه ولاتي ولا باش يعني كي نولي لا بالي لا بالي. انا شايفهم دوك، انت مثلا تشوف انت تاخذ مثلا واحد من الشباب مثل هذاك الريفكا هذاك، يعني لو كان تشوف انت يا انسان مثلا واحد عنده عقل ويفكر ويشوف واش الشيء اللي راهو يدير فيه هذاك اللي راهو يعجب الشباب، ينوض قال طيش روحك هكذا، يطيش روحه نعطيك 100,000. قال ما على باليش انا كل كاس تاع كريم ونعطيك 100,000. والناس راها هاي 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 بالالاف المؤلفه. حتى لما تشوف علاش روجولو وسائل الاعلام
لا 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 وسائل لا 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 الإعلام لا راهم لا 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 يتبعوا لا ماهيش قضية نتاع واسمه، قضية نتاع هذا الإنسان، هو راه محتاج على جال باش يضحك، محتاج على جال باش يرفه، وهذه الأمور هذه اللي دوك حنا دوك الآن رانا نشوفوا فيها ورانا نتحدثوا فيها، ويشوف فيها مضيعة وقت، شوف فيها مضيعة وقت، يقول لك الناس هذا راه تحكي راه عايش عايش في عالم واحد آخر. هذا الشيء اللي حنا رانا نحكيو فيه، وكتاش يلحق ليه هو؟ هو دوك راه يشوف في روحه باللي راهو فايق وراهو فاهم وراهو على باله، وانت اللي راك متخلف هذا واش كتش يلحق ليه؟ لازم له 30 سنه نهار هو يمتلك تجربه ويصير عنده اولاد وتصير عنده امراه ويصير يخمم على اولاده ويصير يخمم على مستقبل اولاده، ومن بعد يبدا يفكر ايه وصل انت كي النهار اللي كنت متاخر ب 40 سنه. اه بابا والله ما كنت على بالي انا، والله وثرنتك الشباب هذوك وثرنتك مرضى، صح مرضى عقليا، ماشي قال والله العظيم سبحان الله والله ما كنت على بالي انا. حب نوع يقول من هنا الشباب، نوع من هذا الشباب الشباب هذو اللي راهم اللي يتبع لقى رفقة اللي كما يقولوا مهزلة القرن، ما كان حتى مستوى 10,000 من بنادم راحوا ليه للمقام الشهيد. يعني شغل لو كان جاء إنسان مثقف وعنده وانت هدف اسمع، وانت 10 سنين وانت تكتب في كتاب، 10 سنين وانت تكتب في كتاب وتهضر على مشروع نتاع بلاد ونتاع امه ونتاع كذا، تجي تهضر معاه يا راه يرحم والديك تو الكتاب تاعك ايه حاب يقول يعني دوك هذا القائد لازم يكون منهم ويفهم العقلية ديالهم ويعرف كيفاش يجبدهم. يعني مام هاد الشباب يعني شغل لازم يتريكوبيرا، ما لازمش يروح، باسكو اذا راح يعني شغل هو كيما يقولوا الجزائر وشنو لافونير ديالها ابار الشباب هذا؟ ما كاش هاك تشوف. ها يعني من الاخ باديس قال لك ربي سهل عليهم ما عطيونا الفيزا وهاي ليكم. يعني دوكا يعني شغل هذا ثاني كيما يقولوا موضوع واحد اخر للشباب اللي راهو يروح. كاين شباب بزاف رجول الفكره بلي تما الجنه يعني كيما يقولوا هنا يكون ساكن في دارهم ويبيت في دارهم. يعني شغل الاغلبيه ما ناش نقولوا كامل راهم عايشين لا بيل في، وشنو كيما يقولوا الغربه ثاني لازم يعطوا لهم كيما يقولوا الوجه الحقيقي تاعهم. يعني الشعب كيفاش الشباب كيفاش هو ضايع وراه يتمرمد لتما، الشباب كيفاش هو يروح باش يحوس وين ياكل باطل وين يرقد باطل وين يحفف باطل وين يصدقوا عليه الحوايج. يعني شغل راه عايش ديزيريتي. يعني شغل هذوك العوام اللي يجوزهم هكذاك يعني ولينا اضحوكه، هادو دي زالجيريان بلادهم عندها الخير ولاباس بها، شو كيفاش راهم يتمرمدوا لهنا. يعني اوروبا ماهيش الجنه وامريكان ما كاش كيما بلادك. يعني دوك كيما نقولوا كيما تكون ما شاح تولي ماكش شاح تولي عندك انت دوك 18 سنه ولا 19 سنه في فرنسا وراك تبكي على الجزائر، صح ولا لا شيخ نور الدين؟ بطبيعة الحال هنا الواحد راهو حاكمته يعني عقيدة، هو حاكمه دين، حاكمته هوية، حاكمه ندير أصل، هذه وندير حاكمه هذه. فهمت. انا ما يجيش واحد يشريني بضحكه، انا يجي يدير السيرك نشوف فيه مثل القرد هذاك اللي راهو يضحك، والله ما على بالي به، ما نشوفوش، ما نقعد معاه، ما نحوس عليه. انا دي فوا هكذا نكون نمشي هكذا والله هكذا، يجي واحد يهز لي التليفون هكذا يقول لي شوف شوف، نقول له روح يرحم باباك، ما تضيع ليش وقتي. فهمت، تهز الكتاب انت تقراه ولا تقرا كشما مقاله ولا كشما كذا، على جال باش انت تغذي الراس نتاعك. تجي تبعنا واحد انسان مضروب راسه بمارطو، ما هو فاهم فيها حتى حبه، تحكي له على مشروع مجتمع هو قاعد التي بالسرك، واش تهضر معاه؟ واش تهضر معاه؟ على بالوش هذا انسان، وكتاش يفيق يفيق حتى يتخبط راسه في الحيط. هار يشوفوا الجزائر غرقت في مستنقع وغرقت في حمام نتاع دم، ويلحق المستوى وين انه يبات يبات يعيش الرعب ويعيش الخوف ويعيش الجوع ويعيش الحقره، وربما يلحق لدرجه نتاع التعذيب ونتاع الهجره ونتاع كذا. من بعد يشوف تذوق واحد راهو درك هو يحكيك على الفيزا،
ايه انت دوك راه من حقك راك قال مثلا دوك انت يا راك قال ما على باليش انا ما عندكش خدمه، ولا قال مثلا تم التهميش نتاعك، ولا محقور، ولا ما عندك مشروع، ربي سهل عليك، ربي يعاونك، ربي يكون معاك. ولكن الهجره دي ماهيش غير الفيزا برك، الفيزا وما بعدها. راك انت يا خرجت رحت لفرنسا ولا الامريكان ولا اي دوله تخرج، شكون اللي راح يستقبلك في المطار؟ وينك رايح؟ لا اخ ولا عم ولا بن خط ولا راه راح يتلاقاك، رايح فيما بعد تصطدم بالواقع. فكنت لما واحد يجي يتكلم لك قال ودي انت راك دير لي في لي باريير، راك دير لي انت في اشياء على جال باش انت تدفعني باش ما نخرجش. فاك واحد دوك انت كنت نتكلم معاه استغفر الله يا ربي اكثر من ساعه، وانا نشرح له وانا نفهم فيه ويقول لك انت بلاك تحوس على الفوضى. انا نقول له حوس على المصالحه، حوس على مصالحه حقيقيه، وراك تحشي في العقول على جال باش انت تحوس على الفوضى. فهذا واش يدير؟ واش تهضر معاه؟ هذا روح ركب راس، روح بداو يركبوا في الروس في روسيا، روح شوف يعني انت انت عطيت له انت يجاوب. عطيت له عطيت له يعني شغل وجهة النظر ديالك، على بالك يكون يسمع فينا الاخ، على واش على يعني الحل اللي شفته نتايا القراءة ديالك للحل في السيد اللي هو حمروش، هو قال لك انت راك حايب مثال مثال ايه على مثال بالي. ماشي يعني ماشي السؤال كيف ماشي فكرت يعني بالضرورة يا حمار. أنا ماذا بيا؟ شوف يعني أنا لو كان تولي رأيي الخاص، أنا لو كان تولي رأيي الخاص لو كان تكون قيادة جماعية، فهمت؟ حتى باش نبعدوا هذه الزعامة ونقتلوها إلى الأبد. قيادة جماعية، ناس يكون كما نقولوا توافق بيناتهم، حتى ولو كان يكون واحد هو اللي قال مثلا كما نقولوا يعني يسمع للآراء ويوفق بيناتهم، يكون أحكامهم وأعقالهم وأدراهم، فهمت؟ في بعضهم يكونوا مجموعة قال مثلا هذا تيار إسلامي، تيار وطني، تيار علماني، يلتقيوا مع بعضهم. يعني اقترحت أنا مجموعة من الأشخاص هكذا، قال مثلا أنا لا 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 عاقلين، حمروش، قال أحمد طالب، قال مثلا بوشاشي، قال ما على باليش انا مقري، قال معهم بالعباس هذاك تاع الرشيدي، أنا القناعة ديالي كما يقولوا التيار الإسلامي خلاص في بلادنا يعني شغل وواحد معهم قال مثلا من العسكر مثل هذاك بن يلس، والله واحد راكح، فهمت؟ واحد راكح ماهوش يحوس على المجد، والله يحوس على يدير دار ولا يدير ما على باليش انا يا مشروع، والله ناس يحوسوا على الوطن، يجتمعوا وتمشي الناس واحدة واحدة، فهمت؟ تمشي الناس واحدة واحدة، يجيوك فيما بعد الكلمة للخبراء والكلمة للتقنيين، وتروح الناس تقف بالبلاد. أما هو أنك تروح لي دوك تنحي لي بوت فليقة وتجيب لي واحد، ومن بعدها راحت 5 سنين زيد له عاود 5 سنين، ومن بعدها وجا واحد آخر، ومن بعد هاو جا زروال ما راحش، هاو جا بوضياف ما راحش، هاو جا شادلي ما راحش، وهاو جا بوت فليقة ويروح ويروح، ما راهوش راح يقعد. يعني الوضع الحالي ما راهوش يقول بلي راهو جاي واحد اخر، يعني هذه انا شفتها بلي زوبعة في فنجان، ما بوتفليقة راح يكون رئيس مدى الحياة يعني شغل، حتى وين كما يقولوا يموت ما هوش راح يتبدل بوتفليقة. يعني هاد القصص يعني لو كان يعني كي تشوف يعني شغل الترويجات، يعني صوف ولا جات حكاية كما تاع بوتفليقة، يعني بوتفليقة نهار جابوه الناس كانت تشوف نحنا بريزيدون، كاين الناس كانت تشوف حمروش بريزيدون في 99، بوتفليقة جا دانيير مينوت كما يقولوا لي تبعوا هذاك الانتخابات وهذوك لي زيفينمون هذاك العام، بوتفليقة جا مع الاخر دا كلش، وهما انسحبوا في الليلة تاع الانتخابات. حب يقول يعني دوك اذا كان راح يكون ما راح يكون هذا غديري، ما راح يكون هذا واحد من هذو اللي راهم يبينوا فيهم، راح يجي دانيال مينوت. اذا كاين واحد راح يكون وعليكم راح يجي السلام الأخ دانيال مينوت. بشير. المهم شكرا للأخ صالح، نمر لك أيه السلام وعليكم عليكم شيخ نور الدين، ربي مبروك يباركك، إن شاء الله. شكرا. يا الله شوفوا ترى الأخ إدريس هذا، الأخ هشام ربي سهل عليك أخويا، ركب البوطي ولا ركب الغوطي.
فهمت واش راه نقول لك. لا ماذا بيا لو كان على الاقل تلقى فيزا اخر من لك من البوطي هذاك. هذه هي الاخ صحيح الاخ واسمه رفيق صحيح صحيح جابوه صح جابوه بوتفليقة. اخ سامي اصبر شويه دوك راه كاين اخوه دوك دوك ندخلك اطلب الاضافه واصبر شويه راني كل مره ندخل واحد نحاول هو انه نسمع له كاين الناس اللي هما تسمع لهم باش تستفاد منهم كاين الناس اللي تشوف انت ما فاهم فيها حتى حبه والله ما هوش جاي يناقش جاي يبلتك فهمت جاي كش ما عنده حاجه تولي انت وبليجي باش تدخل تصحح بعض الاشياء ولا فهمت شوفوا ترى الاخ هذا سامي وانت الله يهديك انت اصبر الاخ رفيقه وشوفوا ترى هذا الاخ سامي انا طلعت الاخ سامي قال لك يا اخويا ربي سهل عليكم فهمت اخ سامي مرحبا بك تفضل الاخ سامي مرحبا شوفوا ترى الأخ هذا العربي الأخ بشير أنا نحكي في الموضوع تاع الشباب فهمت أنا نحكي في الموضوع تاع الشباب والانتخابات الرئاسية في الجزائر الموقف تاع الشباب كيفاش راهم هما ينظروا لهذه القضية تاع الانتخابات الدور تاع الشباب في هذه المرحلة علاش الشباب تخلوا على الدور تاعهم لماذا منهم اللي راهو لجأ للمخدرات والمهلوسات وكذا وكاين الناس اللي راهم لاجئين هما قال مثلا للملاهي فهمت قال مثلا راه الناس تتبع في لي بواط دو نوي هذوك وراهم يتبعوا في بعض الملاهي هكذا ويشوفوا في المغريات هذيك وفي المقابل قال متخليين على الدور المفترض هو انه يلعبوه في البلاد اجل على اجل باش تنهض البلاد ويعني اعطينا كمثال يعني الناس اللي هما كانوا في مرحله من المراحل الاخ واسمه راهو عندك نفس المشكله راهو عندك بلوكاج الاخ خير الدين الاسم نتاعك بخاطره راهو عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك شوف سرحو اخ عمر النمر هذاك نفس الشيء فهمت ادريس شوف ترى نزيد نعاود ترى ادريس هذا اللي نعاود طلعتك يبدو هو انه عندك مشكله في الخط تاعك اكتشف الاخ محمد واش دير المهم راه يجيك من النهار فهمت راه الايام بيننا انا راني دائما نذكرها الايام بيننا راه الكلام نتاعنا مسجل وراك يجيك من النهار وتشوفه هذا مكان حنا المهم الواحد راه قام بالشي اللي يقدر عليه نصح راه بلغ وجه شرح وانتم الله يسهل عليكم الايام بيننا
فهمت، نرى الكتابات نتاعي موجودة والتسجيلات نتاعي راها موجودة، انتم الله يسهل عليكم الامر اللي راهو خرج عليكم تبعوه. فهمت، هذا مكان، هذا ما يقدر الواحد يقول. انا راني قادر لو كان جا الواحد راهو يفكر كيما راه تفكر هذا الناس، لو كان راني انا ثاني نفكر في روحي كان ما راني قاعد معكم لهنا، ما راني ندير في المفصل عمري. لكن الواحد راهو يقوم بدور. الان اعتقد باللي هو مر الخط تاعك، شفت ولا ما السلام شفتش؟ عليكم. السلام ورحمه الله. السلام صاحبي عليكم. واش صار لك؟ بس مليحه الحمد لله. بنعطيكم معلومه للشباب اللي راهي على بلوكاج تاع فيديو. اوبسيون هذيك تاع اسمها هذيك لوكاسيون سيرفيس قولوا مي كليكو عليها. راك تسمع فيا استاذ؟ نعم هاني نسمع فيك. الو هاني نسمع فيك استاذ، تسمع فيا؟ واه هاني نسمع قلت لك الشبيبه اللي راهم تعيط. واه اللي تعيط لهم ويقع لهم بلوكاج تاع نجمش تكونتاكتي معاهم، يديروا لي مي كليكو على لوكاسيون. اوكي استاذ. اي ماش حبست عندي من عندك بركة، راني نشوفك نورمال عادي. مش عارف انا حبست عندي. مهم بالك لك لوكاسيون هذيك تاع الاشاره والراك، زعما مين راك تحكي يعني في التليفون في البارامتر ما باش تعرف وراك تحكي ماك بلاصه. لوكاسيون سيرفيس يكليكو عليها وصاي ديروها اون، خاصك اللي عندهم اوف ديرها اون بلوكاج يروح. اوكي دروك استاذ ليسونسيال اكتب فيا. هاني نسمع فيك. تسمع فيا استاذ خاص راكم بلوكي عندي لي ماش تاعك بلوكي. مهم استاذ تاع الشباب، صا الشباب نحكوا على الشباب استاذ. غير هاد السيمانه مع صحابي في بلاصه هكا نحكوا على الفوت هذا اللي راه جاي منه، زعما يهضروا على الماده، يعطيني السكنه راني معاه، يعطيني دراهم راني معاه، يدير لي هادي راني معاه، يحل لي هادي راني معاه، يعطيني حال راني معاه. يحكوا على الماده يا حسره على الشباب في وقتك استاذ، وقت التسعينات والثمانينات كانوا يحكوا على السياسه على المشروع على الجيل اللي راه جاي الامانه. راك فاهمني استاذ؟ جينيراسيون ماشي تعاود تاعكم، ما تعاودش مستحيل. خطرش علاه الجامعه راهي زيرو، المدرسه راهي زيرو، تاني من تحت راهي طالعه زيرو. صافي فهمت؟ عقول هنا فسدت. كيفاش في يوم العلم، يوم طالب العلم تاع عيد ابن باديس يجيبوا فنانات كباريات يغنوا في الصالات في الجامعه وكاع؟ راني غلط استاذ ما نشغل. راك تشوف لي فيديوهات واو ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ اخويا انا راه عندي امور اللي عندي وقت ما شفتهاش. لا لا في الوقت تاعنا كانوا يديروا مسابقات بين المتوسطات بين الابتدائيات وكاع وبين الجامعات وبين الثانويات. لا 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 دروك لا دروك حتى الجيش راهم يجيبوا لهم انت يرقصوا الداخل. وطنيه فهمت، اناشيد وطنيه الصباح كي تدخل المتوسطه تلقى الاناشيد، ثم اذاعه صباحيه فيها اسئله على جال باش تجاوب. كانت فيه نشاطات نتاع هو انه الناس قال منافسه بالشعر بالاسئله والناس تجاوب. كانت كنا صح في جو صح. واحد اخر. دروك العكس دروك استاذ، العكس تماما. ونزيدك حاجه اخرى استاذ، هذه اللي راهي قلبي مني مغزغز منها بزاف كيما نقولوا، في التلاميذ الصغار في المدرسه راهم يعلقوا لهم جوج علامات، علامه تاع الجزائر علامه تاع فرشيطه، راهم يعلقوا لهم في جهتي بايع عقليه تاع فرنسا. فرنسا كيفاش؟ فرنسا يعلقوا لك علامه تاع فرنسا وعلامه تاع اوروبا الاتحاد الاوروبي هذاك الزرق اللي فيه نجوم صفرين. واه ولا لا؟ نيشان راك في فرنسا عايش وراك شايف، يعلقوا جوج علامات الاتحاد الاوروبي وعلامه تاع فرنسا. هنا لا يعلقوا لك علامه تاع فرشيطه وتاع الجزائر باش غوريا مي يكبر هذاك العلم يخلعش مي يشوفه. راك فاهم؟ راك فاهمني استاذ؟ جينيراسيون راهم يربوا فيها وهاد العهده تاني هاد الخامسه شوف غادي تفوت نورمال، خامسه غادي بوتفليقه يحكمها غادي ما كاش اي جديد. كاينه حاجه اخرى، الانحلال الاخلاقي غادي يزيد، الفجوه تاع الطبقات غادي تزيد. وما تشوفش ربي مجرد الاعلان نتاع بوتفليقه قادر تصرى فوضى، ما تشوفش بمجرد هو انه يعاود يمشي. لا استاذ لا لا استاذ، الفوضى ميدانيا في الشارع ما تصراش، لخاطر غادي تصرى غير في الملاعب. انا نقول لك
ولا الحرقه تكثر. هذا ما كان خص الناس تقول لك نموت في البحر وما نموتش هنايا في البلاد. بصح شاف كان خطر واحد اني خايف منه، خطر واحد برك هو في الجنوب، الجنوب على الجزائر. الخط الدفاع على الجنوب الجزائر راه شويه ضعيف بزاف بزاف، خاطرش مساحه شاسعه ونسمع اشاعات كيما نقولوا جنود الاخ نتاعنا اللي رفيق. راهم في الجنوب وكاع. صبرني برك الاخ، اخ رفيق ما راكش موجود في القائمه، فهمت؟ ما راكش موجود في القائمه، تراك تكتب مره على مره تكتب في تعليق، ولكن انا مانيش نشوف التعليقات. مرات لما نكون نتكلم مع واحد ما نكونش نقرا في التعليقات. بالاضافه ما راكش موجود في القائمه، تسمى انت لما تطلب الاضافه ماشي بالميساج، راه عندك بوطون ثم وانك تطلب الاضافه. من بعد لما انت تبعث لانفيتاسيون هذيك على جل باش نضيفك، اصبر لما يهبط واحد دوكا ويتكلم، لما يهبط واحد كل مره نطلع واحد. تفضل معذر. استاذ، استاذ قلت لك الخطره في الجنوب، في الجنوب الجزائري راه تشوف اسرائيل وصلت، وصلت للتشاد، وصلت المالي، وصلت تماك. كاين قواعد تسمى الجنوب هنا خاب منه، الجنوب هو الواعر. اما في تاع الفوضى كما تاع الربيع العربي وكاع من المستحيل، خاطرش قلت لك الشعب تاعنا مشي كاع راك تشوف خبزيست فهمت. هذه غير ما كان ندير، والله العظيم شوف نقول لك يلي ويقع في الجزائر، والله موقع في سوريا، والله موقع في ليبيا، راني نقولها لك، راهو الكلام تاعي مسجل. استاذ نقول لك من راه الجانب، على بالك من راه الجانب انا معاك يا ربي مشاكل. يوم نقول لك اسمع، راه درك هذه الناس اللي درك هما يرشحوا لك جنرال، وفي المقابل راها جهه موازيه، واش معناتها؟ هذو معولين يطردقوا الجيش، فهمت؟ استاذ والله بالنسبه الجيش. لي ارنب انا هذاك، انا بالنسبه لي انت راك ارنب تشوف هكذاك، مش على قضيه غيري. في شخصه، مش قضيه في شخصه، الناس اللي راها من وراه. شوف ليش انت في شخصه، وعلى بالي شخصه دوله ولا عامره، على بالي على بالي اخطبوط على بالي على بالي استاذ. انا فاهمك استاذ، بصح استاذ ما قلت لك ما دام الدبابه ما دوله عميقه ماش عندهم الدبابات، راك فاهمني استاذ؟ افهم مقصود تاعي شنو نقول، راك فاهم مقصود تاعي شنو نقول استاذ؟ الكاشي، الكاشي استاذ، الكاشي واش عندهم الكاشي استاذ؟ لا الكاشي راه شنو الكاشي والله قادرين في اي لحظه يزوي يا ودي انت يا ودي. وزير الدفاع القضيه هي لا تتعلق بشخص، قايد صالح قادرين في شخص ويستهدفوه ويغندفوه. بوضيف راه مقتلوه امام الكاميرات، فهمت؟ صح وين خايخ غدوه كي تسمى، لو كان غدوه يلقاو هما الطريقه اللي تمهد لهم على جال باش يخرجوا ويلجؤوا للعنف يلجؤوا ليه، فهمت؟ هما دركا هاد الناس اللي راهم مازال ما اقتنعوش باللي لابد من التغيير، من بعد يفرض عليك. هاد الناس ماهمش رايحين يتراجعوا، غير كون كاني رايحين لأبعد الحدود. لو كان ما يكونش هناك وعي حقيقي والناس تشوف للأمام رايحين. واني معك أستاذ، بصح أستاذ اللي يسمح البوتفليقة يزيد العهد الرابع العهد الخامسة الجيش، الله الجيش، هو الجيش هو اللي قال أوكي العهد الرابع العهد الخامسة. ماهوش الجيش العهده القياده الحاليه، مش الجيش. تقول الجيش ما انت باللي راه القطاعات العسكريه والوحدات والجيش، راه والجيش قياده. الجيش قياده، الجيش قياده، الجيش قياده. قال القايد صالح برك راه هو دوك مشى دار كيما قلتش انت الكاشي نتاعو مشى، ولكن القايد صالح واش من باجاج بوليتيك عنده؟ ما عندهش. قال ترى راه عنده هو رؤيه استشرافيه للمستقبل، مستحيل كاسكيطه، مستحيل كاسكيطه، عنده امر طبق، امر طبق خلاص. درك هما كي هو كاين الناس اللي راهم درك هما خايفين قال مثلا هما من انفجار الوضع، وقال مثلا درك بوتفليقه هما يصوروا هكذا، قال باللي راهو كاينه انجازات وكاينه كذا، وبالتالي لابد من الاستمراريه. استمراريه قادر تديرها لما يكون هناك برنامج طموح، وبرنامج اللي راهو كيما نقولوا عنده قبول شعبي، تقدر ديرها بغيره، فهمت؟ نضرب في المدينه اللي راني فيها، قال مثلا المير اللي كان من قبل قال راهو دار مثلا مترو مثلا،
على كيجي اللي راه من وراه يحبسوه ما يحبسوش هو يكمل فيه هو يزيد يدير مشروع واحد اخر يزيد يدير قال مثلا طرامواي والاخر اللي يجي من بعده يدير تي جي في والاخر اللي يجي من بعده يدير لين واحد اخرى نتاع مترو واللي يجي من بعده يحل مع الباليش انا مركب تاع الصين تاع طيارات وهكذا والناس تمشي للامام تا دوك لما انت تربط القضيه دوك بشخص فهمت ها صح هذا الشخص عنده قوه هذا الشخص عنده قوه كبيره بزاف ومن بعد واش من قوه انت وراها فرعون واش من قوه عندك يا رجل واش من قوه استاذ انا الله اعلم الخص على هذا علي غديري حسب الخطاب تاعه وكاع انا بات لي لو ميم فوتوكوبي تاع علي بنفليس 2004 مي كان مع عماري هو لا لا علي بنفليس راه متقف عليه واش بكتاب علي بنفليس راهو انسان متقف لا الخطاب الخطاب لا استاذ خطاب تاع نديها ولا الموجه كيما هكا تهديد زعما لو مام لو مام زعما هضره وفتالي وبوت في لقافات العوده الثانيه والثالثه والرابعه وزد زد الخامسه غادي يزيدها اذا شوف انا بنت لي استاذ ان شاء الله شوف ان هي شوف ان هي لحظه 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 استاذ الفوضى الفوضى زعما بعيد الشر ان شاء الله بعيد الشر صار الجزائر اذا انهيار اقتصاد كيما 88 88 انهيار اقتصاد صارت فوضى في الجزائر انا هكا نشوفها خاص الشعب تاعنا غير تاع خبز انا هكا نفهمها شنو من اقتصاد عندك وانت راه كاين اغلب اشياء تستورد من الخارج واش من اقتصاد عندك لا اقتصاد عندك لما تكون انت راه عندك كيما نقولوا صناعه وعندك انتاج شنو من اقتصاد عندك يا رجل بالي استاذ كيما نقولوا تضخم تشوف الشباب مساكن راه يروحوا هو يحرقوا في رواحهم تشوف فيهم انت كيفاش راهم يرميو في رواحهم شباب في مقتبل العمر تشوف فيهم كيفاش راهم يخرجوا غير اللي ما صاب لهاش هذه راها مؤشرات احنا عايشين معاها والله العظيم تشوف فيهم في الضربه هذيك نتاع النوال هذيك رايحين كيما يقولوا زرافات زرافات رايحين لتونس هذا تخيل انت لو كان نقولوا مثلا بكره مثلا في فرنسا قال مثلا راه حلت لهم فرنسا الفيزا لمده غير نتاع النوال برك والنوفالو واش يديروا وتلقى روحك بالك ربع جزائر يخرج من بالغش يعني نقول ربع برك الناس يرحم والديك راك تشوف فيهم لما انت تشوف انت درك واحد في الجيش في الجيش هز لاروترات نتاعو ورايح يعيش برا في الخارج واش تحوس اكثر من هذا واش تحوس وانا نعرف ناس نعرفهم بالاسماء تقول لي انت يا وش اسمه تشوف انت الطالبه كيف راهم يحوسوا هما قال مثلا يخرجوا والله فهمت كل واحد كيفاش راهو يطونتي وهذه كلها مؤشرات مؤشرات انت لما تشوف انت دوك الفساد تشوف الرشوه فساد الاخلاقي بني عميس واحد ما يخافش ربي العنوسه البطاله التنظيم ما كانش الفوضى هذا ياكل في هذا هذا يخطف لهذا شوف انت يا الجار ما يحترمش جاره الابن ما يحترمش باباه الام ما تحترمش بنتها ولا البنت ما تحترمش امها وهكذا وتشوف انت حالات نتاع الطلاق تشوف انت الحالات نتاع الاجرام اللي راها موجوده اغتصاب نتاع الاطفال كل هذه الاشياء انت لما تدير لها احصاء تشوف انت الاجرام شحال من جريمه راها ترتكب في النهار تشوف انت الحوادث المرور اللي راها تجري تشوف هاي اخرتها قالوا كنا مازال هذاك التراب نتاع القبر هذاك نتاع خونا عياش هذاك نتاع المسيله مازال ما جفش هاي لحقت نتاع خونا هذاك نتاع البويره فهمت هاي لحقت خون نتاع خونا البويره تا لما تشوف درك هذا اللي هو ينقذ الناس هو بروحه ينقذوه هذا اللي راه المفترض هو ينقذ الناس صار هو الناس لازم تنقذه ما يحوسوا عليه حسن جدتها على رحمة شو راح تنتظر انت مؤشرات تشوف لي ذركة قالهم داروا مركز تجاري في نسمو خويا والله العظيم ما عندنا خويا ما عندنا ديكاتلون والله كاين سيا لهنا او عندنا سيليو او عندنا ديداس او عندنا نايك او عندنا ريبوك او عندنا ذيك ايه ما شاء الله هم داروا لنا كارفور والآن غدوا يجيبوك لا توريفال
هم يجيبوك لا توريفل ثاني، هم جايبينها، هم راح يديروا لا توريفل وهم راح يديروا شونزيليزي في العاصمه ثاني، هم راح يجيبوها. اش من التفكير هذا؟ دوله اللي ما عندهاش اصاله، هذه دوله هذه تختوخه استاذ، ما عندناش دوله استاذ، عندنا عصابه تحكم فينا وقع على بالنا بها استاذ. استاذ كون غادي ندخلوا في الهضره غادي نقعدوا غير شكون شكون ما كان والو. استاذ نفهم فيك حاجه، قلت لك الشارع اذا قلت لك لا خرج، قلت لك يخرج في حاجه واحده، تضخم ما يصبش ياكل برا، يخرج كيما فنزويلا يخرج برا، دروك ما يخرجش استاذ ما يخرجش. قلت لك الخاطر العسكري راه في الجنوب، انا هاك نشوفه استاذ، العسكر في الجنوب انا هاك نشوفه، خاطر تاعنا في الجنوب، جانب اخرى كيما نقولوا على صفيح ساخن، عتما كان عصابات كبار وفيه دول تخطط وراه فيها بزاف، وفيها مراكز كيما نقولوا امريكا هاي تماك، فرنسا اسرائيل كاع تماك تحتها. بصح قلت لك الشعب باش يخرج برا وكاع ما نضمنش استاذ، ما نضمنش الا قلت لك ما صابوش ياكلوا. فهمت نتمنوا الخير الا ما صابوش ياكلوا استاذ، خصني عايش استاذ شعبك تشوف فيهم انت. انا نتمنىهاش استاذ، والله ما نتمنىها استاذ، واني خايف منك باش علي خاطرش علاه قلت لك الجزائر صعيبه بزاف، ماشي سوريا ماشي ليبيا ولا والو، راهي 40 مليون ماشي سهل، وموقع تاعها ماشي سهل، الجزائر كاع طامعين فيها، مروك تاليا طامعه فينا، مروك تاليا راهي طامعه فينا، يعني ربي يسترنا. وانا نتمنى عهده هذه ما تفوتش، بصح انا باب اللي غادي تفوت، بصح ان شاء الله يا ربي يخرج راجل صالح وينقاد الموقف هذا. ما كان استاذ، استاذ بارك الله فيك والله كثر امثالك، والله كثر امثالك خويا. شكرا خالد، شكرا. الاخ عمار قلت لي مع كل احتراماتي الوضع كلنا نعرفوه، ما هو الحل؟ على الميدان يكفينا الكلام. ارواح اخويا عمار واعطينا انت الحل، ماذا بينا هنا نلقاو فيلسوف واحد كيما نتايا يعطينا الحل. شوفوا ترى الأخ أسامة بالك لا الله يطلع أرواح الأخ عمر وعطينا الحلول، ماذا بينا باش تقنعنا بالكلام تاعك، حتى احنا ثاني نعرفوا الكلام تاعك هذا. أخ أسامة مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم جماعة معروفين، اسمح لي ما قدرتش نبان، اذا تسمح لنا نكملوا، اذا ما تسمح لنا نروح نتكلم. منين راك تكلم فينا الاخ اسامه؟ انا في فرنسا. تفضل ما فيش مشكله، مرحبا بك. تفضلك استاذ. شكرا، سيت من البارح باش نتكلم معكم في السوجيات هادو، والله غالب ما قدرتش، ومشكور الاخ هذا اللي كان عندك بالك كان عندك خلل في الهاتف. اكزاكتومون جي فيكم الى دي الاخ اللي فات من قبل هذه لو سيرفيس جيولوكاليزاسيون جلي اكتيفي، دونك ça a marché الحمد لله. واش حبيت نقول انا يا شغل، تو دابور قال الانتخابات، هذا السوجي قال لنا نحكوا فيه احنا الانتخابات بصفه عامه. انا على حساب رايي، انا مواطن جزائري وشاب جزائري ونعطي رايي. الانتخابات تكون معناتها لازم تكون احزاب، لازم تكون احزاب، تكون تنشط، تكون كذا. انا بور موا ما كانش احزاب في الجزائر اكتوالمون، ما كانش احزاب. الحزب هذا الحزب اللي يقول انا حزب، وشفتك البارح حضرت على حمص وقلت هو حزب مبني على عقيده وكذا وكذا. انا بالنسبه لي الا كان هذا الحزب مبني على عقيده، يبين المترشح نتاعو على الاقل 6 شهور عام قبل الانتخابات، مش باقي لنا شهرين مازال ما بانش واش يديروا، وشكون المترشح نتاعهم على بالناش، كيفاش الناس راح تمشي مع الناس هذو. ولكن الاخ اسمه الاخ اسامه، سامحني برك في هذه النقطه ونرجع في الكلمه. تفضل استاذ. درك القضيه نتاع الانتخابات تما دوك لو كان راه نقولوا مثلا كيما في فرنسا، والله في دول وين راه كاين مثلا تداول على السلطه وراه كاين اجال اللي هي تمشي فيها الانتخابات، التعاول الان لحد الان راه معلنوا للتاريخ تاع الانتخابات ومازال ما على بلاش الناس لا راهم راحين يرشحوا بوتفليقة ولا لا. Exactly. لماذا؟ لأنه الناس في الجزائر لو كان راها جات الانتخابات راها تمشي بطريقة قال مثلا شفافة وبطريقة نزيهة
تقدر تلقى مرشح على 5 سنين، ولكن هما عارفين باللي اذا كان مثلا الجماعه هذو اللي راهم في السلطه الحاليه قرروا على جل باش يديروا المرشح، بالتالي انت ادخل ولا اضرب الزرنا، تسمى هما راهم فايتين. هذه هي المساله اللي تخلي ناس اخرين، ولكن هذا مش مبرر، يعني هذه قلت لك يعني تسمى راهو سبب من الاسباب اللي تخلي ناس. انا من رايي راهم عندي سنوات وانا النادي باللي لابد من التحضير على الاقل بعامين، ناس تتحرك على مستوى الولايات، توجد قواعد، توجد مراقبين، تهيكل روحها، من بعد انت لما تروح ويكون ما عندك شعبيه حقيقيه، من بعد انت تطمع للتغيير. وما صح اول حاجه هذه، ما هذه نهضر لك غير على حمصه، بور مو هذاك حزب العمال وكذا وكذا وكذا، واش حزب عنده رئيس حزب مثلا ولا رئيس حزب عنده 40 سنه ولا 50 سنه هو رئيس حزب، كيفاش انا هذا ندير فيه كونفيونس ونمشي معاه وننتخبه غدوه يولي رئيس؟ هذا يموت ويقول لهم نبقى فيها شغل، كي نموت دفنوني هنا. سي جيست ان بوين هكذا. بون انا راني عايش في فرنسا، بصح نروح ونجي بزاف للجزائر، نقول لك الشباب مازالني اون كونتاكت مع البلاد، مع لا فامي، مع لي زامي، مع كذا مع كذا. الناس ماشيين برونشيه مع الانتخابات، الناس تحوس كيما قال لك، كيما قلت انت الساعه، يحوس على السكنه ويحوس على واش ياكل ويحوس على كيفاش يخرج من الجزائر. وان بار و بون، وكاين سوالح واحد اخرين دو با نيفو جو بريفير ما نهضروش عليهم من الاحسن. على بالي على بالي راه كيما قلت بالاشاره الواحد هي اكزاكتومون هذيك هي حاجه واحده اخرى. السوجي هذا اللي راه يدور هذو الايام، بالك انا علقت بزاف، درت دي كومونتير في لاباج على السوجي هذا، على هذا الغديري وجو سي باكي. انا بور مو سي تون انسولت، سانسيرمون سي تون انسولت غراف باش نهضروا على عسكري افيك تو مي ريسبي للعسكري، بصح العسكري بلاصتو في الكازيرنا وبلاصتو يحسن الحدود، صح، مش قصر المراديه ومشي قصر الرئاسه. انا بور مو تجيني دروك والجزائر كامل تهدر، وهذو لي سوا دي زون جورناليست ولي ميديا وجو سي با كوا يهدر لك على الغديري وداير منه افير كبيره، انا بور مو سي تون انسولت. اسمع سي تون انسولت. صدعوا روسنا بهذه نتاع ابعاد وسمو السياسه على الجيش، صدعوا روسنا بها ومن بعد يرشحوك جنرال. اكزاكتومون هنايا شو نخلي كاع السوجي هذا ونروح لنقطه واحده تفكرتها، شفتك البارح ولا ليله البارح انت تكلمت عليها، لمحت لها الجماعه اللي كانوا يقولوا لو كانوا وصلوا الاسلاميين وكونفيسكاو الديمقراطيه وكذا وكذا في 92 واليوم بعد ما داو البلاد للتهلكه عادوا اليوم هما يطالبوا ويحوسوا لنا يجيبوا لنا عسكري. شوف ماشي هذه ماشي هذه تما في هذا السياق انا تكلمتها، بصح ماشي مش هذا هو. شوف قال لك باللي بومدين راهو درك هو حكم البلاد بحكم عسكري. بومدين هو ما ترباش على الرئاسه. بومدين راهو استاذ اسمح لي نقاطعك دقيقه. بومدين لا بق نعطيك الكلمه الاخ اسامه. شكرا. بومدين راهو انسان زوالي وراهو ناضل وراح باش يدرس في القاهره، ما راحش على جال باش هو يلبس. فيما بعد هما جندوه خل الدراسه نتاعو جندوه ودخل الجيش، وفيما بعد راهو تمحن وراهو كذا، ومن بعد وصل للحكم. حتى لما تقرا قرا الظرف اللي هو وصل فيه للحكم، قرا الظرف اللي كان فيه جيش التحرير محاصر وكان الخط هذاك تاع شارل وموريس هذاك، فهمت؟ اقرا لازمك الظروف هذيك تقراها. شوف من بعد هو كيما دخل قرا نتاع اتفاقيه ايفيون ارواح، قال درك هما الشاذلي عسكري، بومدين عسكري راهو عنده الظروف تاعو، الشاذلي عسكري على واه على جال قال لك باش ينهيو الصراع اللي بين بوتفليقه ومحمد صالح يحيوي، في زوج راهم كانوا في الجيش التحرير، في زوج في الجيش التحرير. اوكي من بعد واشي داروا انقلاب، والمشكل وين؟ انه هذا الناس ايدوا الانقلاب، داروا انقلاب على الشاذلي وداروا انقلاب على الانتخابات اللي راه ضبزوا بها الجبهه الانقلابي،
داروا الانقلاب وهم مشاو مع الانقلاب، وكانوا ماي اللي يقولوا باللي بومدين جاب فرنسا، جاب ضباط فرنسا، صاروا يأيدوا في نزار، صاروا يأيدوا في العربي بالخير. ومن بعد زادوا هما، زادوا جابوا زروال تاع العسكر ووقفوا معاه، ومن بعد زادوا جابوا بوتفليقة، ومن بعد قال واشي، قال الإسلاميين راهم قالوا احنا لو وصلنا للحكم رانا ما نزيدوش نخرجوا، وانتم ما خرجتوا، انتم درتوا الديمقراطية ياكم قاعدين فيها، وهاكم تحوسوا ترشحوا جنرال وتمشيوا معاه، وش من ديمقراطية تحكي لي عليها انت يا صاحبي؟ باين نو. فيما يخص شفت البارح وفان كانت مداخلات على بومدين وكذا وكذا، انا من امن حتى بانسان، انا كان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام هو اللي نامن في كاع واش يقول، من رسول الله وهبط حتى البابا وحتى الخويا ما كانش ملاك. بومدين انسان كيما حنا، عنده سيئات وعنده ايجابياته، ولكن فيما يخص حكم العسكر، بومدين عسكرية نتاعو ماهيش عسكرية تاع الغديري وماهيش العسكرية تاع زروال. بومدين عسكري في 7 سنين دار حرب تحرير وفي ظروف خاصة، وبومدين وصل للسلطة وهو جان صغير في عمره 35 ولا 36 عام، ما لحقش للسلطة وفي عمره 70 سنة وحكم البلاد في ظروف خاصة، ما كانتش فيها نخبة مدنية متعلمة ومتثقفة ومتطورة كما راهي اليوم. إيه انا ابار بومدين نقدر نلقالو عذر في هذه، بصح اللي جاوا مور بومدين نو يتحاسبوا نورمالمون ما يكونوش. واليوم 2019 مازلنا الجامعات تدفع من 62 وحنا نتخرجوا، لي زالجيريان راهم في فرنسا في امريكان في كندا في الجابون راهم بارتو دون الموند، اللي ليت راهي كاينه، سياسيين كاينين، وكاين الناس مازالت تحوس لك على عسكري ويكون رئيس في الجزائر. انا يا اخي هذه مش قادره تدخل في مخي، ما جون بيرمي مامبا باش نهضر على هذا الغديري ولا واحد اخر. عسكري درت كاريير نتاعك في العسكر، تدي لاروتيلات نتاعك وتبلع فمك، اسمح لي على الكلام هذا. فيما يخص الرئيس الجاي استاذ، انا عندي ممكن كاين قوه ثالثه ممكن تكون منشطره شويه، هي قوه رجال الاعمال، قوه المال، ما كانتش كاينه في 92، ما كانتش كاينه بكري، بصح دروك راهي كاينه. صح، لي رباب لي حداد مقسومين، راهم مقسومين كيما راه مقسوم الجيش. ايه مقسومين باسكو علاه تاع البوفوار وكونتر بوفوار، وهما راهم في زوج في هذوك راهم في السلطه يحوسوا يقعدوا يستعملوا المال ويستعملوا الاعمال واسمو الاعلام ويستعملوا كل شيء، كل الطرق من اجل البقاء في السلطه، حتى اذا كان وصلت للدماء. والاخرين اللي راهم يحوسوا السلطه نفس الشيء، عندهم ارباب المال وعندهم اعلام وعندهم جهات راه تدعم فيهم، ومستعدين ايضا حتى ان يوصلوا للسلطه ولو على الجثث تاع الابريه. والشعب المشكل وين هو؟ انه راه ضحيه، ومرات حتى انه تلقاه منخرط مع جهه ضد جهه ضد المصلحه نتاع البلاد، وراه حاس في روحه باللي راه يدافع عن البلاد. الشعب مسؤول، الشعب منخرط ومسؤول، باسكو الشعب قبل ما يعيطولو ينتخب على رئيس الجمهوريه راه ينتخب على رئيس البلديه، وحنا كاع نعرفوا في البلديه نتاعنا الناس كيفاش تنتخب، لي كارتي مقسومين، تلقاه في البلديه ينتخب على ولد كارتيه ما ينتخبش على الافضل، حوسه شكون اللي يعطي له السكنه وشكون اللي يعطي له الخدمه. تسمع فيا يا استاذ؟ أستاذ أنا عندي 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 تساؤل ليك، ماذا بيا تهضرنا عليه، أنا التساؤل تاعي هذا باهي، فيما يخص حمروش مثلا، فيما يخص حمروش ولا ناس وطنيين واحد آخرين اللي نورمالمون هما دروك يبانوا، هما دروك يخرجوا، باسكو أنا البارح شفت واحد كان يعلق بزاف يقول لك الشعب يريد تبون رئيس. شكون قال الشعب يريد هاد تبون؟ كيفاش حنا نقولوا إنه الشعب يريد؟ الشعب على اي اساس يريد فلان او فلان؟ لازم هذا الفلان هو يبان، هو يهدر، هو يبعث مؤشرات. شوف نقول لك فرق بين حمروش وبين تبون، هو انه تبون راهو مشى في هذه الماشينه، راهو ماشي مع بوتفليقه ما يقدرش يخرج عليه، لا هو ولا يحيى ولا سلال ولا بالخادم، هذو اللي مشاو في الماشينه نتاع بوتفليقه، اذا كان راهو قال بوتفليقه
ولونتوراج تاعو راهم رايحين يرشحوا الجماعه كامل يديروا له العمليه الانتخابيه غير كون كاني ما تنتظر حتى واحد منهم راهو رايح ينافسه والله يخرج هو يضده لانه راهو يشوف فيها من الموبقات. لكن حمروش حاجه واحده اخرى، حمروش راهو كان منافس البوتفليقه في 99. ولكن استاذ فيما يخص حمروش، فيما يخص حمروش، انا حمروش مانيش من الجيل اللي عاصره، ولكن نشفاله ويعني قريت عليه شويه وبحثت عليه لو بو اللي كاين شفته، وصح يعني يقدر يكون انسان اللي يقدر يساهم، ولكن لحد الان، لحد الان علاش ما بانش حمروش؟ علاش ما دارش اي خطوه؟ احنا كيفاش نعرفوه؟ شوف نقول لك انا كاينه اشياء اللي ربما ما قلتهاش خليني نقولها لك. شوف انا تساؤل سابق بس ايه معليش، شوف عندي في وقت سابق انا شخصيا حاولت على الجل باش نتصل بيه يعني نهضر معاه شخصيا. كاين حتى اللي عطاني النيميرو تليفون عيط له ما يجاوبش، وحاولت نتصل معاه بطريقه غير مباشره مع ناس ممتنع الكلام، تهضر معاه تقول له انت باللي ودي رانا مجمعه حابين يشوفوك يتكلم معاك، يقول لك ودي راهو في هذه الفتره هذه ما راهوش يستقبل فيها حتى واحد وراهم ما بطردوا. هاي بعباره اخرى كاينين ناس راهم يقولوا له تقدم تقدم، ولكن هو راهو عنده رؤيه واحده اخرى، عنده نظره واحده اخرى. واش كنت قبيل نتكلم مش عارف لا معك انت ولا مع الاخ على القضيه انت لما درك هو يشوف راهو عنده معلومات، عنده جماعه اكيد قال الجماعه اللي كانوا مع التوفيق ولا من الجماعه اللي راهم هو راهو ذوك يعرفهم في زوج، راهو يعرف بالجناح نتاع التوفيق واللي معاه وربراب وذيك وذيك وذيك، ويعرف هذا الجناح اللي راهم درك هو مع بوتفليقه وقايد صالح ويعرفهم في زوج. هو راهو ماهوش كيما نقولوا ربح العداوه، لا مع ذاك لا مع ذاك، جاب دروحه. المشكله وين هو؟ انه راه مستناه في التليفون، فهمت؟ ايه هذه هي راح امشي اونجاجي احنا نحوسوا على جلب باش هو انه تكون يعني مطلب شعبي. هما دوك لو كان يكون مطلب شعبي قال الناس تحرك وتروح، قال مثلا مجموعه من ولايات والله روح دير تجمع قدام دار تاعو تشوف فيه انت باللي راهو انسان. احنا شفنا في وقت تاع الفيس، شفنا في وقت الفيس انا نعرف ناس نعرفهم معرفه شخصيه قسما بالله يبكي بالدمعه، يبكي يبكي بالدمعه، يقولوا له ودي ترشح، يقول يا ودي خاف ربي راه مسؤوليه كبيره عند ربي راه كذا راه كذا، وما لاصقين فيه. والله نعرف واحد الاخ من بعد انتخبوا عليه هو رئيس بلديه، قاسم بالله نهار اللي جاوا باش يديروا قاسم القاسم في الجامع ما قدرش يوقف، حاكمينه ما قدرش يوقف. لماذا؟ لانه خايف من المسؤوليه وخايف من باللي راها مسؤوليه عند ربي. الانسان اللي خايف من المسؤوليه ماشي حاجه سهله. وكاين ناس ما على بالوش كي راهو دوك النكاز، يا سيدي انا قاعد دير لهنا 20 عام انا معك من هنا او طار الصباح معيطوا له نتاع الكونسيلا وراهم قالوا له خلاص راهم يسنيوا لك اسمه الاستمارات نتاعك بارتو في العالم كامل خلاص بون نوفال. من بعد واش مباشر او هم حكموني في المطار او هم مازالوا يتبعوا فيا. مو تهريج، هذاك تهريج، هذاك تهريج برك. حمروش موش نتعوز حمروش هو احمد طالب، ويعني هذا الناس اللي هما كانوا الى حد ما مع مهري والله هذيك ما يتكلمش غير هكذاك برك، يتكلم لما يتكلم يدير زوبعة، ولما يسكت راهو ساكت، لانه راهو مرات يشوف في روحه باللي هذاك السكات راهو يعتبر معارضه. هو راه مش قابل، ماهوش قابل بالاستمرار تاع الحكم، وراهو مع التغيير، وراهو حتى مع هذا الشيء اللي احنا رانا نقولوا فيه نتاع انه الناس تتوافق، وهو انه الناس لابد انه تلقى مشروع، راه ماشي في الاطار تقريبا اللي راني نقول فيه انا منذ سنوات ماشي فيه. ولكن لحد الان ما كانش، يعني لو كان ما تكونش هكذا حركه شعبيه اللي هي قال مثلا يقدموه والله واسمه والله جماعه نتاع الجيش قالوا ودي احنا خلاص رانا اقتنعنا
ورانا باللي هذا هو الطريق الصحيح، من بعد هو ممكن. اما باش هو يروح كما راهم يديروا الجماعه، خطر على بالك راه فيها دراهم سي محمد، مش انت واحد يروح يتقدم؟ يتقدم لازم لك على الاقل واحد العشر ملاير فيها دراهم سي نورمال، سي دراهم معاه ربراب ومعاه طحكوت ومعاه الاخر ومعاه الاخر، هو شكون اللي معاه؟ تروح تجيب له انت هذو الجماعه نتاع تحوس نتاع الجل باش تبني مشروع وتبني انت، تروح تجيب له انت هذا الذر ما يمشيش معاهم هو. هو اللي ما يمشيش نورمال عندهم. ناس قال مثلا راه عندهم مستويات وناس راهم يفكروا وناس راهم ما يمشيش. الانسان تاع على اخر عمره يجي جوي. المشكل انه كما قلت استاذ هو راك راهي قارع التليفون، ولكن الجهه اللي تعطيك التليفون اسكو من بعد تخليك تخدم لي برومو ولا تفرض عليك امور كما يحبها هي؟ الا كان يجيبوك بالتليفون ومن بعد يمشوك بالتليفون، ما عندها ما درنا والو، بقينا غير فيها. لا كي تلقى ناس، شوف كي تلقى ناس راهم وطنيين فعلا ويحوسوا على البلاد، فهمت؟ اه ممكن. قال ودي درك انا قال لك الجماعه هذوك اللي راهم دوك مثلا هذا القايد صالح ولا الجماعه هذو نتاع بوتفليقه، قال ودي خلاص برت صاي ما راك قادر تمد والو، خلي ترى بالك لعل الله يعني كيما يقولوا تفسح، قال مثلا ارضيه واحده اخرى، ارضيه واحده اخرى وتمشي الناس لمرحله واحده اخرى. قادرين لو كان تلقى انسان هو راه على باله بروحه بلي راح يموت، وين راك رايح؟ راه ديها معاك والله، ماك راه دي معاك والو، دي معاك راه فعلك. دوك تبقى دوك غدوه انت تروح انت تموت في السلطه ويديروك سيدي جنازه اكثر من تاع بومدين هاي، وتخرج الناس وتعيط ومن بعد تنفجر الاوضاع وتزيد صرا فيها ما جزر واحد اخرى على صعب. وينك راح تدي الحق تدي معاك؟ يا ريسك والله غير يا ريسك، باسكو راك هضرت عليها انت من قبيله فاني، وهضرت انا البارح درتها في ان كومونتير بالك هضرتوا عليها انتم من قبل ما على باليش. لو فات دو فوار مثلا في لارمي كاين جماعه تسوتوني في الغديري هذا، والقايد صالح خارج له طاي طاي مليك ويقول له انا شويه، تحس باللي شغل والغديري هذا سيرمو عنده جماعه راهم في الجيش راهم مدعمينه، معناتها كاين ريسك تاع انقسام حتى في الجيش. سمعت واش كان يقول هذاك جنرال بن حديد؟ والله ايه سمعته. روح عاود اسمع، شوف روح عاود اسمع الكلام نتاع، باسكو كاينين الناس انا هذه الامور نتبعها مليح، كاين بعض من الناس هو يجيك من الاخر برك، يجيك في الغديري هذا جون دكتور كذا ما على بالوش، روح اسمع واش قال هذاك الجنرال بن حديد على القايد صالح وعلى سعيد بوتفليقه، روح شوف هذاك الكلون هذاك اللي راهم داروه في قضيه نتاع عدلان ملاح ونتاع كذا، وشوفهم هذو اللي راهم يتحركوا دوكا في فرنسا، هذا عبدو صمار وهذاك واش اسمه هذاك مروان وكذا وكذا وكذا، شوفها ربطها ربط الامور هذه تلقاها باللي راهو خيط متسلسل وراه الناس تخدم مع بعضها. اي باينه، والتسلسل يقودنا حتى اللي راك البوان اللي هضرتوا عليه تاع ذاك النهار، الاستئصاليين والى اتحدوا الاستئصاليين مع بارتي من لارمي برو فرنسا وانتي انتي ارابو مسلمان، سا سرا لا كاتاستروف بور لا سويت. هذه هي راه مخدومه هكذا، مثل ما راك تشوف فيهم حنا دوك، راهم حنا كي نشوف نتكلموا بالعربيه يقول لك هام اللي زاربوا بعثيست، شوف دائما تلقاهم يردوها تتكلم العربيه نتاع واسمه عروبي عربي بعثي، فهمت؟ هكذا يقولوها عربي بعثي ولي اسلاميست، تصلي راك اسلاميست، وهما راك تعرف هما متحضرين مثقفين فاهمين. راك تشوف فيه هذا علي غديري قال لك دكتور في العلوم السياسية عقون. أنا شفت المقطع اللي راك باسيتو العشية في القناة. إيه عقون، إنسان حابس مستوى نتاعو يتكركر. لكن ما قلتي لا تسوقوا لي على أساس أنه دكتور، وعلاش ما نشوفوش الدكاترة اللي راهم يتخرجوا من كل الكليات والجامعات من 62 وين راحوا هادو؟ اسمع هما شوف عندهم وسائل الإعلام يستعملوها لما يحبوا يوسخوا واحد راهو نابغه يقلبوه شيطان، هاو إرهابي، هذا هو مجرم، هذا راهو راسيست، هذا راهو كذا، هذا راهو كذا، هذا راهو إنسان شاذ جنسيا، هذا راهو مطلق وراهو كذا، هذا راه محكوم عليه في قضايا تاع السجن. شوف يقلبوك شيطان مارد،
وفي المقابل انسان حاشاك بغل بربع كرعين يقلبوه نابغه. شوف سبحان الله عنده واحد ديماج ما شاء الله، والله اخويا يبان يبان باللي راه عيس ما كانش صراحه حكايه. ويبداو يجملوا فيه يجملوا فيه يجملوا فيه، هذا هي هذه الخدمه تاعهم. انا نظن باللي الشعب صافا، شغل الشعب مال كريكا واش نهضروا، بصح كاين فئه كبيره من الشعب من الشباب وكذا فايقين بصوالح هذو وما تفوتش عليهم هذه. بصح المشكله هذا الناس اللي احنا منهم مثلا، اوني با انتيريسي، انا واحد من الناس امور ضبابيه، شغل خطرات نبقى نخمم فيها نقول انا واش لازم ندير درك، واش لازم ندير، فهمت، ما عرفناش واش لازم نديرو. شغل ننتخب، انا ما ننتخبش، انا حاليا ما ننتخبني اللي على واحد اخر. كاين حاجه واحده اخرى استاذ، ما شغل في المعارضين، اسمح لي نذكر لك اشخاص بالك. معليش معليش مشكله، ما عندي حتى مشكله، احكي شوف بالحريه، ما عندي حتى فوالا. شغل خطرات تبقى نشوف مثلا، نشوف قاعد نشوف في قناه في لاباج نتاعك ولا في المصالحه ولا لاباج تاع شوشان ولا تاع زيطوط ولا كذا، ولكن بون نتايا ماشي راني في وجهك ولا انت الخط نتاعك راهو باين. نشوف مثلا عند شوشان يقول لك الجبهه والانهاء الوصايه وكذا وكذا، بصح ما كانش الملموس. عند زيطوط ما تلقاش الملموس، معارضه من اجل المعارضه، ما كانش خطه باينه، ما كانش كذا. مثلا حتى مثلا في الجبهه تاع شوشان ما قدموا لناش انسان، ما قالوش كاين هاو انسان نوجهوه مثلا، انتم راكم تهضروا على حمروش، على الاقل راكم ماناش نقولوا بلاكم تدعموا في حمروش ولا كذا، ولكن عطيتوا مثال، عطيتوا كمثال اللي نقولوا وي بوركوا با، وهضرت من قبيل على قياده مشتركه بوركوا با سيتي بون ايدي. مي كاين دي باج واحد اخرين ما، باسكو بنشوف لي شان تي في، انا واحد من الناس ونظن كاين بزاف ناس ما يديروش كونفيونس وما يشوفوش ني النهار ني الشروق ني هذوك القنوات، ما نشوفهمش، نشوف سير فيسبوك، نقرا شويه في لي جورنو بصح ما نشوفش. دونك نروحو نعاودو نرجعو، حنا باقي لنا شهرين وما كاين ما كاين والو. والمشروع نتاعك انت استاذ، هل النظام القائم دروك يسمح لك ويسمح لنا مثلا حنا الا بغينا نجسدو هذا المشروع، اسكو يسمح لنا نجسدوه؟ مستحيل يسمح لك تجسدو، معناتها لازم تكون عندك خطة عمل. ما ايوا شرنا، احنا قلنا من انه شوف سوا تلقى ناس اللي هما يتبنوا المشروع جملة وتفصيلا، انت باش لحد الان ما بانوش، لحد الان كين واحد من الاخوة، كاين واحد من الاخوة حتى نذكر الاسم نتاعو وي باش ما نبقاش ندور في الفايل، يعني كاين واحد من الناس اللي هما مقتنعين بالمشروع، ويعني مشى معنا عده دوك سنوات وحنا مع بعضنا هكذا اون كونتاكت، قلت له ان تقدم. ايه بوركوا با اخ عبد السلام حداد، هو راهو استاذ في المعهد في قسنطينه، وكان في وقت سابق كان مناضل في جبهه التحرير، وما هو ينتمي حتى للحزب السياسي، يعني كان مرشح واستقال، ترشح شوف باش نزيد نعطيك معلومه اضحك شويه. هذا الاخ عبد السلام، كان هذا عبد السلام بوشورب، هذا اللي راه دوك يدير في اللي راه دوك على راس المجلس تاع المجلس الشعبي الوطني، كان هو يدير له في الحمله الانتخابيه. سبحان الله. فهمت، قلت له انا تقدم، قلت له تقدم ترشح، احنا ماناش نحوسوا على الفوز تاع الانتخابات، ما ليش نحوش، احنا الهدف نتاعنا هو المشروع، فرصه على جال باش حنا نمشيو بهذيك الافكار، نمشيو بها للشعب، قال هاو لابد من مرحله، لابد من مشروع توافقي، هاو الافكار تاعنا، هاو واش نحوسوا نسمو، وتمشي للاسره، تمشي للمجتمع، تمشي لكل الشرائح نتاع المجتمع، تخاطبها فرصه انك انت تلقى قال مثلا وسائل اعلام مختلفه، قنوات فضائيه، صحف كذا، على جنب باش تمشي الفكره، خاطر بين الفكره للناس. كون نقولوا مثلا انا مثلا، اعوذ بالله من كلمه انا، لو كان نقولوا مثلا انا نتقدم، مش يقولوا الناس، يقولوا مباشره هذا ويحوسوا السلطه، او كان غادير هكذا بركو منا وراهو كيف كيما الجماعه.
أو انا جاي من مانيش الخارج. مقوس على روحي، حتى لو كان نلقاو انسان اللي راهو دوك هو مثلا يتبنى المشروع هذا ويروح يعمل له، ما تقدرش انت تلقى واحد لو كان ما يكونش هو ناضل وراك انت تكلمت معاه وتعرف الافكار تاعه وتعرف انت، ما كانش. انا نقول لك شوف، من هادو راني تبعتهم، شفت الوحيد من خلال الخطاب تاعه راهو قريب لينا هو حمروش. احمد طالب خلاص، احمد طالب احمد طالب سمعت جابد روحه نو ماشي جابد روحه، السن نتاعو خلاص راهو اكثر من حمروش بالك ب 4 سنين ولا 5 سنين. احمد طالب راهو دخل في 80 صاي، السن ما قلت يسمحلوش. انا فرصه على جلبش، كنت لو كان تلقى مثلا حمروش كاينه اشياء كنا هضروها على العامي، كنت مثلا لو كان نقولوا مثلا تلقى حمروش مثلا هو يقتنع مثلا بالفكره، وغدوة انت مثلا تتاح لك الفرصة على جال باش انت تنشط لهذا المشروع، قال مثلا تكون غدوة مؤسسة داخل الجزائر، مؤسسة ويكونوا فيها ناس، قال مثلا مكتب انت دراسات داخل هذه المؤسسة وفيها قال مثلا أقسام مختلفة، قال مثلا هذا انت القسم الاجتماعي، هذا القسم السياسي، هذا القسم الإعلامي، وتكون هناك قناة انت المصالحة وتخدم تخدم وتروح بالمشروع نتاع على مستويات مختلفة في المجال الخيري، في المجال الإعلامي، في المجال السياسي، وتكون فيه مكتب نتاع دراسات، يعني يكونوا ناس عباقرة وتروح الناس تخدم واحدة واحدة، تخدم نتاع على 20 على 30 سنة والله على جال باش نتا تحقق النهضة هذه. تسمى هذا تلقى نتا الرئيس اللي هو يفسح لك المجال هذاك على جال باش نتا تمشي. خطر الله الشعب الان ما كاين تروح تهضر معاه يقول لك انت هاك عايش في الاحلام، فهمت؟ تروح تهضر معاه يقول لك انت هاك عايش في الاحلام، باسكو الشعب خطرات تبلو بعيده، تبلو الفكره بعيده، ولكن لو كانت تحدث كنت صرا الامور كما راك تقول. روح شوف، خطر عليه دوك انت كي دير مشروع هذا، مشروع هذا ديرو انت على 30 على 40 على 50 سنه، دوك انت لك تهضر على 40 و 50 ما واش فاهم واش راك تهضر. روح غير مثلا نتا دوك القضيه نتاع الحركه هذيك اللي صار في تونس وحتى في الجزائر، روح عاود سمع التسجيلات نتاعي اسمعهم، كي انا نتكلم دوك لما تسمعهم تقول شوف سبحان الله واش كان يشوفها. لا شفت بزاف تسجيلات، الله يبارك يا استاذ، ربي يبقي عليك العقل. تتكلم لبعيد انت دوك راك تتكلم، يقول السيد هذا واش راه يخلط، هذا واش راه يدير. غدوه لما تشوف الدماء راها تسيل عاود اسمع الكلام تاعي، دونك انت ما راكش مأمن بها، قول واش حبيت، قول مهبول، قول اللي راهو ياكل في قشو، قول واش بغيت. نهار اللي تشوف الدماء تسيل وتشوف انقسام داخل المؤسسة العسكرية صح، وتشوف بوتفليقة في حكم الماضي، ها هو مدلسي، ها هو برا، كاش واحد بكره راهو على باله به، صاي مركي في العيط. خلاص عند مولاك. بعد في ذاك النهار تعرف القيمه نتاع هذا المشروع اللي رانا نهضروا، انا نهضر لانه راني درست تاريخ، شفت هكذا وش صرا من صراعات وراها كلها بسبب الزعامات وبسبب الحكم. انا مش حوس على الحكم، نحوس على المشروع، نحوس على افكار تجسد على ارض الميدان، وراني انا نيتي على جل بشر ربي يتقبلني، نحوس ندير عمل، ندير حاجه في حياتي نخليها على الاقل راني درت حاجه. ما راحتش انا قال مثلا الغربه نتاعي هكذاك، كان انا 18 سنه وانا نسرع، درت الديار ودرت درت طوموبيلات ودرت مشاريع، انا مانيش نحوس لا على الدار ولا على الطوموبيل ولا بسمو، حوس ندير مشروع للمجتمع، نروح انا فرغان، فهمت؟ الجيب نتاعي يضرب فيهم الريح، ما عندي والو، نخرج ما عندي تراب، ما عندي واسمو، خليت حاجه غدوة على الأقل راه الناس قالوا والله ما شاء الله، والله بارك الله فيه وربي يرحمه وكذا، وعلى الأقل راه خلى حاجة أنا نهضروا عليها، لاش تهضر عليها؟ أم الناس كانوا يضحكوا على واسمو على مالك بن نبي، مفكر عظيم مالك بن نبي، فهمت؟ تا هو راهو يهدر والسيد يقول لك أنا هذا واش راه يخلط هذا، أو هذا وقيل بيت اللي مريض هذا. واللي ضحكوا عليه ماتوا بتاع الفكره نتاعو بقات. ايه هذه هي، حنا دوك نحوسوا على
مشروع كاينين الناس اللي راهم درك ما فكر لك في الشخص، روح اسمع تقرا انت واحد، انت تخيل انت واحد، انا قلت لك ذا مترشح هذا، قال لي واحد بعث لي الرابط نتاع الموقع نتاعه وحليته، قلت انا نشوف ترى المشروع نتاعه هذا وش السيد هذا كش ما راهو هز افكار كش ما اسمه في المشروع نتاع التعليم، نعطي الحراقه نعطي لهم الباسبور. الناس سيد انا وراهو سيد معاه قلبا وقالبا، وش تحكي انت مع واحد هذا راسو انت تسقسي، قال مثلا رشيد نكاز، قول له انت باللي رشيد نكاز انت باللي راك قلت باللي بوتفليقه مات، هو يقول لك باللي انت شفتوه، تقول له انت رشيد نكاز راهو خرج هم شافوه في ساعه الشهداء او كاين الناس حاضرين، او يقول لك خاطي ما كاينش منها، ويجبد لك موضوع واحد اخر، انت تطرح له سؤال منه هو يروح لك الحاجه واحده اخرى. والله خطرات واحد مش عارف، خطرات تقول باللي كاع ممثلين ولا هكا، باسكو انا سامباري بيزار دي فوا، الناس تلقاه يستغبيه انسان هكا للدرجه هذه. كومام رانا في 2019، الناس كاع راهي تقرا، الناس كاع راهي تشوف، الناس كاع راهي تطالع، فتح تضليل مخك شويه. ايه تضليل، التضليل كما كاين. الساحر هذا، كما الساحر هذاك اللي تدير له حاجه وهو يدور لك يدو هكذا ويخرج لك حاجه وهي تقرا. تضليل، لو كان ما يكونش انسان راهو عنده عقل يفكر به وراهو مخه يخدم فيه وراهو هو يفكر، ما يفهمش واش راهو يحضر. هذوك الناس صح كاين اللي راهو يشوف دوك مثلا الهيئه نتاعو ويشوف لك الطريقه نتاعو كيفاش راه يتكلم كيفاش راه كذا، انت توسيه منه هو يفنتيك يدرب ليك، انت توسيه منه هو يدرب ليك، تتحكمه منه وهو يتملص لك، ويشوف لك هو كيفاش راه يبلعط ويقول لك والله هذا فيلسوف كبير هذا. كاين بعض الحركات، ولا واحد الاذاعات، واحد لا الحركات راهم غير كيما بانوا هذو ليام، واش تفسيرك ليهم استاذ؟ ما الناس راهم قلت لك راهم داخلين في هذا الاطار، كاين الناس اللي هما راهم مقتنعين من اجل الميل لفلان او علان، وكاينين الناس يخلطوا معروفين يدخلوهم يخرجوا في المناسبات هذه معروفه، وهذه ان شاء الله نديروا عليها مواضيع، هذه ان شاء الله لكن لقينا ناس هكذا يشاركوا معنا نديروا عليها مواضيع، يعني عندي على الاقل بالك واحد 40 موضوع حول الانتخابات الرئاسيه. ماذا بك ماذا بك، انت راك الشيء اللي راك دير فيه ان شاء الله ربي يبارك لك كن نلقاني ناس هكذا، انا عليها. كانوا معايا بعض الاخوه هكذا ولكن راحوا تفرقوا كل واحد للاسف الشديد انا ملاحظه، بالك كاين الناس راهي تشوف ولا كذا، وعلاش ما كاش هذه من استادير المناضلين السياسيين اليوم في البلاد، ما همش يشوفوا في الصفحه نتاعك، ما همش يشوفوا في القناه نتاعك والمشروع. المشروع اي عقل، اي انسان عنده عقل وسطي يتقبله ويشوف بلي هذا هو الحل، لانه يا ودي شوف نقول لك، شوف مش الشخص. بعثت كتاب بعثته لحمروش، كتاب تاع المصالح، يعني كاين اشياء ما هدرتهاش نهضر هذا، بعثت له كتاب تاع المصالح، بعثته لبن فليس، بعثته المقري، بعثته لعلي بلهاج، بعثته لزيطوط، اعطيته لولد عباس مدني في لندن في القناة هذو المغاربية، شوشان هاو على باله، وارني في اتصالات انا وياه من عامل طماطيش، فهمت؟ وهذا مشروع الفك دولة هذا ال... هذا ال... هذا الوسمو هذا كيما نقولوا هذه الاشياء هذه اللي راها بدات، هي القناعه هذه اللي راها بدات. شوف انت مثلا خطاب تاع علي بالهاج، ومش غير هو، كثير من الناس، شوف بدات الناس حيت راها تمشي كاين الفكرة. تمشي تمشي راها الناس راها تمشي للاطار. وراني في الكتاب هذا راني الان عاودته ونحيت منه بعض الاشياء هكذا نتاع الشهادات هذيك واسمو، على جال باش نزيد نعاود كيما نقولوا نقح الكتاب هذاك، وزدت فيه افكار اخرى على جال باش تزيد تدعم المشروع للامام، فهمت؟ افكار علميه هكذا على جال باش تدفع المشروع للامام. ولكن للاسف الشديد هو انك مرات انت واحد يهز لك فكره تلقاه يهضر بها في قناه فضائيه، لا حشمه ولا حياء، وكانه صاحب الفكره. هما على الأقل ما يحترم. هما أنا ايه، فاهمك روح اقرا قال الجمهوريه الجديده، شوفها اكتبها، والله اقرا يا في الكتاب بتاع سمعت، المصالحه، شفت شوف في خطابات، الجمهوريه حمل الجديده خطابات
شوف حتى المصطلحات اللي كنت نتحدث فيهم نتاع لا للزعامة ولا للمشيخة، ودرنا حوارات، درنا موضوع حول التوافق، درنا موضوع حول الدستور، درنا حول الدولة العميقة. كاش واحد كان يهضر على الدولة العميقة؟ روح شوفهم، شوفهم، شوف لك الواحد كاش يحكي على الموضوع هذا، موضوع تاع الزواف هذا كيفاش فصلناه وتحدثنا عليه مع شوشان وكانوا إخوة هكذا، يعني داروا فيه بحث وتحدثنا على الموضوع، مواضيع كثيرة. فهمت؟ ها من واسمه، قناة ها الفضول واخرج هذاك واسمه اللي مات ربي يرحمه، هذاك محمد الوالي هذاك. اه وبعد محمد خمس الوالي شهور، 5 شهور ولا 6 شهور، ما عاد يخرج لك بنز ديره يقول لك او حقق، او لقى باللي محمد الوالي او صح راهو الشخص الصحيح وراهو مات بعد 5 شهور يا ولا ست حسرة شهور بعد خراب مالطا. ايه واش راح نقول لك؟ الناس كاين الناس اللي على ما بالهم كانش، بالحق علاش ما كانش ما عندهاش مثلا، احترام. علاش ما ما عندكش عندهاش ظهور، احترام. ما جاوكش دعوات مثلا من القنوات هذو باش تبان، باش كاينين اللي اتصلوا بيا وانا تمهيب على المشروع، فهمت؟ كاينين اللي اتصلوا بيا في وقت سابق هايب على المشروع، وكاينين الناس اللي ما اتصلوش بيا. كاين مرات يتصل بك واحد ولكن وراه يوجد لك فيه كاش قلب، تسمى تشم انت الريحه. حتى مره واحد اتصل بيا أكيد فيها قال لي حسابات. الاخ حاب نتحدث معك على الموضوع تاع المصالحه. قلت له واش من محور اللي حاب تحكي عليه منا؟ عاوز يحكي لي بالمناسبه نتاع المصالحه نتاع بوتفليقه. قلت له انا ما عندي حتى علاقه بالمصالحه نتاع بوتفليقه، انا عندي فلسفه واحده اخرى للموضوع، انا راني نشوف فيه مشروع تاع مجتمع وحتى من ولد عباس. ها ولد عباس انا سمعته قال لك راهو يدير في كتاب المصالحه العالميه، هاي يدير لك كوبي كولي. فهمت؟ خايف غير دوك يخرج توفيق ويزيد يديرنا اسمه كتاب على المصالحه. سؤال اخير الاستاذ، ونخلي الخاوه يطلعوا يتكلموا فيما يخص توفيق. الناس قاعده تهضر توفيق توفيق، اسكو صح مازال كاين توفيق بالقوه نتاعو، ولا كاين توفيق واحد اخر وحنا ما على بالناش؟ لا هما شوف نقول لك، هما مش القضية في الشخص، هي المسألة تتعلق بالفكرة ماشي بالشخص. الشخص انت يموت يروح توفيق، ولكن هذه راه توفيقات راها كاينة الفكرة هي اللي تقعد. فكرة. هما انه هاد الناس نصبوا جهاز داخل الدولة، دولة داخل الدولة منصبينه، في كل مديرية تلقى راهم ناس. قال مثلا في البلدية عندهم شخص، في لابوست عندهم شخص، في المؤسسات عندهم شخص، في المديريات في الوزارات مخترقين الجهاز نتاع الدولة عندهم ناس تما. وحتى قال مثلا مؤسسة لما يجي خارج على اسمه قال شوف المنسق الأمني تما هو اللي تفوت عليه، فهمت؟ الناس راح تظهر لك في الواجهة، ولكن انت مرات انت تخاطب في الوزير قال ما يردكش معاش. او غير انا اخر يعني حاجه برك، او قال لك مثلا انا طلبت على جنب باش ندير جواز السفر. يعني نتبع في القضية نتاعك ثم هذيك راكم ما قلتوا باللي راهو حصل تغيير وراهو حصل تطهير وراهو تطهير. راهو 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 راهو. انا رحت مش باش نتاستي، والله رحت على جل باش انا نطلب نتاع جواز سفر. رحت لثما قالوا لي باللي ودي لازم لك ملف ولازم لك كذا، لازمك تخدم انت البطاقة نتاع القنصلية وكذا. قلت لهم اوكي ما فيش مشكلة. دخلت لثما غير شافوني برك يلا ها بدوا بدلت الوجه. قلت انا عادي يعني ما عارف الحركة تاعهم يعني متعود عليهم ماشي حاجة. في الاول قالوا لي باللي خصنا التوثيقه نتاع العقزيه نتاع الاب. عاودت انا وقيله بعد 15 يوم عاودت رجعت لهم هكذا لانه طلبتها من البلاد بعثوها لي، وواحد العقد زياده ذاك تاع الاس دوز هذاك، خاطر انا كاينه بعض الاشياء اللي ما على باليش بها مع الوقت. وهذيك كي جيت انا هذا وإن الاس كان دوز ما يخدمش خلاص. الملف نتاعها سهل وبسيط ويخدموها في نهار، باش ايه نقول
رحت انا طلبت ثم دخلت ثم هدرت مع الاسم هذيك الموظفه هذيك، حكمت الملف يعني عادي نورمال. قلت لها باش نروح ندير الملف نتاع الباسبور، باسكو هي موالفين يخدموا لك لاكارت كونسيلير ما انت دير الملف نتاع الباسبور. قالت لي فلان ما نقدرش نعطيوها لك. لا قالت لي راهم مولفين يمدوها في النهار، ولكن راه جات تعليمات قال لك لازم اسبوع. قلت لها ما فيش مشكلة سيدي، اسبوع رانا نصبروا نزيدوا نديروا اسبوع، ما كان حتى مشكلة. بعد اسبوع عيطت للمقلة بالك قريب واحد الساعة في التليفون، يا حسن هذا يعجبك لهذا، هذا يعجبك لهذا، يعجبك لهذا. ومن بعد بعثت في البني ثم قال لك زيد صبر زوج سمانات. طولت بعد زوج سمانات عاود تروح تاني لثم، ومن بعد المهم 6 مرات زدت مرة مع ولادي هكذا، عندي زوج كل مرة يروح واحد هكذا 6 مرات. ومن بعد رحت لثم هكذا، دخلت انا هذا رئيس المصلحة هدرت معاه، قلت له دوك فهمني على واش برك، اعطيني الاسباب اللي كاش ما كاينه حاجه اللي تمنعني انا، عندكم مشكله معايا؟ مش مشكله، اعطيني باسبور كي نهبط في المطار احكمني وديني للمحكمه حاكمني. ما كانش لحد الان ما طوليش واسمو ديك لاكارت كونسيلير هذيك على جال باش انت دير ملف نتاع جواز السفر. ومن بعد قلت له الا راكم خايفين الانتخابات مانيش مروح حاليا، مانيش مروح حاليا، مانيش مروح، راني فقط ندير الاجراءات هذه، نوجد الباسبور نحطه ومن بعد ندير لها ربي الطريق، راهو بالي طويل، راني ممكن بالك نروح في الصيف ولا ممكن كذا، اذا كان يعني فيه تغيير وفيه يعني بوادر نتاع امل وكذا نروح هو سيدي للبلاد. وعلاش لا؟ حتى الناس هاي تحرق، قلت له هاي الناس تحرق، قالك تشوف فيهم انت راه من الناس يموتوا، كاين الناس راهم يقطعوا في الباسبورات، يحوس على باسبور احمر ويحوس على كذا. حتى واحد يجي المفترض هو انه اذا كان فعلا انتم راكم تقولوا بلي راهو كاين تغيير ودوله المصالحه ودوله دولة القانون العزيز ودولة ودوله كذا، المؤسسات. المفترض هو انك تفرح تفرح، قال هاو هذا هاو جا واحد هذا راه واحد من العتات، فهمت؟ هاو جا هاو مروح، المفترض هو انك تفرح. صح، روح لو خذ الحيط. طبيعي كما قلت انت استاذ، طبيعي انه يعطيك باسبور نتاعك الا عندك مشكل، الا عنده مشكله معك يعطيك باسبور نتاعك، وغدوه كي تهبط للبلاد يحاكمك، مش يخليك مرمي في بلاد الناس بلا باسبور. هذا اجراء تعسفي، علواه راك علواه، كش ما قتلت انا، وعلاوه. كش ما سرقت، كش ما درت انا، وري اللي طر. انت الناس اللي راهم كانوا في الجبل كانوا يديروا في المفجرات وكانوا يقتلوا وكانوا في مواجهه كذا، طالعين هابطين. انا كنت مع احمد طالب، احمد طالب انت عاطيله جواز سفر دبلوماسي طالع هابط وانا تتمنعني علاه؟ ايه شوف المنطق اللي خموا به كيفاش، المنطق هذا معوج. ان شاء الله ربي يفرج وربي ربي يقدرك. يا ربي يفتح علينا. نخليه يطولنا على الجماعة، نخليه كاش جماعة راهم باغيين ربي يبارك فيك يتكلموا. الاخ شكرا استاذ، أسامة. بارك الله فيك، اسمع، شكرا. منين انت الاخ أسامة؟ من البلاد؟ انا من البلاد، من شلف. اه ما شاء الله، انا من شلف اخويا. شفت بن محمد؟ قلت انا بالكش ما راه عندك علاقة مع لا لا، ما عنديش علاقة معه. مع احمد ده، عنده وقت مسكين، ما كنت ساعة ساعة مقصر انا وياه، راه اختفى خلاص. بلاك يبان، إن شاء الله يعاود يبان. ان شاء الله، شكرا للاخ شكرا لك، اسامه، ربي بارك يبارك الله فيك. فيك، المهم شكرا، رانا نبقى ان شاء الله على تواصل. الله يجازيك بالخير، شكرا. ربي يعيشك، شكرا. بالسلامة. اصبر تشوف، نعاود ترى الاخ هذا سامي اللي دخل قبيل. اخ سامي دوك راهو عندك كان بلوكاج قبيل، طلعتك وطلعت ودوكا راهو عندك كان بلوكاج. إدريس، شوفوا ترى إدريس بالك لعاود تقدر تطلع. يلا كيفاش يتم التزوير تاع الصوت تاعك؟ شافوا، نقول لك كيفاه.
كيفاش يتم التزوير تاع الصوت تاعك، كي تروح انت ترميه في الصندوق تاع الانتخابات وما تحرصوش، هاك انت اللي زورت هاي باش نسهل هيك. خلاص الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بسيتو، انا طلعتك الاخ ادريس، اتمنى هو انه يخليوك تطلع، المفترض هو انه الخط راه مفتوح، اللهم الا اذا كان الخط نتاعك راه ضعيف. الاخ اللي قبل كنت تتصل بيا ما لقيتكش في القائمه، يبدو هو انه مازلت ما تعرفش الامور هذه نتاع الفيسبوك، عاود اكتب لي ميساج بالك لعل الله نقدر شو ما نلقى كيفيه هكذا نطلعك. اصبر ترى نشوف ترى هذا الاخ اللي للاسف الشديد الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بوشيخي، عندك كان بلوكاج في ال حاولت باش الاخ ادريس راني طلعتك للاسف الشديد. ما وعليكم السلام اخ ميلود، واش راك؟ أروح أخويا سمعنا صوتك، والله ما تقدرش تطلع أخ ميلود. إيه وقيل عندك أخ ميلود، هاني طلعتك، عندك الكاميرا صاحبي. ها يا سيدي، ها شفت كيفاش طلت علينا، ها واش راك؟ واش راك الاخ ملوت؟ والله الحمد لله الاخ نور الدين، راك لاباس؟ راك في بلاد ولا في بريطانيا؟ انا اللي في بريطانيا. حاوزوني، تحاوزت تحاوزت تحاوزت. لا لا الهادي الهادي تاع القسنطيني، سبحان الله، هذه مفاجأة كبيرة هذه. ايش راك يا الاخ نور؟ الله خدمنا عليك. او هذه لازم لها برنامج وحده هذه. واش راك؟ والله غالي بس واش راك؟ بس الاخ نور الدين لاباس. ثم راه يخص غير الشريف معكم، غير كوزتو حطيتو الشريف ثم وعبد القادر وخلاص. الشريف ونتفكروا اليامات. واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله الاخ نور. الاخ نور الدين. واش راه الصحة؟ لاباس ان شاء الله. كنت في البلاد عندي واحد عندي سمانتين ملي جيت. ايه ما شاء الله. رحت برك ريحت شويه وطلعت. ايه ما شاء الله. ايه راه عندك وقت وقيل وقت من اللي طلعت. لا جي طلعت انا في الصيف اللي فات، يعني عاود وليت نهائيا. ايه المهم راك هبطت استرحت شويه. لا بس لا بس سما صعيبة صعيبة واحد كي يكون عايش في النظام ومن بعد يروح يلقى الفوضى صعيبة. أنا على بالك باللي كاين بعض الناس هكذا مرات، لكن يقولوا لي باللي ساعات هكذا يقولوا لي كاين ناس هكذا كيكلموني يقولوا لي باللي من المستحيلات باش تقدر تقعد 24 ساعة في الجزائر. يقولوا لي علاه؟ يقولوا لي ودي الناس اللي راهم يفكروا كيما أنت راهم انقرضوا، ما كانش قدام من واحد يقولها لي. لا صحيح. هاو عبد القادر هاو معنا، ها شتو هاو عبد القادر هاو يشوف عبد القادر مسكين. ها يخص غير الشريف برك. يخص الشريف. ياك انت العائلة لاباس بخير؟ صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله، والله ربي يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. انا نشطو انا وحدنا مازلنا كلا. انت نور الدين انت خلاص، ما هذا المنهج هذا ما تقدرش تخطيه. ايه واش دير؟ واحد سمى الواحد لعبت له الفكره على راسه ومعها مع الاخر. انا شحال مخطر نشغل نزعف وكذا نقول خلاص ما نزيدش كاع، بصح من بعد يجيك هذاك الشيء هذاك الله غالب ما تقدرش. ايه فكره تسمى كي الواحد يقتنع بالفكره خلاص.
لا حب الوطن هذا راهي امانه، في راهي امانه شغل احنا نتبع تغيدنا الجزائر راك فاهم. دوك مقبله تكون كنت نهضر مع خونا الهادي، واباك هذه الفكره تاع مازال شرفاء في النظام هذه والله العظيم اكاد لا اصدق بها. خلاص لحقنا الواحد الوضعيه، راك شفت معينيك يا سبحان الله الانسان يطرطق. لا لا كاينين كاينين، وش هو ما يخافوا على المواقع نتاعهم كاينين. انا مثلا المره هذه مثلا كنت نحكي مع الاخ دوك على الجواز السفر تاعي، كي رحت تسمى الاخ هذاك اللي استقبلني، تحس فيه يعني باللي ولد فاميلا، يعني ماهوش انسان كيما نقولوا نتاع عيب هكذا، تحس يهضر بقدر ويعني وان شاء الله ما يكون غير الخير، وما هيش راه غير قضيه نتاع اجراءات إدارية وكذا وكذا. قلت له ودي مسألة راه ماهيش قضية نتاع إجراءات إدارية، واش من إجراءات إدارية أنا كون واش درت أنا على جال باش الناس راهم حركة مهابطين طالعين، قلت له أنا واش درت أنا باش فهمت. تسمى كاينين ناس تحس فيهم باللي فعلا كاينين ناس شرفاء، وناس يعني خدامين مساكنين على أرواحهم، خدامين على عائلاتهم وكذا، ولكن ما عندهم ما يديروا والو. يقول لك انت هكذا، يقول لك انا لو كان جات بيدي دوك نعطيها لك، وش راح يزيدك مش برامش في النظام هادو. انا ممكن ما فهمتش مالا، وش تقصد كاين شرفاء في النظام؟ يعني راهم كاين في النظام اللي عندهم القوة، اللي عندهم يعني عندهم مكانتهم، يعني قادرين يغيروا. انا هذا اللي فهمته، كاين شرفاء في النظام ولا خدامين في الدولة. ما عمر ناس ملاح نعرف، انا خدامين في الدولة ناس ملاح كان معمرين، نحكي اللي راه عندي اللي في يدهم، يا ودي هذوك فراعين، فهمت؟ هذوك فراعين هذوك، يعطيك الصحة. ما كاش منهم رجال هذوك، ما كاش منهم شرفاء. من اللي انا راهم منظر كاينين راهم شغل دي ناس سيرفيابل، فهمت؟ الناس يقدموا كيما نقولوا خدمات هكذا، يعاونوا ناس يسهلوا لهم يوسيو كذا، ولكن ما بيدهم والو، ما عندهمش ان بوفوار، فهمت؟ وحتى منهم ممكن بالك لو كان تلقى منهم مثلا واحد في البوفوار، والله ما يقدرش. هذو مثلا كيما انت واحد احمد طالب ابراهيمي مثلا، احمد طالب ابراهيمي لو كان غدوه واحد يمسلو الشرف تاعو واش يدير؟ قسما بالله اني صوم على الهضره، صوم. هاد الناس اللي انت دوك مثلا كيما انا، ان الاشكال هذه نتلاقى بهم يوميا. نقص نمر التلفزيون، نلتقي انا اسمع فيك يوميا يوميا راني نلتقي بهم، وبصح ما يعني على بالي بروحي باللي نقول انا كيفاه ربي ويسبوا فيه. ربي راهم يتهموه باللي هو عنده ولد، والرسول راهم يقولوا عليه ساحر ومجنون. وين رايح نبان انا؟ صح، سيدنا نوح عنده 9 قرون وهو يدعي في القوم تاعو، واني كلما دعوتهم للتغفير لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. ونقول انا وين راح نبان انايا؟ وين راح نبان؟ نقول انا هذا محنه يا حسره، وين راح تبان المحنه تاعينا مع تاع سيدنا يوسف؟ ايه وين راح تبان المحنه تاعك انت مع سيدنا موسى؟ وين راح تبان المحنه تاعك انت مع الناس اللي قطعوهم في الثوره وقطعوهم طرف طرف؟ وين راح تبان انت مع الناس اللي عذبوهم في الفتنه هذه العاميه اللي ضربت البلاد وقطعوهم مرسو مرسو؟ اللي قاعد في فرنسا ودير قدامك كاس تاي يا حسرة يا حسرة. قول انا قول له راه المعاناة هذا، انت غير واحد سبك برك في الفيسبوك ولا في اليوتيوب راه مقلقك، خلي على راه خليه يشبع. صح، بعد بايش بيهم انا اشوف، نقول لك شوف كيما شفت القمله هكذا، القمله هذيك طف طف، نبلوكي وعقب بلوكي وعقب بلوكي، نولي نضحك والله ساعات نضحك، يجي واحد داك تعرف تقول تم مغلوث
والله تقول مغلوث، انت تقول السيد هذا يصبح عليك صباح ربي، باباك امك الدار يا ودي، ما نبلوكين نضحك ونروح فوت نمشي. صح، ربي يهدي ما خلقه خلاص هذا المكان. المهم واش تقولنا في الموضوع تاع اليوم هذا نتاع الشباب؟ انت راك رحت للجزائر، كيفاش راك تشوف الشباب؟ لا شباب ما مغيب 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 تماما، مغيب، ما عندهمش الروح تاع المسؤوليه. الشباب الجزائري اليوم الى مناحي مربوك ما عندهمش روح المسؤوليه، حتى في المنزل ما عندوش مسؤوليه، ما يقدرش يروح يشري يقضي ويجيب قضيه للدار، قدرش. الاخ مولود اصبر اصبر برك، كان الاخ واسمه هذا طرح واسمه قال لك اخ دراجي هكذا، الراجل اللي ترمز للاسم نتاعك بلاكوست، قال لك اللي ما فهمتهاش انا شاب عمر 22 سنه ولدت في الجزائر، ملي كبرت وانا نشوف في بوتفليقه. يا انت في عمرك 22 سنه، يا انا راني الدبل نتاع العمر تاعك ومن اللي خلقت وانا نسمع بوتفليقه، دبل تاع العمر تاعك. يو راني فوت الحياة نتاعك هذه كامل، فوتها برا في الخارج البلاد ما شتهاش، احمد ربك راك قدام باباك وامك وقول الحمد لله. هتفضل الاخ مولود. شفتها وشباب هوليك يعني ما دجنوه دجنوه خويا نور الدين، اصبحنا مدجنين، مدجن فضلا على النخبة ولا فضلا على هاد الأجيال اللي راهي في الطالعة دوكا اللي راهي جاية. ممكن تقديري ما نقدر نكون خاطئ مخطئ، بصح ما أكشف كاش واحد كان يتوقع هاد المهزلة هادي اللي صارت على الناس اللي ترشحوا هكذايا، كاش واحد كان يتوقعها؟ أنا نسألك سؤال نور الدين، انت توقعت هكذا يخرجوا هاد لي ماريونات يبداو يديروا حتى ولينا عرضه دوك انا ام هضروا عليهم حتى انا داروها داروها مكانوا دايرين هذاك سبيسيفيك مكانوا دايرين في البرلمان نورمال عادي. لا لا هما شومهم اكسبريا مرة في الجزائر هادي صارت. شوف انت نشوف انت واحد عبالي شكلون يعني يعني حاجه ولله انسان ميت راه راس يكلون كيما هذاك من اجل باش يقنعوا الناس باللي قال مستقبل بالامر الواقع. هي الاخ نور الدين، هي الاخ نور الدين هاو الهاديه وحاب يهضر معك. هي روح هي الاخ نور الدين بالنسبه واش فهمت انا من هذا المهزله اللي يديروا في هذه، اللي يجيبوا هذو الكوميديا هي حقنه الياس للشعب الجزائري، تحس انه كان يعطيهم في حقنه الياس يعني تاع خلاص يعني هذه الحمله الانتخابيه راهي حنا راهي مبرمجين جينها وهذه هي النتيجه. يعني شغل هادو هما الناس اللي يجيو الكنون هادو، ما كانش كما نقولوا حنا نخبه تقدر ترشح تنافس مثلا تنافسهم مثلا راك فاهمني، وهما ماشي هكاك، هما الشعب الجزائري ما يشوف هكا الشباب هادو ماشي. شوف شوف نقول لك الاخ الهادي، هما هذه المساله دايرينها من اجل بعث رساله وبعث صوره للناس اللي في الخارج. قال انتم راكم تقولوا باللي راه فيها واسمه ما كانش حقوق الانسان وما كانش، ها ما احنا المهابل ورانا مخليهم يترشحوا المنصب تاع رئاسه الجمهوريه. صح فهمت، مختلين عاقلين وراه ما عندهم الحقوق. فهمت ولا ومن بعد واش يديروا؟ اسمع من بعد هما كيجيبوا هذوك الناس هذوك يجيبوهم، قلت لك انا من اجل بعث رساله. قال شوف انتم راكم تقولوا باللي ما كانش حريه في البلاد وما كانش واسمو كذا، ام راك تشوف رشيد نكاز دركا هو وعلى بالهم باللي راه ما راهوش راح يفوت في المجلس الدستوري ومخلينه عليه يدير في السرك. ومن بعد قالوا دي احنا راه كاين الدوله نتاع قانون وكاين كذا، وراك تشوف راه كاين التصفيات او ترشح، راه مترشحوا 200 واحد ماشي غير بوتفليقه برك. انتم تقولوا هذا راهو ديكتاتور راهو الشعب حبوا هم انتخبوا 200 واحد صاحبي، ومن بعد المجلس الدستوري راهو خرج 4 ولا 5 من الناس
وراه فاز عليهم بطريقه ديمقراطيه وشعبه وقابل. ومن بعد لما تبدا الناس تتحرك قال له قال هذو راه ما قبلوش النتائج، فهمت؟ هذو ما قبلوش النتائج، هم يحوسوا على الفوضى وهم يحوسوا على كذا. هذا هو الشيء اللي هم حابين يفوتوه. وكاين عندها قراءات واحده اخرى، فهمت؟ لما انت دوك مثلا تشوف انت هذه الوجوه هذه، لما انت تولي تشوف تقول انت بالك بالك الا كان راه بوتفليقه مات وردمتوه غير عاودوا خرجوه. ايه هذه هذا اللي قال لك الهادي، هذه واش قصدينا؟ هذا هو قصده، هو هذا واش قصدينا؟ هذا واش قصده يعني؟ شغل يعني الشعب يعود ما يخممش في الحمله الانتخابيه، يقول خلاص بوتفليقه ولا يكونتيني يكمل الحكايه تاعو هذه، ولا الهرش هذا اللي يجيبوا لنا في هذه يا برك. وبصراحه صدقني سمعتها من عند ناس، انا تورجي سمعتها من الناس، ولا الناس تحكي فيها يعني، فهمني؟ ولا الناس تحكي فيها يعني، ما كانش في الجزائر نخبه سياسيه واعيه ولا شباب واعي سمع عنده كيما نقولوا احنا الجراه انه يترشح. ودي هي ما عارفين كما هي، من ناحيه كما قاعد تحكي انت باللي حقوق الانسان وعاطي الحريات الناس الجميع، الناس البسطاء اللي قاري اللي مش قاري الفلاح اي واحد يترشح. وعندها قراءه ثانيه كما قلت نفس الشيء يعني، باش الناس تقول هو عملوها في 2014 هذه الحكايه هذه، عملوها في 2014، عملوها في 2014، جابوا خي ناس فلاحين، واحد يقول لك سعر البطاطا، واحد يقول ما على بال، وفي التلفزيون عملوها و... إيه. عملوا نفس الحكايه، نفس عملوا نفس الحكايه، نفس الحكايه في 2014. انا تبعتها 2014 اخي، جابوا واحد من على باليش، ومن بعد ولا يقول له الاخر لا عبد العزيز بوتفليقه ترشح انا ننسحب. ايه عملوها، لا عملوها، وشيات العام زادوا الفولين شويه. ايه زادوا هما، اسمع عندها عدة، هما لما انت تشوف الناس كيما هكذا راهم ناس ايضا في المقابل من اجل خدمه الجهه. انت دوك مثلا تشوف كيما هكذاك، من بعد قال سي محمد حبسها وجا جنرال، فهمت؟ قال راه البلاد راه تسمى ولات دابا راك مولاه، عادوا المختلين عاقلين يترشحوا، حبس جيب جنرال باش يعاود يزير الامور. صح. اه فهمت، راه عندها عده قراءات. ولكن هي متعمده، تسمى ما داروهاش، قال كيما راهم ربما يشوفوا فيها الناس، قال راه واحد ما على باليش انا حاب يروح يترشح، يجي في واحد واحد زوج ثلاثه، بصح من بعد تولي سيرك، مراه من البيره واحد من المديه والاخر من ديك، واحد راه شاف منامه وواحد راه يخدم لكم الطريق بالزلابيه، واحد راه يدير لكم واحد قال لهم والله العظيم سمعت الاخر قال له وانت متاكد بلي راك تفوز بالانتخابات؟ قال له متاكد لان انا هو المهدي المنتظر. كش ما بقات ما سمعتوش؟ او شوف هذاك الشيخ تاع المديه هذاك، قال له قال له انت كرئيس، قال له كيفاش دير انت شهريه الروح؟ شحال تعطي الروح؟ والاخر قال لهم قال له كي تطلعوا جديد قال لهم ناكل ستاك، قال لهم رئيس ما ناكل ستاك. ايش قلنا؟ درنا عليها برنامج ذاك النهار سميتوه انا كرنفال. اه ايه هيك كرنفال تاع الانتخابات الرئاسيه. درتوه الاسبوع هذا اللي فات. ايه تحدثنا عليها. سبحان الله الله خير يا. ايه ودي وش دير؟ هرمنا هرمنا نور الدين. والله غير هرمنا. ما بيبنى حلا في خاطرك نور الدين، في خاطرك البن والله. اه هذه قهوه قهوه. اه الله يبارك فيك ان شاء الله. ما رانيش خدام كي نهار كي نهار اليوم ان شاء الله نتلاقاو ونديروا فيها باذن الله، نتلاقاو كامل مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. حق الاخ نور الدين عيطت لك زعما باش على الاخ التونسي، كنت رايح له الصيف انا وقتها. اه في ديسمبر نزلت واتصلت به في الماسنجري التونسي، لان عندي الماسنجري تاعو، واتصلت به كذا مره، ومن بعد اتصلت بمولود قلت له اخي هو مازال وكذا، قال لي في الجزائر. ومن بعد انا في الصيف سما، ومن بعد هزت لي الهاتف الطفله الصغيره تاعو،
قالت لي ماشي هنا وخلى الهاتف وكذا وخرج وبالك ما قلت لها كيجي يقول له انا محمد الهادي صديقي مولود تاع راديو وطني وكذا كذا مقسنطينة، انا جيت من هنا باش نشوفه نطلع عليه وكذا نشوفه. على كل حال بعد ما شفتو ما ردش وعاود اتصلت بعد رجعت شغل بالك توسوس ما قال لي شو ما قال لي ما قال لي وانا على بالك باللي واسمو تما راني كتبت عليها ميساج باللي التليفون تاعي بدلته في سبتمبر ولا لا هذه ما ما فهمت بدلت التليفون تاعي من سبتمبر راني كتبت عليها ميساج وما حتى الكونت نتاع الفيسبوك ما رانيش نستعمل في القديم هذاك راني نستعمل في واحد اخر على هذه المرة يستعمل... لكن هو لكن هو انا خليت له فويس ميل خليت له فويس ميل خليت له ميساج ما في صوتي وبعد البنت تاعو رفضت لي ما قال ليش تكلمت معاه يكون بالك ما 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 انا ثاني عندي وقت ما يعني يعني تما نقص الاتصال امس نقص الاتصال مام هو ولا الشريف ولا عندنا وقت يعني من اللي تما من اللي حبست انايا تما شغل خلاص ما حتى الناس راك تشوف فيهم الناس عيات كاين اللي راهو دوك مثلا كاين بعض الشباب اللي مثلا هما مازال ما مش فاهمين الامور ولا هذيك يجي انت تقعد معاه ساعه وساعتين انت تشرح له وتفهم فيه وكذا وكاين اللي يقول لك اخويا انا خلاص عييت مليت سمعت وشبعت ورويت وطاي خلاص وش راح تدير دوك انت على بالك دي جينيراسيون راهم يجيو راهم كاينين الناس اللي راهم دوكا قال مثلا في وقت سابق مجموعه هكذا كانوا يتبعوا هكذا مثلا في الراديو ولا ليك خلقوا لك ناس واحد اخرين كاينين ساعه ساعه هم يتصلوا بي انا ناس ساعه ساعه يتصلوا بي يعيطوا لي دوك ملي بديت ندير في تاع اللايف هذا عن طريق الهاتف قدام من واحد يعيط لي جيو عن طريق اليوتيوب قال ودي احنا رانا حسبناك باللي رحت خلاص غبرت منا وانا دوك رانا ولينا نشوفو في اسمو انا لقيت هذه واسمو لقيتها تسمى بطريقه واحده اخرى فهمت تسمى يجدد الواحد بطريقه واحده اخرى غير مكلفه تسمى بارابور للاذاعه وهذيك وفي نفس الوقت تسمى يبانوا الناس اخرين بانوا يعني دوكا من الحوارات هذو اللي درناهم يبانوا وجوه جديده هكذا يبانوا والواحد ما زال ما عندناش القوه فهمت ما كان لا ماده ولا ما لقينا حتى واحد يعاوننا الله غالب خبط الواحد خبط ساعات نقول انا نسكر نقول انا ما نزيدش علاش راني داير انا قنطر روحي الناس راه كل واحد داتي بعمر وانا هز حمل نتاع امه حاطه فوق رقبتي واش دايره لي انا ومن بعد نولي نشوف انايا قلت لك يولي الواحد يشوف انت شوف انت الصحابه وانبياء واش قاساهم مع الشعوب واش كذا واش كذا نولي نقول انا يا حسره المريح نبان انا شغل برا في بحر وين راح تبان المعاناه نتاعي انا والله تا رسل وراهم كانوا يستهزئوا بهم في الطرقات وكانوا كاين منهم حتى اللي قطعوه بالمنشار قطعوه نقول انا وين راح نبان انا انت واحد انه يقول لك كلام هكذا والله واسمو ولكن واش تدير طولت الحاله فهمت طولت الحاله والناس تحوس غير على السريع تحوس غير على الله غالب ما بيدنا حيله الشباب هذو دوك الاغلبيه نتاعهم راهم يعني ما مش مهتمين اصلا ما مش يعني اللي راهم درك مهتمين تقدر تقول بين 25 الى 35 سنه هذو يعني اللي راني نشوف انا يعني مره على مره يتصلوا بيا اغلبيه في الصفحه نتاع المصالحه شباب بين 25 الى 35 سنه هذو يعني الناس اللي راهم هما منهم اللي مساكن ما شافوش يعني الماساه هذيك وما مش فاهمين الامور وكذا وكاين الناس اللي قراو معلومات خاطئه وكذا وراهم يصفيو في هذه الامور وراك تعرف في ظل هذه الاشياء اللي راه موجوده في الانترنت راك تشوف انت الاخ اللي كان قبيل لك مثلا يتكلم تشوف انت واحد كان يشوف فيك مع شوشان شوف فيك هاك تهضر انت وياه على المصالحه ومن بعد يلقاه داير هو
موضوع واحد اخر، شوف فيك مع زيطوت كان يهضر معك المصالحه ودير موضوع واحد اخر، هو راه يشوف ويتبع، كاين اللي ما يقدرش هو يروح مباشره يحتك ولا عنده معلومات ولا يقعد راه يتبع من بعد يقول لك انا ما فهمتش والله ما فهمتش. مع الوقت مع الوقت مع الوقت يبدا تتكون عنده هذيك القناعه من خلال السماع لذاك والسماع لذاك، ويشوف يبدا هو يشوف ويقارن وكذا، لازم لها وقت. صح الاخ مولود. نعم الاخ مولود ان شاء الله رانا نزيدو نتواصلوا، انا راه الباتري نتاعي راهي سينيالي الهاتف، ممكن بالك نزيدو نعاودو ان شاء الله نتواصلوا، ممكن بالك نزيدو نعاودو نتواصلوا ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله كرك بخير. شكرا على خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا. سلام. صباح بسلامة الأخ محمد والأخ مولود. إن شاء الله. آمين. الله يبارك. شكرا. صباح بسلامة. صح. يا الله يا كريم.